بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. ألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، سعداء جدا وفخورين جدا بنحنا نكون أهلوية، فخورين جدا باسم هذا النادي، وسنظل فخورين مهما كانت الأحداث ومهما كانت الأمور. ولكن برونزية كأس العالم للأندية بيستحوذ عليها النادي الأهلي مرة أخرى بعد 2006، نيجي في 2021 وربنا يكرمنا. الحمد لله الحمد لله، لأن كان هناك الكثير ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي في كل مكان، جمهور النادي الأهلي في مصر وخارج مصر الحقيقة كان ينتظر فريقه يعود بميدالية من أرض المونديال، والحقيقة هو ده اللي حصل، وهو ده دايما اللي بيفرح جمهور النادي الأهلي. إذا كان هناك من يستحق الشكر فهو كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، خارج مصر وكان في أرض المونديال، والتشجيع الجنوني الحقيقة منذ أن وصلت بعثة النادي الأهلي إلى أرض المونديال وحتى الآن، الحقيقة حاجة جميلة جدا وبتخليك فخور أن أنت أهلاوي، أن أنت عندك جمهور عظيم زي جمهور النادي الأهلي. عندي مشاعر كتيرة جدا وكلام كتيرة جدا عايز أقوله أو أتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن في البداية لما يبقى عندك رئيس بلدك في ظهرك وفي ظهر الرياضة المصرية، أعتقد ده شيء رائع جدا جدا جدا. النهاردة الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تهنئة النادي الأهلي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، والتي انتهت فعاليتها أمس الخميس. وجاءت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي جاءت كالتالي: خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. أيضا بعد تهنئة الرئيس للنادي الأهلي، الأهلي بيشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفعة بلاده. عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وأكد المجلس تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات السيد الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين، التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية. وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلد. زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا جدا جدا، النادي الأهلي مفرح كل المصريين، النادي الأهلي دايما هو مصدر السعادة في الرياضة المصرية، وحاجة جميلة جدا جدا جدا. أنا الحقيقة النهاردة مش هبص للي فات، مش هبص لأي حد بيقول أصل أنت لعبت الدحيل، كسبت الدحيل، قال لك الدحيل فريق ضعيف، لعبت بايرن ميونخ، يعني لو كنا كسبنا بايرن ميونخ انا كنت متاكد ان هم هيقولوا على بايرن ميونخ برضو فريق ضعيف، امبارح كسبت بالميرس قال لك اصل بالميرس ده يعني فريق ضعيف قوي. انا مش الكلام ده كله انا مش هرد عليه، الكلام ده كله انا هسيبه في ظهري ومش هبص عليه. انا عندي حاجه اهم وهي فرحه جمهور النادي الاهلي، عندي حاجه اهم وهي فرحة لعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارته وجمعيته العمومية وفرحة كل الناس. الحقيقة من ساعة امبارح ما الماتش خلص لغاية دلوقتي وحاجات غريبة جدا وتحليل غريب جدا بيحصل من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، كلهم رايحين في اتجاه ان انت بتلعب فرق ضعيفة. يا سيدي انا بلعب فرق ضعيفة ما عنديش مشكلة، بس انا بلعب في كأس العالم للأندية، انا رحت كأس العالم للأندية لسادس مرة في تاريخي. انا كل شوية هقول الكلام ده يا جماعة، كل شويه هنتكلم في اشياء غير منطقيه. بلعب الدحيل قبل ما نلعب فريق جابت جدا وهيكسب الاهلي، كسبنا الدحيل قال لك اصل الدحيل ده فريق ضعيف اي كلام، بالميرس نفس الكلام قبل الماتش ده الاهلي هياخد على دماغه من بالميرس، بعد الماتش مش احنا اللي بنقول كده طبعا، ولكن بعد المباراه قال لك اصل ده ما مش قريب حتى من فرق امريكا الجنوبيه، على اساس ان هو كان بيلعب في حته تانية.
لا هو كان بيلعب في أمريكا الجنوبية وخد هذه البطولة وفريق قوي جدا، حاجات كتيرة جدا فنية هنتكلم فيها، بس مش دلوقتي. الحقيقة احنا دلوقتي غرضنا الرئيسي وهدفنا الرئيسي هو الاحتفال، فرحة جمهور الأهلي وفرحة لعيبة الأهلي، الاحتفال والاحتفاء بما تحقق. حضرتك مش هتقدر تهز أي فرحة، حضرتك مجرد ان انت طالع تقول الكلمتين دول انا عارف ان انت طالع بتقولهم ليه، انا عارف ان انت زعلان ومتضايق وكل حاجة، بس يا اخي افرح. طيب انا هقول حاجة وعلى الهوى، على الهوى، لو اي نادي في مصر وصل لكأس العالم للأندية وهذا النادي وصل ان هو ياخد ميدالية في الثلاث ميداليات، برونزية فضية ذهبية، انا اول واحد هطلع اهنيه، انا ربنا يدينا ويديكوا العمر يعني، انا ما اعرفش امتى ممكن يحصل كده ولكن ربنا يدينا ويديكوا العمر. فلو اي نادي في مصر عمل اللي عمله النادي الاهلي هطلع على الهوا وامام حضراتكم وامام ال 70 80 مليون اهلاوي وهنيه، اهنيه، مش اقلب البرنامج عزا وتقطيع في الاهلي. انا شخصيا يعني تقطيع في اي حاجه لا، انا شخصيا زي ما بقول لحضراتكم انا تعودت كده جوه هذا النادي، تعودت على كده جوه هذا النادي، الاحترام والأخلاق والمبادئ واسم مصر قبل أي شيء آخر، اسم مصر قبل أي شيء آخر، قبل أي حد وقبل أي اسم آخر هو اسم مصر. لكن للدرجة دي الموضوع صعب؟ أنا عارف إن هو صعب وعارف إن هو ينرفز وعارف إن هو يعني يخليكوا برضو قاعدين صعب الدنيا عليكوا شوية، ولكن في النهاية أنا هحتفل، أنا هتبسط، أنا هحتفل بفريقي ثالث العالم، ثالث العالم، مش اي حاجه تانية، مش مثلا لا ومش عارف ايه، لا هي البطوله دي معناها ان الفريق اللي بيطلع الثالث بيطلع ثالث العالم. هذا هو الفارق بين هذه البطوله واي بطوله اخرى. هحتفل وهتبسط وهفرجكم على الصور اللي كانت معانا النهارده والفيديوهات النهارده، مش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش هفتحه تاني، ممكن بكره بقى نحاول برضو ايه نتكلم في هذا الامر. ولكن عوده الابطال، عوده ابطال البرونزية من أرض المونديال إلى أرض قاهرة المعز، قاهرة المعز النهاردة استقبلت، أو مطار القاهرة الدولي استقبل بعثة النادي الأهلي وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في استقبالهم. الحقيقة الأبطال شرفونا وبسطونا جدا، واستقبال رائع جدا في مطار القاهرة لكل أبطال النادي الأهلي، كل الأبطال اللي كانوا متواجدين هناك، كل اللاعبين اللي كانوا متواجدين هناك. هم أبطال؟ أيوة أبطال، أيوة غصب عن أي حد هم أبطال في التاريخ، هم أبطال. بالمناسبة 2006 كانت الميدالية الأولى أو كانت البداية مع الميدالية البرونزية، ثم في 2021 استطاع هذا الجيل من اللاعبين أن يعود بميدالية مرة أخرى إلى أرض الوطن، وكل الجميع سعداء زي ما حضراتكم شايفين، كابتن سمير عدلي، كابتن ماهر، علي معلول. علي معلول ده برضو ليه قصة وليه حكاية هنبقى نتكلم فيها بس مش وقته دلوقتي، كابتن طارق، بقية اللاعبين موجودين، أحمد بكم، كل الناس الحقيقة، وقد إيه المصريين بيحتفلوا وفخورين بوجود هذا النادي في، أو اسم هذا النادي موجود منذ 1907 وحتى الآن. كل اللاعبين وكل البعثة اللي متواجدة، الأستاذ جمال جبر، الأستاذ حنان الزيني، الكابتن أيمن أشرف، كابتن سعد سمير، كابتن النادي الأهلي، كابتن محمد هاني واحد من مكاسب هذه البطولة، كابتن حسين الشحات، كل اللاعبين، كابتن مروان محسن برضو عندنا كلام كتير النهاردة على مروان، وبقية كابتن عمرو السلية، وكل اللاعبين متواجدين زي ما حضراتكم شايفين. وقد إيه الفرحة وقد إيه كانت الأمور جميلة جدا جدا جدا، والحمد لله هذا هو الأهلي، هذا هو بطل أو ثالث أبطال بطولة دوري، أو بطولة احنا هنرجع أصلا للدوري تاني والبطولة الأفريقية. ولكن يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين قد إيه احنا مبسوطين، قد إيه احنا فخورين بهذا الجيل من اللاعبين. كلمت مع عدد كبير من اللاعبين قد إيه كان نفسهم، يعني هو بيقولك الحمد لله طبعا على البرونزية، ولكن في نفس الوقت هو احنا كنا نفسنا نوصل للمباراة النهائية، ولكن هذا هو الحال. موت نفسك اليومين اللي جايين دول، اتعب أكتر اليومين اللي جايين دول علشان تروح مرة تانية السنة الجاية وتعد جمهورك بميدالية أفضل من هذه الميدالية. في 2006 أو في 2005 كان طلعنا السادس، في 2006 ابتدى الوعد وابتدى نطلع أو نذهب إلى منصات التتويج،
وتبقى حاجه رائعه زي ما حضراتكم شايفين. اجيال بتسلم اجيال، اجيال بتسلم اجيال، هذا هو المنطق. لما بقول لحضراتكم الجمله دي كتير، يمكن في البعض طبعا بعض من لا يشجع الاهلي النادي الاهلي بيبقوا متضايقين قوي من الجمله دي. اهو الجمله قدام حضراتكم سبحان الله بصوره زي ما حضراتكم شايفين. الفرق 15 سنه، مجموعه رائعه من اللاعبين، ومجموعه اجمل واجمل الحقيقه في 2021، وان شاء الله يعملوا تاريخ اكبر من اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. بعد 15 سنه بيتم تحقيق الانجاز مره اخرى، لان اجيال النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي الاجيال دي يا جماعه بتسلم بعض، هي رايه بنسلمها لبعض. اتفضل كمل المشوار، بياخد الرايه وبيكمل المشوار على قد ما بيقدر. عشان كده الكابتن خطيب امبارح عمل ايه؟ الحمد لله الماتش خلص. انا على فكره متوقع الحقيقه كلام كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بصفته رئيس مجلس الاداره وبصفته واحد من اساطير كره القدم في افريقيا وفي العالم العربي، الكلام اللي بيتقال ده لازم يتقال، لان هي دي مبادئ النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي لما يطلع كابتن خطيب الف مبروك يا رجاله ومبسوطين بيكم جدا وحققتوا انجاز تاريخي بعد 15 سنه، طلعتوا المنصه مره اخرى وخدتوا المركز الثالث، ولكن خلص الموضوع، انتهى خلاص، بقى اصبح من الماضي. امبارح بعد المباراه الموضوع اصبح من الماضي خلاص، فكر في اللي جاي. لكن لما نسمع كلام الكابتن خطيب بقول لكم يا جماعه حاولوا تزعوا لي الموضوع ده تاني، لانه دروس. الدروس دي يا جماعه بناخدها من سنه، انا بتكلم على حاجه انا شفتها بعناية، من سنه 2005 2006 الدروس اللي احنا بناخدها دي. فخلينا نروح ناخد حاجه كده بسيطه من كلمه الكابتن خطيب، او خلينا انا اقول لحضراتكم كابتن خطيب بيقول ايه. الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه زي ما قلت لحضراتكم. هو الكابتن بيقول ايه؟ ايه الدرس اللي الكابتن بيعلمه للجيل ده والاجيال القادمه؟ لان هذا الفيديو سيظل محفورا في كل قلوب الاهلاويه، لانه رئيس النادي الاهلي اسطوره كره القدم محمود الخطيب قاعد وبيتكلم مع اللاعبين وبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا شباب مبروك، عملتوا حاجه حلوه جدا، الف الف مبروك، مبسوطين بيكم جدا وفرحانين بيكم جدا، ولكن الصفحه اتقفلت. تخيل حضرتك في ظل هذه الفرحة وفي ظل اعتلاء النادي الأهلي لمنصات التتويج لتاني مرة في التاريخ، لتاني مرة في التاريخ، وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيقعد مع اللاعبين وبيقول لهم شكرا يا شباب، عندنا ماتش مهم يوم الثلاث اللي جاي، عندنا بطولة أخرى يوم الثلاث اللي جاي، عندنا تفكير آخر يوم الثلاث اللي جاي، اعمل السويتش وغير دماغك وكاس العالم انتهى والتفكير في العشرة يبتدي. هو ده النادي الأهلي، هو ده مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بحسه الإداري والفني. وهو ده الفرق على فكرة، لما تلاقي رئيس نادي أسطورة من أساطير كرة القدم وفي نفس الوقت هو عنده معرفة في كرة القدم، معرفة كبيرة في كرة القدم، حاجة تخليك تبقى مبسوط وحاجة تخليك تبقى فرحان. أنا سعيد جدا النهاردة زي أي أهلاوي بالمناسبة. أنا بس اللي بطلع وبتكلم مع حضراتكم زي ما حضراتكم عارفين، أنا لما باجي أطلع أتكلم مع حضراتكم بتكلم من قلبي، ما بكونش محضر حاجة ولا عامل، لا بطلع أتكلم من قلبي، اللي جوايا بطلعه، اللي جوايا بخلي حضراتكم تسمعوه. منتهى السعادة ومنتهى الفخر بنادي وبمنظومة داخل هذا البلد الكبير، بلدنا مصر. والنادي الاهلي في بعد تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه شكر الرئيس وقال له يا رئيس احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه هنبذل قصارى جهدنا عشان مره ثانيه نعود الى كاس العالم. ليه لا؟ هنعمل كده وهنفكر في العشره الاول، الاول هي خطوات. الخطوات دي ابتدت بدور ال 32 وتبتدي الخطوه الاولى بعد كده ان شاء الله يوم الثلاث القادم في مباراه المريخ. يا عم اسلام بقى سيبنا نفرح شويه. لا احنا كجمهور واحنا مع حضراتكم نفرح ونتبسط، ولكن اللاعبين يفرحوا ويتبسطوا. ممكن النهارده كمان نفرح ونتبسط مع اللاعبين، ممكن بكره بالكتير قوي، ولكن بعد كده لا نقفل واللعيبه تقعد وتشوف
اللي بيحصل بقى يوم الثلاث او اللي هيحصل يوم الثلاث، تخيلوا، تخيل حضرتك لما كنت قاعد بتفرج على الفيديوهات اللي الجمهور بيبعتها لنا، كل الجمهور اللي قاعد في ارض المونديال هناك بيبعت لنا، تخيل حضرتك ان الناس قاعده بتتفرج على جمهور النادي الاهلي وهو قاعد بيتفرج على مباراه البايرن وتجريس اونال المكسيكي. وبالمناسبه طبعا البايرن فاز بهذه البطوله ليحقق السادسه في تاريخه او سادس بطوله في هذا الموسم. الناس سابت الماتش وسابت النهائي وسابوا نجوم البايرن وعمالقه اللي موجودين في الملعب وسابوا كل ده وبيقولوا للاهلي ايه؟ او بيقولوا لعيبه الاهلي ايه؟ طبعا لعيبه الاهلي كانوا متواجدين في الملعب. تخيل حضرتك بيقولوا لهم ايه؟ بيقولوا لهم العشره يا اهلي، العشره يا اهلي، خلاص نسيوا الموضوع انتهى. هو ده جمهور النادي الاهلي، هذه هي كره القدم وحلاوه كره القدم. افتخروا بناديكوا، اتبسطوا بناديكوا، اعرفوا ان كل الناس اللي بتطلع تتكلم دي بتطلع تتكلم لانها متضايقه، متضايقه. ملايين الاهلاويه، على قد ما ملايين الاهلاويه بيحبوا النادي الاهلي، في برضو بعض كده يعني نفسهم النادي، نفسهم النادي الاهلي يقع، يقع. لكن ده مش هيحصل، مش هيحصل، لانه 70 80 مليون اهلاوي في ظهر هذا النادي، مجلس اداره محترم، لاعبين محترمين، جهاز فني محترم. لو تفتكروا حلقه اول امبارح لما كنت بتكلم مع حضراتكم قلت لكم ايه؟ قلت لكم موسيماني عليه حمله كبيره جدا، والحمد لله بعد ما اتكلمنا هذا الكلام المسانده وحمله المسانده بقى اللي طلعت من جمهور النادي الاهلي للمدير الفني بيتسو موسيماني اتت بثمارها. زي ما حضراتكم شفتوا الفريق امبارح، الفريق امبارح تقريبا مستحوذ على نسب كبيره جدا من نسب الاستحواذ جوه الملعب من الناحيه الفنيه يعني بتكلم. فالحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه محترمه، خلينا فخورين، خلينا مبسوطين، وخلينا دايما سعداء. الاهلي سفير القاره الافريقيه في كل المحافل الدوليه زي ما حضراتكم شايفين. بس هو سؤال لحضراتكم، هل في حد هو قاعد بيسمع هذا التقرير ما كانش فخور باسم نادي؟ هل في حد في حضراتكم جسمه ما اشعرش وهو بيسمع هذا التقرير؟ حاجه انا بصراحه وانا واقف انا قاعد بغني مع اللعيبه، يعني لو كانوا جابوني انا قاعد بغني مع الاغاني ومع الكلام الجميل اللي مكتوب. الحقيقه حاجه جميله جدا، دايما الاهلي فخر لينا، ودايما الاهلي او النادي الاهلي سيظل فخر لكل الاهلاويه ولكل المصريين. الحمد لله. احلم 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 يا جماعه، خلينا نحلم. انت بتشجع النادي الاهلي، احلم عشان الحلم ممكن يتحقق. احنا بنحلم دايما علشان نفكر هنعمل ايه بكره وهنعمل ايه بعده، ولو الفرقه فيها نواقص نعملها، لان في النهايه مجلس الاداره غرضه ايه؟ غرضه ان يمثل النادي الاهلي اسم مصر خير تمثيل، وان النادي الاهلي يرضي جمهوره الملايين ال 70 80 مليون اللي موجودين، 70 80 مليون اهلاوي موجودين في مصر بس، انا هتكلم على مصر بس مش هتكلم على بره. فعشان كده افخر وخليك سعيد وخليك مبسوط، خلي اللي يقول يقول، خلي اللي يقول يقول. انا ما كنتش هتكلم في اي حاجه النهارده ومش هتكلم في اي حاجه النهارده، لان انا النهارده عندي حلقه مهمه جدا، عندنا حاجات كتيره جدا ومفاجآت كتيره جدا، لان الاهلاوي فعلا انا متاكد ان الاهلاوي مش هيسيبنا النهارده كالعاده، يعني زي ما كنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا دايما الحقيقه كنا بنشرف بمتابعه حضراتكم قد ايه السعاده اللي كانت على الواحد لما بنبقى ماشيين في الشارع ويقول لك النهارده لما عرضتوا كذا عملتوا كذا، النهارده كريم واحمد قالوا كذا، النهارده كابتن عادل عبد الرحمن قال كذا، كابتن فلان الفلاني قال كذا، كابتن كذا قال كذا، عصام الشوالي لما دخل معانا قال كذا، علي محمد علي لما دخل معانا قال كذا، مشجعنا اكرامي امبارح ولا اول امبارح لما كان معانا على الهوا. ببقى سعيد، ببقى فخور، ببقى عايز اجري عشان بكره يجي واقدر اقول لحضراتكم حاجه تانية ونعمل مع حضراتكم حاجه تانية. مجهود كبير جدا جدا بيبذل، مش انا خالص، كل الناس اللي موجوده، كل الناس اللي الحقيقه مجهود خلال اسبوعين كبير جدا. هتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده بكره ان شاء الله، نتكلم في الحاجات دي اكتر. لكن في النهايه قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيبقى واقف امام حضراتكم، ولما بنبقى مبسوطين، ولما بنبقى سعداء. طب ايه هي المفاجآت؟ ايه هي المفاجآت؟ اولا انا عندي دلوقتي الساعه اللي جايه دي فيها مفاجآت كتيره قوي 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 قوي، واخر ساعتين يعني تقريبا من الساعه 10 10 وربع كده لغايه نهايه الحلقه، معرفش بقى هتنتهي الساعه كام،
هتسهروا معانا سهره حلوه، سهره ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تبقوا مبسوطين بهذه الحلقه وبالفقره الاخيره اللي هتكون معانا. ان شاء الله هيكون معانا السلطان بدر بنون على الهواء مباشره. بدر بنون هيكون معانا على الهواء مباشره ان شاء الله من الساعه 10 10 وربع كده يكون بدر موجود معانا. وبالمناسبه وزي ما حضراتكم بقى الناس اللي متابعيني معايا على طول بقى السنتين ثلاثه اللي فاتوا، انا دايما لما باجي اتكلم بسال الاسئله اللي موجوده في السكريبت وكل حاجه، ولكن بالنسبه لي اسئله الجمهور هي الاهم، اسئله حضراتكم هي الاهم. في هاشتاج كده مكتوب اسال بدر بنون مع اسلام الشاطر، اسال بدر بنون مع اسلام الشاطر كالعاده. انا متاكد الهاشتاج ده هيروح فين وهيبقى ترند وهيبقى عامل ازاي، ولكن اللي يهمني اكتر ان حضراتكم تحطوا الاسئله اللي انتوا عايزينها. كل الاسئله هقراها، او على قد ما اقدر هحاول اقرا كل الاسئله اللي حضراتكم هتبعتوها لنا على هاشتاج بدر بنون، اسال بدر بنون مع اسلام الشاطر. هستناكم وهستنى كل اسئلتكم ان شاء الله في الجزء الاخير من هذه الحلقه. طيب ايه يا عم المفاجات اللي انت عمال تقول لنا عليها دي؟ هقول لحضراتكم اول مفاجاه معايا عشان نفضل قاعدين مع بعض الشويه اللي جايين. الاهلي هو سفير القاره السمراء، وبيقوده مدير فني من جنوب افريقيا، افريقي ولاول مره، ولاول مره في تاريخ النادي الاهلي. طيب ايه المفاجاه الاولانيه؟ المفاجاه الاولانيه هيكون معانا بيتسو موسيماني في حوار مطول وحوار جميل جدا امير هشام الحقيقه عامله مع بيتسو موسيماني. خلينا نطلع نشوف هذا الحوار وقد ايه فرحه هذا الرجل، وقد ايه إن النادي الأهلي ومجلس إدارته ولجنة التخطيط في النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كان ليهم رؤية في وجود هذا الرجل كمدير فني للنادي الأهلي من ساعة ما جه لغاية دلوقتي حدث ولا حرك. فخلينا نطلع نشوف بيتسو موسيماني وفرحة بيتسو موسيماني، ونرجع بقى نقول لحضراتكم بقية المفاجآت اللي موجودة معانا. مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، لقاء هام جدا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بعد هذا الانجاز الكبير والفوز بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. برحب طبعا بالدكتور عمرو محب القائم بعمل الترجمه، وبرحب بمستر بيتسو موسيماني وببارك له. شكرا شكرا. بيتكلم على انجاز كبير جدا هو حققه بعد انجاز بطوله دوري ابطال افريقيا، وهو الانجاز الاهم، لكن هو بروز بطوله دوري ابطال افريقيا ببرونزية كاس العالم للأندية، وخصوصا ان دي اول مشاركة للجيل الحالي من النادي الاهلي في كاس العالم. Well first we put ourselves in a position to play the World Cup by winning the CAF Champions League and that was important. But when you are here in the Champions League I guess everybody wants to win it. I know it's not easy to win it, and everybody will say you're crazy because you're saying you want to win it. But it is possible. Anything is possible in football. But unfortunately, you can't reach the final when you have easily reached the final, when you have teams like Bayern Munich in the semi-final. So it was difficult for us. Maybe if we went the other route, of the Central of America and Asia, maybe we could have arrived at the final, but we went the route where there's Europe, and we did not succeed because they are a good team, but we have done our best. بيقول حياتك طبعا بيشكرك، وبيقول حياتك طبعا عشان نوصل لكاس العالم للانديه كان لازم نكسب بطولة افريقيا في الاول عشان نتاهل ونوصل لكاس العالم للانديه. لما روحنا وصلنا لكاس العالم للانديه كان كل الناس بيسالونا على طموحنا، كنا بنقول طموحنا نكسب حق مشروعنا نكسب اللقب او ننافس على اللقب. طبعا الناس كانت بتقول انت مجنون، بس الجول ده حق مشروع لينا وحاولنا ندافع عنه، وكان ممكن عندنا فرصه نوصل النهائي فعلا لو كان قرعتنا ما وقعتناش في طريق اوروبا، طريق بايرن ميونخ فرقه قويه، ده كنا احنا في اللاج الثاني في الطريق الثاني اللي هو في امريكا اللاتينيه واسيا كان ممكن نوصل النهائي. بس هو بيقول يعني هو راضي عن الاداء على النتيجه، وممكن ان شاء الله البطولات الجايه يبقى فيه نتيجه افضل. عايز اتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي بالنسبه له، وبيشوف ازاي تاثير او حجم تاثير جمهور النادي الاهلي في البطوله دي تحديدا، وخصوصا ان الاستقبال كان من المطار.
والمسانده كانت على مدار المباريات كلها. انطباعه ايه عن شعبيه النادي الاهلي ودور جمهور النادي الاهلي معاه في البطوله دي ومساندته ليه كمان؟ Yeah, I always say that we are 11 players on the pitch and the fans are the 12th player. They give us the motivation, the cheering, and it lifts the spirit of the players up. And it started, of course, at the airport. When you arrived, it gave a message for us to say we have everybody behind us. We can't let them down. And we have the support of Ali and the spirit of Ali gave us a motivation. And for me personally, it was the first time as the coach of Ali, I've experienced the fans of Ali, you know? So it was beautiful. وبيقول لحياتك طبعا هو دايما بيقول ان جماهير النادي الاهلي هو اللاعب رقم 12 في الفريق. بيقول هو النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي استقبلتنا المطار من اول دقيقه، هم دايما في ظهرنا، ادونا انطباع، ادونا حفزوا اللعيبه واستثمروا قواتهم وحسوهم ان هو مش لوحدهم. كانوا دايما الرساله قالوا لنا وقت ما وصلنا المطار احنا وراكم في ظهركم، انتوا مش لوحدكم. ودي انا بالنسبه لي اول تجربه ليا مع النادي الاهلي، وحاجه زي كده بالنسبه لي يعني حاجه زي كده انا منبهر من تواجد الجماهير، واتمنى يكون موجودين معانا على طول في الفتره دي. اول ما تولى مسؤوليه قياده فريق النادي الاهلي كان ليه تصريح شهير جدا وقال ادوني الوقت والدعم وانا هوصلكم للمكان اللي انتوا عايزينه وللمستوى اللي انتوا عايزينه. بنسبه كام في الميه هو شايف ان الاهلي وصل للي هو بيطمح ليه مع الفريق كم من ناحيه المستوى تحديدا؟ Football is not an easy thing to do. If you look at the success of Jurgen Klopp, he's already 5 years at Liverpool. Pep is already 4 years at Manchester City. You need time. If big coaches like those need time, we need time also. And it's very difficult to do things. I'm only 4 months here, 4 to 5 months. So we can't talk about time because I'm only 5 months here. And hopefully with time, I can help the team to come to a different level. I have the support from the management. I have the support from the staff. I have the support from the board, and I have support from Captain Bibo. I'm not complaining. But for the team to be where it was, it takes time. You must remember, I come from a team where I was 8 years in the team and only achieved one Champions League title. So we, for the last 7 years, we did not achieve the Champions League. And we got something. So we need time. We need to bring in other players to help us to, if you look at the tournament, we didn't score enough goals. So we need to recruit more players. We need to strengthen the team so that next year when we come back here, we have a much stronger attack, to be honest. And football is about scoring goals. And if you talk about Manchester City, you're talking about Raheem Sterling, you're talking about Aguero, you're talking about all those players, De Bruyne. So they are the ones who make the decisions to win the game. So we don't have at the moment. هو اتكلم كتير بقى، هقول لك قال ايه ملخص اللي قاله. هو بيقول ان الكرة القدم مش سهل انك تحقق نتائج بسرعة. بيقول انا يعني زي مدرب ليفربول كلوب ومدرب مانشستر سيتي، كل المدربين مع ليفربول بقى له 5 سنين ومع مانشستر سيتي مدرب بقى له 4 سنوات، فتقعد تشوف الاتشيفمنت بتاعه، تقعد تشوف اللي هو وصل التارجت بتاعه، الاهداف بدا يوصل لها. هو بيقول بقى له 4 أو 5 شهور بس، فصعب جدا يكون حقق حاجه. هو جاي من فرقه سان داونز في افريقيا كان معاها 8 سنين، وفي خلال 8 سنين حقق اللقب الافريقي مره واحده. هو هنا بقى له حوالي من 4 لـ 5 شهور، مع ذلك نجح يحقق لقب افريقيا اللي هو غايب عن النادي بقى له 7 سنوات. وبيقول هو ما بينكرش ان عنده دعم الجهاز الفني ودعم الاداره ودعم اللاعبين، دعم كل الجهات في النادي، كل وخاصه الكابتن بيبو، تحديدا كابتن بيبو دعمه دائم ليه. بس هو محتاج وقت عشان يسهر، ومحتاج طبعا دعم لبعض اللاعبين الصفوف.
بيقول لك لازم يكون في لعيبه برضو تقوي الفريق او يعني بيقول زي اجويرو زي لعيبه في الانديه الكبيره بيبقى ليها الكلمه في حصد الاهداف، خاصه ان احنا ما احرزناش اهداف في كاس العالم اللي احنا شاركنا فيه برغم المركز الثالث، فاحنا ينقصنا لاعبين هدف واحد ما هدفش اهداف كتيره، فبيقول ينقصنا ان حد يقدر يخلص قدام الجون ويقدر يكون ليه فعاليه هجوميه اكتر، فمحتاجين دعم بعض اللاعبين ومحتاجين الوقت عشان يقدر يشتغل ويحقق البلان اللي هو عايزه. كلام اكيد واضح ومهم جدا مستر بيتسو موسيماني، انا مش عايز اطول عليه، لكن جمهور الاهلي كان بيهتف امبارح ان بيطلب بالعشره وبيطلب ببطولتي السوبر المصري والافريقي. هتشتغل ازاي وهتستعد ازاي على اللي جاي وبالتحديد دوري ابطال افريقيا وهو عارف ان هي البطوله الاغلى، احنا حاملين اللقب، ازاي هيتم الدفاع عن البطوله دي خصوصا ان اول مباراه خلاص كمان كام يوم 4-5 ايام مع المريخ السوداني. Yeah, we want to come back to the World Cup and the route to the World Cup is to win the Champions League. So that's our vision, that's our impression. We have won it last year. Was difficult the last match against Zamalek. Was difficult against Sundowns also. So it's life, it's our life. We will have to defend the title. We start next this week with Merrick. We don't have enough time to rest. We celebrated last night. It's finished. Today, this morning, we are back home. It's a different chapter. We forgot about it. We have to move on, but we should not also forget the good things we have done in the World Cup. So we need to take the good things that happened in the World Cup and bring them forward. بيقول لحضرتك احنا طبعا طموحنا ان نيجي كاس العالم للانديه مره ثانيه، وعشان نيجي كاس العالم للانديه مره ثانيه لازم نكسب اللقب العاشر اللي هتتكلم عنه بطوله افريقيا. بيقول احنا امبارح احتفلنا وطبعا مفيش وقت ضيق، فقلبنا صفحه البطوله من امبارح النهارده راجعين القاهره وابتدي استعداد لبطوله جديده اللي هو اول ماتش في خلال كام يوم للمريخ. وطبعا الموضوع مش هيبقى سهل، محتاج شغل، محتاج تركيز الفتره الجايه علشان نحقق اهدافنا ونرجع تاني كاس العالم، نحقق اللقب العاشر. ببارك له مره ثانيه. بس قال طبعا في الماتشات البطوله اللي فاتت كسبناها التاسعه كانتش سهله، كانت صعبه، كان في ماتش الزمالك كان صعب الفاينل وماتش سان داونز، فهو عارف ان في ماتشات صعبه بتنتظره وهو بيأهل لعيبه لده. ببارك له مره ثانيه وبتمنى له التوفيق دايما وكلنا في ظهره وبنسنده وبندعمه. Thank you very much. I've been having the support and there's no problem and I'm happy to have the support from everybody. You know, it has been good and inshallah we defend the cup and inshallah we come back to the World Cup. وبشكرك وبيقولوا عنده دعم كافي وسعيد بدعمكم وان شاء الله هنحافظ على اللقب الافريقي ونرجع تاني كاس العالم للانديه. الحقيقه اكتر حاجه لفتت نظري في ال 10 دقائق وال 11 دقيقه اللي فاتوا دول كلمتين مهمين جدا. الكلمه الاولى وهي ان طموحنا، بيتسو موسيماني بيقول ان طموحنا ان احنا كنا ناخد بطوله كاس العالم للانديه زينا زي طموحنا زي طموح جمهور النادي الاهلي، وهذه هي الحقيقه. النادي الاهلي ما كانش رايح علشان يمثل افريقيا تمثيلا مشرفا، ولكن ده دايما اللي انا كنت بقوله خلال الاسبوعين اللي فاتوا، كانت في ناس بتطلع، لكن في النهايه كان هذا هو الطموح ان يصل الى النهائي وناخد هذه البطوله. تاني حاجه بيقولها قد ايه ان جمهور النادي الاهلي ده عظيم، قد ايه ان الجمهور ده كان له تاثير او مفعول السحر الحقيقه فيما وصل اليه النادي الاهلي من التتويج او بالبرونزيه، احنا هنعتبرها الحقيقه حتى الان هي تتويج، بعد كده ان شاء الله هنقبل بالتاني ممكن وبعد كده الاول ان شاء الله في كاس العالم للانديه، ليه لا؟ خلينا نحلم وخلينا نتبسط ونعمل على كده او نشتغل على كده خلال الفتره القادمه. طيب عندنا مفاجأة تانية، عندنا لسه 3 4 5 6 مفاجآت، ولكن واحد الحقيقة اللعيبة كلهم كانوا أبطال، ولكن محمد الشناوي كان البطل الرئيسي والكبير في هذه المباريات الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم. لما ضربات الجزاء توصل ان الحارس هو اللي يطلع عشان نكسب، اعتقد ان هو يستحق كل الإشادة اللي على محمد الشناوي مش من امبارح ولكن طوال الموسمين ثلاثة اللي فاتوا. الحقيقة واحد من أفضل حراس المرمى في مصر، أفضل حارس مرمى في مصر وفي أفريقيا،
مش كلامي، كلام كل النقاد وكل الرياضيين، مش أفضل حارس في مصر بس، ولكن أفضل لاعب في مصر خلال الموسم اللي فات. دي بقى من وجهة نظر أنا، ومن وجهة نظر أيضا بعض الخبراء في عالم كرة القدم. محمد الشناوي في حديث أيضا مطول مع أمير هشام، هيقول لنا بقى إيه اللي حصل، وهيقول لنا الدنيا كانت ماشية إزاي، وهيقول لنا قد إيه النادي الأهلي ده كبير وعظيم. نسمع الأسد. أنا الأسد أهو، الأسد الشناوي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية مفاجآت حلقة الليلة. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان أثناء رحلة العودة بالبرونزية للقاهرة. معايا أحد أبطال النادي الأهلي وأفضل حارس في أفريقيا بكل تأكيد، ومش هكون ببالغ لو قلت هو أحد أفضل حراس على المستوى العالم. يا شناوي ألف مليون مبروك، نجم ما شاء الله، الله أكبر عليك، بطل، إنجاز جديد بيضاف لك مع النادي الأهلي. الحمد لله، وطبعا مبسوط لله معاك النهارده يا امير على قناه النادي الاهلي طبعا، وببارك لجمهور النادي الاهلي، وببارك للعيبه، وببارك للاداره، وببارك للجهاز الفني كله، بقول لهم الف 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 مبروك على البرونزيه، وان شاء الله نكمل على المستوى اللي احنا قدمناه في البطوله، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. عندنا ماتش جاي صعب جدا، ماتش افريقيا، وبقول للعيبه انتوا عديتوا بطوله كويسه جدا وبروح عاليه جدا، وده احنا اللي عايزينه الفتره الجايه تكون نفس الروح دي اللي بتبقى موجوده، وانتوا ابطال افريقيا، ابطال افريقيا وصلوا كاس عالم، عشان كده احنا الحمد لله اللعيبه خدت خبرات في الماتشات اللي احنا لعبناها، وان شاء الله نكمل على كده ان شاء الله الفتره الجايه. انجاز السنه دي يعتبر انجاز كبير بالنسبه للجيل الحالي، او المشاركه بالنسبه له في كاس العالم للانديه، ايه المكتسبات اللي اكتسبتوها من المشاركه دي، وهتستعدوا ازاي او هتفكروا ازاي ان انتوا تتاهلوا تاني لكاس العالم للانديه وتحققوا انجاز اكبر باذن الله؟ اكيد طبعا استفدنا كتير طبعا، اللي انت بتلعب دلوقتي عرفت اللي انت يعني انت واصل لغايه فين، الليفل اللي انت بتلعب فيه، انت لعبت بطل اوروبا بايرن ميونخ، يعني فرقه جامده جدا، انت كنت بتشوف نفس مستواك واصل لغايه فين، الحمد لله احنا كنا قريبين منهم مش بعاد خالص، وبطل امريكا الجنوبيه، ولعبنا الدحيل بطل اسيا او يعني او بطل الدوري بتاعهم المحلي، يعني لا انت لعيبه خدت خبرات وخدت ثقه زياده، خبرات في الماتشات ديت ان هم يلعبوا تحت ضغط ويلعبوا في بطوله كبيره زي كاس العالم، لا لعيبه دي مرحله مهمه ليهم كبيره جدا، ومرحله لينا كلنا ناخد الايجابيات والسلبيات كلها نشتغل عليها، وبالنسبه لنا الفتره الجايه تبقى احسن، اللعيبه ما تبقى واثقه من نفسها وتلعب في الـ في, الـ في الاجواء ديت بتاخد ثقه اكتر، وان شاء الله هنكمل على كده، وعندنا بطوله مهمه البطوله الجايه بطوله افريقيا وبطوله الدوري ان شاء الله نركز فيهم اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله. بخلاف انك حارس كبير يا شناوي طبعا ما فيش خلاف على كده ما شاء الله، لكن بالتحديد عايز اتكلم على جزئيه معينه انا بلاحظها واحنا كنا في مقر الاقامه، دايما كلامك مع اللاعبين ككابتن من فريق النادي الاهلي ومعاك زمايلك برضو كباتن الفرقه زي سعد وايمن، كلامكوا دايما مع اللاعبين حتى بعد مباراه البايرن، عايز اعرف بتقول ايه لزمايلك، ازاي بتهيئهم نفسيا كمان بخبراتك دي ان هم يقدروا يفوزوا في المباريات على طول؟ لا اكيد انا طبعا بيبقى معايا ايمن ومعايا سعد ومعايا وليد واللعيبه الكبار كلهم زي السوليه وعلي معلول، بالنسبه لي دول بيساعدوني في الفرقه وخبرات كبيره طبعا الفتره اللي فاتت، واحنا بقالنا مع بعض اكتر من بقالنا مع بعض 4 سنين، المجموعه اللي موجوده فيه ناس جديده جت علينا، بس اكتر العناصر اللي موجوده بقالنا 4 سنين موجودين مع بعض وعارفين بعض، اهم حاجه في احترام بين الكبير والصغير، ده اهم حاجه، واحنا بنتكلم لمصلحه الفرقه ومصلحه النادي، هم عارفين الكلام ده كويس وعارفين ان اللعيبه الكبار كلها بتبقى خايفه على مصلحه الفرقه ومصلحه النادي، طبعا هم اي حاجه بيبقى محتاجينها او اي حاجه بيتكلموا فيها بيجوا يتكلموا معانا، احنا بنتكلم معاهم بكل صدق، اي حاجه بنكلمهم لمصلحتهم، احنا الناس الكبار دول لعبوا زي علي زي سوريا زي وليد، الناس دي كلها لعبت في منتخب مصر زي سعد زي ايمن، عندهم خبرات كتير، اي حد بيجي يتكلم بندهم خبراتنا وبندهم السيستم بتاعنا اللي زي ماشي في النادي وازاي احنا ماشيين ازاي بنفكر ازاي الكلام ده كله، الحاجات دي طبعا بتفرق اكيد طبعا، هم بيشوفوا يوم يتحطوا في مواقف وبيشوفوا الكلام بتاعنا اللي هو طلع هو كلامنا صح، بيبقوا عارفين خلاص الكلام بقى يعني بعد كده بيصدقوه.
اهم حاجه يبقى في بيننا وبين بعض احترام، واهم حاجه ان هم يبقوا مصدقيننا، ده اهم حاجه. والحمد لله انت شايف اهو الفتره اللي فاتت دي احنا ماشيين بشكل كويس، والحمد لله خدنا بطوله افريقيا، الحمد لله الدوري، والحمد لله خدنا البرونزيه اللي احنا كنا جايين عشانها. الحمد لله يعني الفتره الجايه هم اللعيبه كلها محترمه، واللعيبه كلها يعني مش عايز اقول لك لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه بيبقوا موجودين، واي حاجه اي في اي موقف بيبقوا رجاله. والحمد لله يعني الفتره الجايه تكون احسن ان شاء الله. بعد الهزيمه من البايرن، استحملني شويه في الاسئله، انا عارف انك تعبان. بعد الهزيمه من البايرن، البعض شكك في النادي الاهلي، والبعض حاول يقول ان في مشاكل في الفرقه والاهلي محتاج شغل كتير، ويعني الناس قللت شويه من الفرق. رايك ايه في الكلام ده، وهل ده كلام منطقي خصوصا ان انت خسران من افضل فريق في العالم تقريبا؟ لا خالص، الكلام ده يعني انا بحترم الكلام، النقد عامه بحترمه، واللعيبه كلها بتحترمه. النقد كده كده في نقد وفي ايجابيات. انت لما بتكسب ماتش كل الناس بتطلعك السما، لما بتخسر ماتش بتنزلك السما، حتى لو قدام باير، حتى لو اي حاجه. يعني الجمهور ليه يعني ليه حق علينا انه عايز يفرح والكلام ده كله، بس هو عامه يعني ماتش كبير زي ده، ماتش بايرن ميونخ، احنا عامه بنفكر في شغلنا بس. احنا خلصنا الماتش مباراه، خلاص بنفكر في الماتش اللي بعديه، اللي عايز يتكلم يتكلم. على يعني اللعيبه كلها بتحترم كل الناس والنقد وكل حاجه، احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. اللعيب بيفكر في الكلام ده مش هيبقى مش هيركز في شغله. احنا ركز، احنا حتى الايجابيات برضو على فكره ما يعني اللعيب ما يركزش فيها، ركز في شغله بس. كده كده ان النهارده معاك بكره مش معاك، انت تركز في شغلك بس وتعمل اللي عليك وتوفقك، وشوف الجهاز الفني بتاعك عايز ايه، النادي بتاعك وادارته، دي المنظومه بتاعتك اللي انت شغال فيها، ده اللي يهمك. جمهور يفرح احنا نفرحه، يزعل احنا بنزعل معاه، بس اهم حاجه انت بس فكر في شغلك، ما فكرش في مين بيتكلم وحش مين ما بيتكلم كويس. خد الايجابيات بالنسبه لك والسلبيات خليها ورا ظهرك، بس اهم حاجه امشي في طريقك، فركز بس في شغلك بس، مالكش دعوه باي حاجه خالص. في الاول وفي الاخر احنا بنعمل شغلنا والحمد لله. يعني اكيد ماتش كبير زي بايرن ميونخ، احنا ادينا اللي علينا واللعيبه عملت اللي عليها، وفي يا جماعه مدير فني بيقول لنا نعمل 1 2 3، احنا بنعمل 1 2 3 وبنشتغل على كده. والماتش اللي فات برضو اللعيبه ادت اللي عليها وكانوا ملتزمين بالشغل الفني. والماتش الاولاني برضو بعد البطوله كلها، النتيجه طلعنا بايه؟ الميداليه مهمه طبعا، الميداليه مهمه والحمد لله. واهم حاجه يعني خدنا ثقه، خدنا خبرات، لعيبه لعبت في اجواء كويسه جدا، في اكبر بطوله في الانديه، اكبر بطوله في كاس العالم الانديه بالنسبه لهم حاجه كبيره، وبالنسبه لنا حاجه كبيره. واهم حاجه طلعنا بايجابيات كتير الحمد لله. بمناسبه مباراه البايرن، شفنا علاقه ما بينك وما بين نوير، احد افضل الحراس في العالم، وحتى على السوشيال ميديا الستوريز بتاعت الانستجرام انتوا الاثنين. كلمني على الحديث اللي كان ما بينكم سواء في مباراه البايرن او حتى امبارح لما بارك لك بعد الفوز بالبرونزيه. لا خالص، انا بالنسبه لي ده يعني ده بالنسبه لي مثل الاعلى. يعني انا ده الوحيد اللي انا بتفرج عليه. انا طبعا بتفرج على الحراس كلهم كبار طبعا، بس ده اكتر واحد بحبه يعني بتفرج عليها دايما من وجهه نظر انا طبعا يعني، وانا بحبه جدا طبعا. انا لما شفته كان انا كنت سعيد جدا، وقلت له انا سعيد ان انا شفتك النهارده وانا اكون موجود معاك النهارده، ورد بس نفس النظام وقال لي بالتوفيق في المستقبل وكلام كده، وبارك لي امبارح قال لي مبروك وان شاء الله برضه في المستقبل. بس ده اللي حصل بينه وبينه، يعني ما فيش كلام كتير خالص. اللي احنا كان داخلين على ماتش ما فيش كلام، هو بس كلام بسيط. وبعد الماتش امبارح برضه نفس النظام، ما فيش كلام عشان كان نازل يسخن، هو بس قال لي مبروك وان شاء الله في المستقبل يبقى افضل. بس ده الكلام. انا بالنسبه لي ده حاجه تسعدني يعني، والحمد لله الواحد لما بيتمنى حاجه بتحصل يعني، ده بتوفيق من عند ربنا طبعا. والحمد لله اللي احنا طلعنا ايجابيات كتير جدا من البطوله دي. مباراه بالميراس وضربات الجزاء، ودايما العيب الاكبر بيبقى على حارس المرمى. انت ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك، ضربات الجزاء بقى لنا فتره كبيره الشناوي يعني ماشي بشكل ممتاز، ان شاء الله تستمر على كده طبعا في تصدي ضربات الجزاء، وتبقى حاجه صعبه. ازاي بتقدر تهيئ نفسك نفسيا قبل ضربات الجزاء الترجيحيه، وبيبقى فيها ضغوط كبيره جدا بالتحديد على حراسه المرمى؟ مفيش طبعا، من كتر الواحد يعني احنا اتفرجنا على الفرقه دي كويس جدا، واحنا عارفين ان بعد المباراه على طول ضربات جزاء. يعني بيبقى معايا ميشيل ومعايا
طبعا الاثنين بيش وموسي طبعا بيحللوا المباراه وبيجيبوا لنا كل حاجه بضربات الجزاء بكل حاجه. في بيبقى لعيبه موجوده احنا عارفين بيشوطوا فين وفي ناس مش عارفين بيشوطوا فين، بس احنا بنكون دارسين كويس. هو مفيش اي حاجه بتيجي الا انت لازم تكون بتتعب وبتجتهد وبتذاكر، ده شغل في الاول وفي الاخر. طبعا احنا كده كلنا بنشتغل وكلنا بنجتهد وكلنا كل اللي موجود هنا بيشتغل، عشان كده بيبقى في الاخر بيبقى في حاجه انت عملتها تمام. الحاجه اللي احنا عملناها اللي احنا خدنا الحمد لله برونزيه، انت ما تشتغل وتجتهد كل المذنوبه كلها تشتغل وتجتهد هيبقى في حاجه كويسه في الاخر يعني. الحمد لله طبعا بيبقى في ضغط نفسي والكلام ده كله وفي عيب كبير، بس في الاول وفي الاخر توفيق ربنا يعني. الحمد لله كان معايا، واهم حاجه كان معايا في المباراه ديت اللي احنا ناخد ميداليه ونفرح الشعب المصري كله وجمهور الاهلي وكل الناس يعني. البعض دايما بيتكلم على ان ضربات الجزاء بتبقى توقع، والبعض يقول لا بتبقى قرايه من حراسه المرمى، الشناوي بيتعامل معاها ازاي بالظبط؟ كده ولا كده؟ لا تمام يعني اكيد ضربات الجزاء بالذات مش انا مش من مش مدرسه التوقع خالص. انا بتفرج على اللعيبه. على فكره ممكن اللعيبه كمان اللي انا بلعبها بتبقى عارفه اللي احنا بنفرجين عليهم يعني. على فكره بتبقى صعبه عليا انا كمان ان هو ممكن يغير، بس احنا بنحط النسبه الاكبر ان هو يحط في نفس الزاويه دي يعني. بس احنا بنتكلم ان في برضه في لعيبه ما اتفرجتش عليها خالص، ده في الوقت ده بلعب على الكوره يعني، بشوف يعني. حتى كمان القانون الجديد بيحكمنا ان احنا ما نتحركش، لازم رجلنا على الخط والكلام ده كله. لا انا من مدرستي انا بلعب على الكوره، وطبعا الحمد لله يعني ربنا بيوفقني فيها والحمد لله يعني الفتره الجايه ان شاء الله. خلينا طب نتكلم على زمايلك في حراسه مرمى النادي الاهلي. اخيرا معاك علي لطفي، في مصطفى شوبير، في حمزه علاء. بخبراتك وقدراتك ما شاء الله بتتعامل معهم ازاي وبتنصحهم بايه دايما؟ لا طبعا انا معايا علي لطفي يعني. انا اعرف علي لطفي من فوق العشر سنين لما كان بيلعب في انبي، هو من الاجوان المتميزه جدا ومن الاجوان الكبيره في الدوري المصري، ولعب منتخب مصر طبعا لعيب دولي. طبعا انا بالنسبه لي علي بيبقى موجود معايا بيديني قوه جامده جدا، واحنا اخوات في الاول وفي الاخر. معايا مصطفى شوبير ومعايا حمزه، الاثنين يعني بيتطوروا بشكل كبير جدا والاثنين كويسين جدا. واي حد يكون موجود علي مصطفى حمزه احنا على طول مستاندينه، انا وعلى على طول بنتكلم معاهم، مش انا لوحدي، على طول معايا في ظهري على طول. واي حد يكون موجود في الفرقه بالنسبه لي علي يلعب انا بسنده، انا بلعب علي بيساندني، واحنا على طول في ظهر بعض. احنا في الاول وفي الاخر بندور على مصلحه واحده، مصلحه النادي ان النادي الاهلي يفوز، ده اهم شيء يعني. وانا بشكرهم الفتره اللي فاتت دول كلهم ان هم مساندني، وانا عارف ان هم على طول في ظهري وهم اخواتي، وانا نفس النظام نفس الشعور ان هم في الاول وفي الاخر اخواتي، هم بيلعبوا برضو انا بساندهم وانا في ظهرهم. معانا مدرب طبعا ميشيل طبعا عامل معانا شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت دي كلها، ومتعامل معانا اللي احنا زي اخواته، وراجل بصراحه مش مؤثر معانا خالص، وان شاء الله يعني اللي جاي افضل ان شاء الله. اخيرا بقى عشان جمهور النادي الاهلي، ويعني المسانده الكبيره للشناوي تحديدا والمسانده الكبيره للفريق على مدار بطوله كاس العالم تحديدا، حتى في المباراه النهائيه كانوا بيشجعوا اللعيبه، المباراه بتاعت بايرن وتيجرس، وبيطلبوا العشره يا اهلي، وبيطلبوا السوبر يا اهلي، وكلام كتير جدا. حابب تقول لجمهور النادي الاهلي؟ بقول للجمهور طبعا انتوا بالنسبه لنا رقم واحد، زي على طول احنا بنقول كده على طول، وانا اللي بقول كده على طول، انتوا بالنسبه لنا جمهور رقم واحد. وبشكر الجمهور اللي كان جه ورانا في الدوحه يعني، بصراحه من اول يوم وصلنا يعني ادى شعور للعيبه وحماس للعيبه ان احنا ما نرجعش الا بالبرونزيه اللي احنا متوعدين عليها اللي احنا قبل ما نروح. بشكر الجمهور، انتوا على طول مساندينا في الـ في الـ في الحلوه قبل المره، على طول بتشجعونا، ده دايما على طول لازم تشجعونا ولازم تشجعوا اللعيبه في الفرحه معانا وفي الخساره معانا. طبعا يا رب نفرحكم على طول، ويا رب دايما نجيب لكم بطولات عشان تكونوا فرحانين. طول ما انتم فرحانين احنا بنفرح، انتم ما بتزعلوا احنا برده بنبقى زعلانين، مفيش حد يفتكر ان احنا بنبقى زعلانين. احنا على طول احنا اكتر ناس بنزعل معاكم، انتم بتزعلوا اكتر بس احنا برده بنزعل كمان معاكم. مفيش حد هنا في النادي او حد في اللعيبه، واحد في اللعيبه هنا اما يبقى خسران بيبقاش متضايق، بيبقى متضايق جدا ان هو ما بيبقاش يفرحكم. انتوا بالنسبه لنا رقم واحد، وانتوا على طول مساندينا. بقول لكم خليكم على طول في ظهرنا وفي ظهر اللعيبه بالذات، ودعم للعيبه، اي حد من اللعيبه لازم يبقى فيه دعم ليهم.
كبير وصغير، لازم اي حد يكون موفق لازم تكونوا معاه، مش موفق لازم انتوا تشجعوه، لازم اي حد مش موفق لازم تشجعوه، مش عايزين اي انتقادات خالص في الكلام ده خالص. الانتقادات بالنسبه للعيبه ممكن واحد يسمع 200 واحد بيتكلم عليه كويس، بس واحد بس يتكلم عليه وحش بيتضايق. دي عامه دي نوعيه البشر عامه، لما حد يتكلم واحد بس بيتكلم عليه وحش بيتضايق، حتى لو سبع من 200 واحد كويس. انتوا على طول بتدعموا الناس، لازم تدعموا اللعيبه كلها، اللعيبه دي كلها في الاول وفي الاخر بتحب ناديها، مفيش واحد هنا ما بيحبش ناديه، واحنا في الاول وفي الاخر عايزين نفرحكم، وانتوا بالنسبه لنا رقم واحد، وان شاء الله نفرحكم الفتره الجايه ان شاء الله. توفيق يا بطل، شكرا ليك. الف شكر يا امير، شكرا. كلام متزن وعاقل من كابتن النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي، حارس مرمى يستحق كل الاحترام والتقدير، وكشخص يستحق كل الاحترام وكل التقدير، وهذه المكانة الكبيرة جدا في قلوب كل الأهلوية. متزن، عارف يتكلم خارج الملعب وداخل الملعب، مثال يحتذى به محمد الشناوي. لكل الناس اللي عايزة تتفرج على أو تخلي ابنك عنده مثل، خلي محمد الشناوي، لان محمد الشناوي زي ما حضرتك شايف بيتكلم عن الفريق قبل ما بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن اللاعبين قبل ما بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن كل الفرقه بالكامل وعن منظومه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي قبل ما يتكلم على شيء اخر. اذا محمد الشناوي يستحق الدخول في كل قلوب كل الاهلاويه. طيب عندنا مفاجات تاني، لسه بدري جدا، لكن المفاجاه الثالثه هي مفاجاه كهربا، مفاجاه متكهربا. هي دايما محمود كهربا بالنسبه لنا واحد من ناشئين النادي الاهلي، ومحمود كهربا لما جه النادي الاهلي الحقيقه عمل فارق كبير جدا جدا في فتره قصيره جدا، في ظرف اقل من سنه الحقيقه، وكان عليه ضغوط كبيره جدا زي ما حضراتكم عارفين، ولكن في النهايه كهربا له دور مهم جدا زيه زي بقيه اللاعبين في التواجد في كأس العالم للأنديه والوصول الى برونزيه كأس العالم للأنديه. اللقاء اللي جاي مع كهربا، خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء، وبعد هذا اللقاء فاصل ولا بلاش فاصل؟ خلينا نطلع نشوف كهربا، وبعد كهربا نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه مفاجآت هذه الحلقه. مستمرين معاكم، ولسه طبعا معانا في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا. كهربا، ببارك لك على الميداليه البرونزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله يبارك فيك طبعا في الاول، ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم طبعا، ومبروك للاعيبه الرجاله. لا مؤاخذه، ثانيه واحده يا ابني، حق ثانيه، عايز اسجل بقى. قلب الدنيا انت يا اغاني، أربع أيام محبوس في الأوضة ما طلعتش، والله تعبت نفسيا، بس الحمد لله يعني فرحت يعني والله بالميدالية طبعا، يعني حاجة كبيرة بالنسبة لي قوي، والواحد يعني الأربع أيام استحملهم يعني بالعافية والله، والميدالية اللي فرحتنا الحمد لله، المركز الثالث يعني اللعيبة الرجالة والجهاز الفني كله والإدارة يعني الحمد لله. كهربا بيحب ياخد اللقطة؟ والله بص يا أمير، عايز أقول لك حاجة، لكن يعني يمكن واحد طلع يتكلم قال لك بحب اخد اللقطه ومش اللقطه، يعني موضوع سهل والله ومش صعب، اللقطه اللي انا اخدها اصلا انا بلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير، كل خطوه محسوبة عليك، يعني انت لو دخلت الحمام، لان مصر كلها تعرف ان دخلت الحمام، وانا يعني مش محتاج اخد لقطه ولا حاجه، يعني الحمد لله انا يمكن اسمي معروف، ويمكن الحمد لله محبوب من الناس كلها، يعني انا ما بكرهش حد، انا بحب الخير للناس كلها، بحب الناس كلها، انا ما بزعلش من حد، يعني يمكن انا بشوف اي حد في الدنيا يعني قريب مني او مش قريب مني بسلم عليه، حتى لو في بيني وبينه خصام، لان انا الحمد لله يعني والدي ووالدتي معلمين ان انا احب الناس كلها واحب الخير للناس، فبتبقى صعبه على الناس المريضه، ما هو الناس دي مريضه، فهي مريضه فهم صعب عليهم، يعني انت لما تتكلم كده انت اللي بتدور على الحاجه ديت مش انا، لان انا الحمد لله يعني انا يمكن يعني عايز اقول له مثلا يعني قول لنفسك. والله بص انا كان نفسي حاجات كتير، بس طبعا معلش والله يمكن شعار النادي ده يمنعني، يعني انا اسف والله، انا شعار النادي ده لو كنتش لابس شعار النادي دوت او بلعب في النادي الاهلي، لا انا كنت قلت حاجات كتير قوي، بس يعني هو اقل حاجه الناس بتدخل جوه النيه، وطول ما انت دخلت جوه النيه بقى انت بينك وبين ربنا، يعني حسابك مع ربنا بقى. ليه الناس بتركز مع كهربا شويه يعني؟
ليه بتركز مع كهربا من وجهة نظرك انت يعني؟ عشان بيحبوني. لا والله يمكن جمهور الاهلي بيحبك طبعا، لكن انا بتكلم على بعض الاشخاص او بعض الجماهير الاخرى اللي بتحاول تركز مع كهربا وتتصيد لكهربا الاخطاء والمشاكل. اه في بعض الامور اللي حدثت، بس اي بني ادم ممكن يغلط، اي بني ادم ممكن يرتكب اي اخطاء، لكن المهم ان انت بتكمل مسيرتك بشكل طبيعي. بص والله يمكن يعني بحمد ربنا على جمهور الاهلي العظيم طبعا، على النعمه اللي الواحد فيها من حبهم، وطبعا يعني برضو يعني الجمهور برضو بشكر جمهور نادي الزمالك برضو، يعني يمكن مش كل الناس يعني من جمهور الزمالك بيشتموني، يمكن معظم الجمهور يعني بيحبني جدا جمهور الزمالك، لان هي الناس عارفه يعني كل حاجه، بس الناس طبعا بقى هم اللي بيولعوا الدنيا، يعني في كام واحد كده بيطلع في الاعلام يولع الدنيا، هو يعني الناس دي مريضه بجد، يعني انا ما اعرفش ازاي بتسمح لنفسك أو مثلا مراتك وعيالك يشوفوك وان انت تطلع تتكلم على واحد في تخص نيته وتخص جوه حاجه انت ما تعرفهاش. انا والله العظيم انا ولا مشكله من اي حاجه حصلت لي انا سبب فيها، يعني كل حاجه يعني، بس عشان هو المشكله الناس مركزه معايا بزياده عن اللزوم، يعني في مش الناس مش الجمهور، ما فيش غسيرة عشان يعلوا البرنامج بتاعهم فكهرباء، عشان اسمه كهرباء ترند. اديك انت قلت والله، يمكن هم بيحبوا يعلوا كده، فالحاله عايزه تعلى يقول لك كهرباء، فعشان خاطر ايه يجيبوا فيوز اكتر، لكن انت اصلا يعني في ناس، يعني الناس دي نجوم، المفروض ان عيب اللي بتعملوه، يعني الناس دي اقل حاجه انتوا كنتوا نجوم كبار ولاعيبه كبيره، فلازم تكونوا يعني قبل ما تتكلموا تسالوا مره واثنين وثلاثه، ويمكن انا بطلب حاجه يعني من الناس اللي بتقعد تتكلم عليا في الوحش، انا مش عايزهم يتكلموا عليا في وحش ولا يتكلموا عليا في ولا يجيبوا في سيرتي، يعني خليكوا في البرنامج بتاعكم اتكلموا براحتكم، بس يعني طبعا انا حاجات دي يعني مش في دماغي، لان انا مركزت، انا قعدت انا طول فتره احترافي، يعني انا ما حدش استحمل اللي انا استحملته، يعني من ساعه ما جيت النادي الاهلي كل يوم شتايم كل يوم ضغوطات، بس انا عمري ما اشتكيت، لان الحمد لله انا برد في الملعب وبرد الحمد لله ببطولاتي مع زمايلي الرجاله واخواتي، ويعني ان شاء الله لسه بدري، الواحد لسه عنده 26 سنه ولسه يعني لسه ان شاء الله اكمل مسيرتي كلها مع النادي الاهلي باذن الله، واخد كل سنه 5 6 7 بطولات ان شاء الله. انت بقالك سنه مع الاهلي، يناير اللي فات انضميت للنادي الاهلي من سنه، حققت كام بطوله لحد دلوقتي ما شاء الله؟ والله يمكن يعني من كام بطوله انا ما بعدهمش، لا والله يعني عايز اقول لك على حاجه بجد، النادي الاهلي يعني حاجه تانية خالص، يعني انا عايز اقول لك الواحد ما شاركش في الماتش الاخير بسبب يعني ربنا اراد كده، والله بجد ده ربنا، يعني ربنا اراد كده، ربنا شايل لي خير، والحمد لله لعيبه زمايلي اخواتي ما قصروش، وخدنا مركز ثالث وانا قاعد على السرير، الميداليه يعني البرونزيه جات لي، ده في النادي الاهلي انت متخيل؟ والله يمكن انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن الناس بتفكر كتير قوي ان انا بقعد اكيد ناس، ان انا بقعد اداي ناس، والله انا ماليش في الجو ده خالص، انا بحب الناس جدا، انا والله يا جماعه والله العظيم انا بتعامل بطبيعتي، والله العظيم بطبيعتي وبصفه نيه خالص، ماليش دعوه بحد، انا عايش حياتي بتبسط بفرح، هي الحياه بتعاش مره واحده وبكره يعني الواحد خلاص يعني هنخلص كوره، فانا بتمتع بكل لحظه انا موجود فيها وانا بلعب كوره بس، لكن انا مش قصدي ضايق حد والله، ولا اشتم حد ولا اغلط في حد، ولا انا بحب الناس كلها، وفعلا يعني انا لو بحبك امير فعلا انا ما بعرفش اكره حد، بس انا لو في بيني وبينك حاجه وقابلتك في حته والله اسلم عليك، يعني انا بحب الخير لكل الناس، تتعامل على طبيعتك، انا واحد من منطقه شعبيه من مصر القديمه، ابويا وامي معلميني ان دايما طول ما انت مع الناس خليك طبيعتك، ودي احلى حاجه. يعني طموحك الفترة الجاية مع الأهلي إيه؟ بتفكر في إيه؟ بتفكر إزاي في مستقبلك مع الفريق؟ والله الواحد ثانية واحدة وأنا بتكلم أكرم عامل دوشة، أكرم أخويا الصغير وحبيبي، لا أكرم ما شوف ما أقدرش، أو أنا ما كنت ما قلتش اسم، ما أقدرش، أنت عارف ده قلب الأسد، ده قلب الأسد، ودلوقتي أبو توفيق يعني لسه مخلف توفيق طبعا، مبارك له عسل ربنا يحفظه، وكل شوية يقول لي يلا، وكل شوية انا هلعب مع مين تاني؟ بقول لك ايه؟ اسع هلعب حبيبي، لا الله اكبر، هلعب مع مين تاني؟ هلعب مع مين تاني في العيله عندكم؟ هلعب مع مين تاني في العيله عندكم؟ لعبت مع الثلاثه قلبي احمد، لا احمد ابو عبد العزيز،
انت قلب، انت الفكه كلها. احمد خلينا نايم شويه، وعبد العزيز خلي خلاص. لا حبيبي بهزر طبعا، اخواتي. لا احمد وعبد العزيز طبعا اخواتي عسل. كل شيء يسالني لسه مخلف توفيق، كل شيء ابارك له، كل شيء يسالني يقول لي هتتجوز امتى، اقول له لا لسه. هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك، بتفهم؟ لا انا سامع، انا سامع ان قريب في حاجه ان شاء الله. هم بيدوروا على عروسه و لا 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 بنت الحلال انا لا ولا هنلاقيها، لا لسه والله. ربنا يكرم، والله ربنا يكرم. بتفكر بقى في مستقبلك مع الاهلي ازاي؟ والله الواحد بفكر في مستقبله، يعني انا الفتره الجايه مركز جدا والله، زي اول الموسم ان شاء الله. اتمنى السنه دي ان انا اختمها ختم كويس، ناخد البطولات كلها واساعد الفرقه واعمل حاجه، لان يعني خلي بالك انا ممكن زعلان بس في نفس الوقت برضو فرحان بالبطولات، ان انا برضو يعني لسه ما ساعدتش الفرقه ولسه ما زعلان من ايه؟ حاجه معينه يعني؟ لا زعلان يعني لسه ما ساعدتش الفرقه بما فيه الكفايه يعني. بس انا يعني الماتشات كلها اللي بلعبها دايما، يعني انا يمكن لو شفت الاوقات الدقايق بتاعتي هتلاقي انا يعني دقايق قليله، بس الحمد لله عملت فيهم، جبت اجوان، عملت استاد. بس طبعا يعني انا نفسي اعمل اكتر من كده، وده اللي يعني ده كان مزعلني الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل اكتر من كده باذن الله عشان افرح كل الجمهور اللي واثق فيا. جمهور الاهلي بيحبك قوي، حابب تقول له؟ لا جمهور النادي الاهلي دايما يعني انا واحد منهم، هم عارفين حاجه زي كده، انا واحد منهم يعني انا من وسطهم، ما اقدرش اقول لهم حاجه غير ان بحبكم جدا وعمركم ما خذلتوني بجد، ودايما في ظهري، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. انا لسه 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 ان شاء الله هعمل حاجات كتير قوي ليكم باذن الله والنادي الاهلي طبعا يعني. واوعوا تزعلوا مني في اي موقف ولا اي حاجه، والله ما انا بعفويه وبطيبه، انا غصب عني لو في اي حصل لي اي مشاكل، بس انت عارفين الناس بتكبرها، وانا عارف يعني احلى حاجه ان جمهور النادي الاهلي كله عارف كل حاجه، وان شاء الله هنفرح مع بعض باذن الله السنه دي بالبطولات كلها، وهنرجع كاس العالم تاني افرحكم. بحبكم جدا، بالتوفيق يا كهربا. الف الله يبارك فيك حبيبي. كلام مهم جدا لكهربا الحقيقه، احنا اتكلمنا في هذا الموضوع خلال الايام السابقه الحقيقه، ولكن كلام بقى من كهربا نفسه على ما يحدث خلال الفتره اللي فاتت من كلام يخص كهربا او كلام اتقال على كهربا. ولكن احلى حاجه اتقالت في الكلام اللي قاله كله كهربا الحقيقه، ان شعار النادي الاهلي يمنعني من اي شيء. شعار النادي الاهلي يمنعني من اي شيء. هختصر كل العشر دقائق ولا الربع ساعه اللي اتكلم فيها كهربا دي في هذا الموضوع. تخيل حضرتك قد ايه الشعار ده بيغير، قد ايه الشعار ده بيغير. الشعار ده بيخليك تبقى ملتزم في كل حاجه في حياتك. الكلام ده انا مش بقوله عشان انا على شاشه النادي الاهلي ولا لا، قد ايه هذا الشعار بيغير الناس وبيخليهم يبقوا ملتزمين ومنضبطين، لان اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي هي دايما اللي بتنتصر في النهايه. ومحدش هيفهم الكلام اللي انا بقوله ده غير اللي كان بيلعب في حته تانية ورجع لعب في النادي الاهلي، في ناديه. هو ده اللي هيفرق، او هو ده اللي ممكن يحس بمعنى الكلام اللي انا بقوله. لكن الحقيقه كهربا قال كلام كتير جدا، مش محتاج اللقطة، وشعار النادي الأهلي بيمنعني، وبيشكر كل الجماهير، وإن الإعلام بيولع الدنيا. بعض الإعلام طبعا بيولع الدنيا، بيقول للإعلاميين اللي بيتكلموا عنه بهذا الشكل إن هو ولا تتكلموا عني بالكويس ولا بالوحش، وقال إن هو عمره ما تسبب في مشاكل، هي المشاكل اللي بتيجي عنده. وقال إن هو قاعد على السرير خد ميدالية المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وبطولات كثيرة جدا خلال سنة واحدة بس، خلال سنة واحدة، أعتقد دوري وكاس وبطولة أفريقية وبرونزية كأس العالم للأندية، والقادم أفضل بإذن الله. طيب عندنا إيه النهاردة تاني؟ عندنا لسه مفاجآت كثيرة جدا جدا جدا، ولكن خلينا نطلع فاصل نريح حضراتكم شوية، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نستقبل كريم سعيد وأحمد ثابت، الأرقام والإحصاءات الخاصة بالنادي الأهلي وبلاعيبة النادي الأهلي، ونحتفل بيهم بقى. بس إزاي؟ بالأرقام والإحصاءات. بالأرقام والإحصاءات هنعرف كل ما يخص لعيبة النادي الأهلي، وقد إيه كان اللاعبين دول متألقين وبشكل كبير جدا جدا جدا.
الإحصائيات اللي هنجيبها لحضراتكم هي إحصائيات هامة جدا وتخص كل لاعبو النادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ما تروحوش في أي حتة خالص، احنا عندنا لسه مفاجآت كثيرة جدا. وما تنسوش اسأل بدر بنون مع الشاطر، اسأل بدر بنون مع الشاطر كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها. إن شاء الله بدر هيكون معانا في الفقرة الثالثة. لسه عندي فقرة مع كريم سعيد وأحمد ثابت، وبعد كده فقرة أخرى، وبعد كده بدر بنون في الفقرة الأخيرة هيقعد معانا بقى براحتنا علشان آخد كل أسئلة حضراتكم. اسأل بدر بنون مع الشاطر. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت وأهم الإحصائيات والأرقام الخاصة بلاعبي النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفنا الكبار كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ الف مبروك الاهلي. الف مليون مبروك طبعا كابتن اسلام، الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي. طبعا انجاز تاني مره النادي الاهلي بيحققه، مش غريب طبعا النادي الاهلي، ولكن فرحتنا ان الانجاز فعلا كان مستحق بعد الجهد اللي الفريق عمله، سواء اللعيبه او الجهاز الفني او حتى الاداره. راجل جهد يا راجل، ده احنا بنلعب الدحيل فريق ضعيف، وبنلعب بالميرس فريق ضعيف، ويا راجل لا مش برازيلي يا راجل. مش برازيلي عملوه من يعني ماشي. فيعني كمل يا كريم اتفضل. نبي سيبني ساكت، عايز احتفل النهارده. لا براحتك مش مشكله. وشويه ارقام وهمشي يعني. موضوع سريع. موضوع سريع النهارده، هذا موضوع سريع، مفيش تحليل طبعا. عايزين نحتفل بالانجاز النادي الاهلي عمله، وعايزين نوثق بعض الارقام انا واحمد. طبعا ارقام مهمه، واللحظات يا جماعه اللي احنا بنعيشها دي، ده التاريخ يا كابتن اسلام، ده التاريخ. مزبوط. التاريخ اللي احنا المفروض نسطره للعيبه، واحنا مسؤوليتنا كاعلام ان احنا نسطر ونوثق الارقام اللي بتتعمل دي عشان تتساب للاجيال بعد كده ان شاء الله. اذا كان النادي الاهلي حقق المركز الثالث مرتين في المونديال ان شاء الله، باذن الله باذن الله لما يبقى بطوله المونديال 24 فريق نقدر نحقق الوصافه، ليه لا؟ وبعد كده ان شاء الله نكسب البطوله، وكلها امل. وازاي النهارده نحبب الاولاد الصغيرين في الاحداث زي دي عشان يحبوا الكوره ويحبوا الرياضه، مش نقعد بقى نقعد نقطم في بعض وانت ما تستحقش. والله بجد يعني حاجه يعني بصراحه غريبه جدا. ربنا يهدي، ربنا يهدي الجميع. طيب ارحب ايضا بيك يا احمد، ويعني النهارده احصاءات وارقام كثيره جدا. الحمد لله. في البدايه طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. الحمد لله يعني الحمد لله، يعني فعلا النادي الاهلي امبراطوريه لا تغيب عنها شمس البطولات. يعني النادي الاهلي يعتبر دلوقتي في البدايه كده هو اول فريق عربي وافريقي بيحقق البرونزيه مرتين، يعني اول فريق عربي وافريقي يوصل لمنصات التتويج مرتين. طبعا المره الاولى كانت مع حضرتك سنه 2006، والمره الثانيه العام دوت. النادي الاهلي طبعا اكتر فرق العالم ظهورا في المونديال معادلا لرقم. دلوقتي هتكلمنا على ارقام عامه. ارقام عامه طبعا، عندنا شويه كتير النهارده، ولكن يعني اهم حاجه برضو الناس تعرف الارقام، وقد ايه ان في ارقام قياسيه كبيره جدا عملها النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو اكتر فرق العالم ظهورا في المونديال معادلا رقم اوكلاند سيتي ب 15 مشاركه. الحمد لله برضو ده اكتر النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تسجيلا للاهداف في المونديال، وصل ل 12 هدف. الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تاهل لنص نهائي المونديال ثلاث مرات في نص النهائي من اصل ست مشاركات. الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تحقيقا للفوز بالمونديال، خمس انتصارات والثالث على البطوله، خمس انتصارات، الاول ريال مدريد. الفوز في المونديال. في المونديال الفوز بالمباريات في المونديال. ايوه. خمس انتصارات. كلامنا ماشي اتفضل. خمس انتصارات، ريال مدريد 10 انتصارات، وبرشلونه الثاني 7 انتصارات. الحمد لله النادي الاهلي عنده اكثر ثلاث لعيبه مشاركه في المونديال، وائل جمعه، ابو تريكه، حسام عاشور. برضو الحمد لله النادي الاهلي اكثر فريق عربي وافريقي شارك في مونديال الانديه. ست مرات 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020. الحمد لله النادي الاهلي عنده اول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفه في مباراتين خلال نسخه واحده، محمد الشناوي في النسخه دي خرج باثنين كلين شيت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. افضل تمثيل افريقي خلال اخر خمس سنين في كاس العالم. الناس اللي بتقلل من الانجاز، تعال نشوف اخر خمس سنين في كاس العالم للانديه بالنسبة لقارة أفريقيا. يعني 2016 سان داونز حقق المركز السادس، 2017 الوداد المغربي مركز سادس، 2018 الترجي مركز خامس، 2019 الترجي مركز خامس برضو، 2020 النادي الأهلي المركز الثالث.
فكلها طبعا بالتاكيد ارقام عامه قياسيه عامه وهامه جدا وقياسيه للنادي الاهلي. هي توثيق للحدث وتوثيق للمونديال وتوثيق، ويعني الحمد لله زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي هو امبراطوريه كرويه لا تغيب عنها شمس البطولات. كريم على الجانب الاخر عشان برضو ايه عشان ما نخشش في جدل بقى بعد يعني ربنا يدينا ويديك طول العمر يعني في هتبقى 2000 وكام هتبقى 3000 بقى صح بالظبط 3000 هيبقى برضو الحلقه دي موجوده بالزبط. يعني ارشيف لاحفاد بقى ولا ايه ما اعرفش لكن عشان من دلوقتي خلينا نتكلم في افضل نادي في القرن 21 بالنسبه لافريقيا. نعم قبل ما هبدا الكلام في النقطه دي بس هضيف على كلام احمد نقطه اخيره ان فوز النادي الاهلي على بالميراس البرازيلي هو اول فوز رسمي لفريق كره قدم سواء انديه او منتخبات على كافه الاعمار يحصل في التاريخ. ده اول مره في حياتنا نكسب نادي او فريق كره برازيلي. لا المنتخب الاولمبي كسب المنتخب البرازيلي بطوله وديه. هي بطوله وديه لكن ده رسمي لكن ده ماتش رسمي بطوله وديه مع كامل احتياطاتها. بطوله رسميه اعتقد. نعم كانت بطوله رسميه بطوله وديه. لا لا بطوله وديه أوكي. احنا نظمناها احنا اللي كنا منظمينها بطوله وديه لكن بس احنا اعتبرها رسميه. نعم لا النادي الاهلي هو اول واحد. طيب اللي هنقول دلوقتي يا جماعه وانا باصص للكاميرا اهو اللي هنقول دلوقتي عشان الاجيال القادمه واحفادنا ما يتخانقوش مع بعض احنا دلوقتي بنوثق ارقام نادي القرن في القرن 21 خلاص القرن العشرين احنا قفلناه سنة 2000 لما النادي الاهلي حسم هذا اللقب واتقفل بكل ارقامه بحلو ومر بكل شيء خلاص سنة 2000 قفلنا بيفترض بكل حاجة كل حاجة قفلنا. طيب بدأنا القرن 21 من سنة 2001 بإحراز النادي الاهلي كابتن اسلام بطولة المركز الثالث للمونديال هو خد 4 نقاط ولازم نوضح هنا نقطة مهمة إن تصنيف الكاف وعدد النقاط اتغير في سنة 2017 لما دور المجموعات لدور الأبطال والكونفدرالية اتقدم وبقى في دور 16 ومبقاش في دور 8 وبالتالي لو نفتكر في القرن العشرين كنا بادئين بطل دوري الأبطال كان ساعتها بياخد 4 بعد كده بدأ ياخد 5 من 2017 بطل دوري أبطال أفريقيا بياخد 6 نقاط الوصيف في البطوله بياخد 5 نقاط الفريق اللي بيوصل للسيمي فاينل بياخد 4 نقاط الفريق اللي بيوصل لدور الثمانيه بياخد 3 نقاط الفريق اللي بيفنش تالت في مجموعته بياخد 2 الفريق اللي بيحتل المركز الرابع في مجموعته في دور 16 بياخد 1 واي مباراه الفريق بيكسبها في مونديال الانديه بياخد 2 في مونديال الانديه اي ماتش تكسبه تاخد 2 الكلام ده انت اللي بتقوله يا كريم. نعم الكلام ده انت اللي بتقوله. لا تصنيف رسمي تصنيف رسمي تصنيف رسمي. ونضيف بس حاجه ده بالنسبه لكابتن اسلام ده وقت افريقيا. طيب للكونفدراليه شيل نقطه يعني في الكونفدراليه البطل ياخد ايه 5 والوصيف ياخد 4 لغايه لما توصل لغايه الفريق اللي يحتل المركز الرابع هياخد 0.5 نقطه تمام. ده دي البدايه ده الاساس اللي احنا هنمشي عليه ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه قبل بس ما تكمل كلامك يا كريم. يا جماعه دلوقتي ناخد خلينا في ناخد سكرين شوت للموضوع ده نرجع له تاني وناخد سكرين شوت كل جمهور النادي الاهلي ياخد سكرين شوت ويخليه على تليفونه. نعم عشان لما يجي حد يتكلم بعد كده الله اعلم احنا برضو مش عارفين مع ان الفرق دلوقتي هتعرفوه من كريم لكن خد سكرين شوت وخليه على تليفونك على الصور عندك في التليفون وخليه عندك لو اي حد من لا يشجع النادي الاهلي يتكلم معاك حضرتك وري له التصنيف ده بيبقى ماشي ازاي الاول. والتصنيف ده احنا برضه مش هيصدقك بس مش مهم بنحسبه على البطولات من 2017. طيب قبل 2017 دوري الابطال كان 5 نقط تشيل برضه نفس الفكره اللي قلتها لك تشيل نقطه يعني النظام ده اتحط لما الاتحاد الافريقي قرر انه يعمل دور المجموعات من دور ال 16 مش دور الثمانيه زي ما كان النظام فيما قبل 2017. طيب تمام. عشان بقى نسهل الموضوع لحضراتكم النقاط دي بتوصلنا دلوقتي التصنيف بقى شكله عامل ازاي بعد حصول النادي الاهلي على 4 نقاط في مونديال الانديه. حصل 4 نقاط ليه؟ للنادي الاهلي كسب ماتشين كسب الدحيل وكسب بالميرس. حد يقول لي طب النادي الاهلي تعادل وكسب ركله الترجيح ده يحتسب فوز؟ ايوه بيحتسب فوز وبالتالي النادي الاهلي خد 4 نقاط وبال4 نقاط دول النادي الاهلي وسع الفجوه مع المنافس المباشر وهو نادي مازيمبي. تاني اهو نادي مازيمبي ماشي نادي مازيمبي هو المنافس المباشر للنادي الاهلي في تصنيف انديه افريقيا في القرن 21. النادي الاهلي بقى 84 نقطه نادي مازيمبي في المركز الثاني ب 58 نقطه نادي الترجي التونسي في المركز الثالث ب 56 نقطه
نادي النجم الساحلي في المركز الرابع ب 55 نقطة، المركز الخامس مناصفة بين نادي الزمالك ونادي الوداد المغربي ب 34 نقطة، المركز السابع نادي الرجاء وإنيمبا النجيل 29 نقطة، والتاسع الصفاقس التونسي 28 نقطة، وأخيرا المركز العاشر الهلال السوداني 25 نقطة ونص. طيب السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، نادي مازيمبي محتاج قد إيه عشان يوصل قرن لرقم النادي الأهلي؟ نادي مازيمبي محتاج إنه يكسب أربع بطولات، فرق الوقت 26 نقطة، فمحتاج إنه يكسب أربع بطولات لدوري أبطال أفريقيا عشان ياخد أربعة في ستة بكام؟ ب24 نقطة، ويكسب مباراة في كأس العالم مونديال الأندية، فمحتاج أربع نسخ على الأقل. في حين إيه بقى إيه؟ إن هو بيعمل الكلام ده يبقى النادي الأهلي ما بياخدش حاجة خالص، أي شيء في بنادينا ويديك العمر بس كريم. الوضع بتاعنا حاجة جميلة جدا يا كريم، والله بجد توثيق رائع جدا للأرقام وأنا بشكرك الحقيقة عليه، لأنه زي ما قلت وخدوا سكرين شوت برضو يا جماعة من اللي حضراتكم شفتوه من شوية، الأرقام وعدد النقاط والكلام ده كله. سؤال برضو ليك يا كريم معلش قبل ما أروح لحد، الاتحاد الأفريقي دلوقتي في أي مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي محسوب على النادي الأهلي حاليا زي ما كان بيتقال زمان على يعني على الدكتور مصطفى مراد فهمي؟ يعني لا طبعا ما فيش، ولا وتاني باشا على الرغم ان هم يعني عشان حته بس لا عشان حته بس عشان الدكتور مصطفى مراد فهمي اذا التصنيف جداً. التصنيف بتاع نادي القرن في العشرين اتحط سنه 94 في السنه اللي الكابتن صالح سليمة رحمة الله عليه قرر ان النادي الاهلي لا يشارك في اي بطولة افريقية بعد كده بسبب الفضيحة التحكيمية اللي حصلت في ماتش السوبر الافريقي بمتابلة ماتش الاهلي والزمالك، كان ساعتها في مشاكل تحكيمية كتير، فساعتها النادي الاهلي فضل حوالي 5 سنين ما بيلعبش. رجعنا في سنة 99 لما لعبنا دور المجموعات، 5 سنين النادي الاهلي ما شاركش، وكان نادي الزمالك بيلعب في افريقيا بعد انسحابنا الاهلي، لان النادي الاهلي كان هو اللي بيكسب الدوري. يعني النادي الاهلي نادي الزمالك كان بيلعب في دوري الابطال وكان هو بس فريق واحد اللي بيشارك ساعتها، النادي الاهلي كان هو بيكسب الدوري ما كانش بيروح، وبالتالي النادي الاهلي شارك بشكل غير مباشر في حصول نادي الزمالك على عدد نقاط كتير في السنوات دي. وبالتالي تاني يا جماعه مفيش اي تدخل، مفيش اي حاجه، التصنيف اتحط من زمان محطوط والناس كلها وافقت عليه، وحتى دلوقتي نادي الزمالك ونادي الاهلي بيمشوا على الانديه الافريقيه اللي بيمشوا على نفس التصنيف ونفس الطريقه اللي اتعمل بيها التصنيف بتاع القرن سنه القرن العشرين. والنقطه المهمه جدا كابتن اسلام، فكره ان التسعه اكبر من السبعه وبالبطولات، ما هو ده امر ظالم. ليه؟ هو انت النهارده عايز تحسب البطولات اللي كسبتها بس ومش عايز تحسب البطولات اللي انت شاركت فيها؟ طب انا شاركت في 100 بطوله، انت شاركت في 10 بس، هنحسبها فين العدل هنا؟ ما ينفعش. فهنا النقطه ثانيه اهو، الفكره مش عدد فوزك ببطولات بس، لا ما ينفعش، لازم تقول لي انت شاركت قد ايه. والتصنيف حتى النهارده نادي الزمالك لما بيطلع للتصنيف الاول في دوري الابطال النادي الاهلي، طب انت بتاخد اخر 5 مشاركات انت بتكسبش، هو انت في اخر 5 سنين كسبتهم؟ ما بتكسبش، انت بتاخد النقاط على حسب الادوار اللي انت وصلت لها، وبالتالي النقط هنا بتنفعك. لو انت شلت ده وقلت طيب خد البطولات بس، مش هتبقى من اول تصنيف ولا تاني ممكن طب. طيب اذا لا يوجد حد ينتمي للنادي الاهلي زي ما كان بيتقال، طبعا هو بين قوسين يعني، لكن ده سؤال جه على دماغي دلوقتي وانا بتكلم، والله بتكلم بمنتهى ولا تريقه ولا بتاع بمنتهى الامانه يعني، بسال لانه ده الكلام اللي كان بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. اخيرا يا دكتور احمد هنتكلم عن ارقام بدر بنون النهارده بما انه هو نجم هذه الحلقه. طبعا بدر بنون هو القطعة الشرنج اللي كانت بتنقص دفاع الاهلي في الفتره الاخيره او في تحديدا في السنه الاخيره. صراحه النادي الاهلي بقى صلب دفاعيا، صلب جدا دفاعيا. الميزه اللي فعلا اضافها النادي الاهلي او مع بقياده موسيماني طبعا في الفتره الاخيره القوه الدفاعيه تحديدا، في حتى في المونديال في دوري ابطال افريقيا فعلا بقى عندنا صلابه دفاعيه، سواء بدر بنون سواء ياسر ابراهيم سواء ايمن اشرف اي حد بيلعب في المساك. لكن نيجي بقى الارقام بدر بنون تحديدا امبارح، ايه اللي اضافه بدر بنون؟ بدر بنون رغم ان فريق بالميراس البرازيلي كان بيضغط علينا ضغط عالي، الا ان هو كان قادر على الخروج بالكوره بشكل ممتاز بشكل ممتاز. أيوة. قدامنا ارقامه على الشاشه، اولا التمريرات بتاعته، هو تاني اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل تمريرات، عامل 62 تمريره منهم 56 صح. طيب احنا بنقسم التمريرات لثلاث درجات،
في تمريره قصيره اللي هي لغايه 10 متر، تمريره متوسطه من 10 ل 40 متر، وتمريره طوليه اللي هي اكتر من 40 متر. بدري بنون عامل كام؟ عامل تمريره متوسطه وطوليه 56 تمريره منهم 51 صح. ياه. وخمسه بس قصير. خمسه ده اللي هو مسافه اللي هو اللي جنبه، ال 10 متر اللي جنبه، لكن اكتر من 10 متر عامل 56 تمريره. وده رقم مميز جدا، ده بياكد ان هو عنده قدره كبيره جدا في الخروج بالكوره. قطع التمريره كم مره؟ 7 مرات. استخلص الكوره 9 مرات. نسبه الالتحامات الهوائيه 1 من 2 50%. الضغط على المنافس 2 من 2 بنسبه نجاح 100%. الالتحامات الدفاعيه قدامنا على الشاشه، الالتحامات الدفاعيه 5 من 7. بالتالي ارقام بدر بنون واحد من اهم المكاسب، وموقع سوفا سكور اختار محمد الشناوي رقم واحد في الارقام في النادي الاهلي، رقم 2 بدر بنون، فاستحق التحيه بصراحه، واضاف صلابه دفاعيه كبيره جدا لخط دفاع النادي الاهلي. الخريطه الحراريه، الخريطه التمريرات هنستعرضها، هنبص هنلاقي ان هو زي ما قلت لحضرتك هو تاني اكتر لاعب عامل تمريرات امبارح في النادي الاهلي بعد حمدي فتحي. لو بصينا على الخريطه هنلاقي ان هو كان محور بناء الهجمه. انت دايما لما بتقابل فريق بيضغط عليك ضغط عالي عندك محمد الشناوي بيضغط ضغط عالي بيلعب برجله كويس جدا، وبدري بنون اللي قدامنا على الشاشه خريطه التمريرات، وبص حضرتك هتلاقيها كلها لقدام اغلبها عامل، بص المسافه اللي هي السهم ده اللي هو اللي طالع ده التمريره المتوسطه والطوليه اللي احنا قلنا عليها من 10 ل 40 متر تمام، او اكتر من 40 متر، لكن التمريره القصيره اللي تحت ال 10 متر عامل 5 بس. فتمريرات بدري بنون كلها لقدام وكلها تمريرات طوليه، دليل ان هو عنده الرؤيه وعنده الفيجن بصوره ممتازه وجيد جدا في بناء الهجمه، وساعدنا جدا في اي فريق بيضغط عليك ضغط عالي بيعرف يستخلص، غير ان هو بيلعب بروح وحماس كبير جدا. طيب اذا دي كانت الارقام والاحصائيات الخاصه ببدر بنون. بكره ان شاء الله عندنا ايه؟ حصاد للبطوله كلها، هنقول ارقام للبطوله بشكل اجمالي. هتقول ارقام بايرن ميونخ؟ كله التشكيل المثالي بقى. وهنختار طبعا التشكيل المثالي من وجهه نظري، من وجهه نظر احمد، من وجهه نظر طبعا كابتن اسلام اكيد هيشاركنا. لا لا انا مش هشارككم. ده لا ده بكره عندنا طبعًا. بكره عندنا مفاجآت في التشكيل، كل واحد هيختار تشكيله هتعجب ناس كتير. انا سمعت المفاجاه كده فقلت لا انا ماليش دعوه يا عم، انا انت اللي لا طبعا احنا تيم واحد ودايما في ظهر بعض. ان شاء الله بكره هتبقى حلقه مميزه، وانا بشكركم الحقيقه على مجهودكم خلال الفتره اللي فاتت، وكل الناس الحقيقه اللي بتشترك في هذا العمل. ان شاء الله بكره نتكلم على كل الاسماء اللي موجوده. اشكرك يا كريم على وجودك معانا. شكرا احمد على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اثنين من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن اسامه عراب، وايضا النجم الكبير الكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم معاهم في رؤيتهم وفوز النادي الاهلي ببطوله او برونزيه بطوله كاس العالم للانديه. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجمين الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار للنادي الاهلي، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. يا كابتن اسامه مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك، والف مبروك. الله يبارك فيك يا اسلام، و يعني سعداء بالبطوله الكبيره ديت، انجاز كبير يضاف لانجازات النادي الاهلي، فشكرا لمجلس اداره النادي الاهلي، شكرا للجهاز الفني واللاعبين وكل المنظومه اللي اشتغلت في اجهزه بقى طبيه واداريه وعمال وكل الناس. أيوة. وطبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي ولجماهير مصر كمان كلها، لانه بطوله زي ديت مهمه جدا للنادي الاهلي ومهمه ايضا للكره المصريه. انت برضو بيتقال النادي الاهلي المصري، وكمان افريقيا انت ممثل القاره الافريقيه، فكونك تاخد المركز الثالث وسط الانديه ديت فانجاز كبير كمان للكره الافريقيه، فالحمد لله، وان شاء الله مزيد من الانجازات يعني ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن عمرو الحديد. يا كابتن عمرو اهلا بيك، مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا، والف مبروك ايضا لحصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه. ربنا يخليك كابتن اسلام، الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك للكره المصريه بصفه عامه وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه، والجماهير اللي كانت هناك اللي رجعت الروح تاني ان الكوره اللي عملت روح للبطوله اللي حلت البطوله كلها. والف مبروك للميداليه وللنادي الاهلي ديت اللي هو محتاجها في الفتره دي لتكميل المسيره الافريقيه والباقي من حصد البطولات باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، في نجوم كتيره جدا تالقت في النادي الاهلي، من وجهه نظرك
انا عارف ان هتقول كله ولكن لا اكيد اتفضل لا كمل انا عارف يعني انا عارف ان احنا هنقسمهم بالفعل كلهم ادوا دور مهم جدا ولكن مين اللي تحس ان هم افضل اللاعبين مثلا زي ما انت قلت لازم هقول كل الناس ادت بشكل كويس قوي وبالذات في المباراه الاخيره عدد الموجودين فيها كان اكتر من اي مباراه اخرى يعني اكتر من مباراه بايرن واكتر من مباراه الدحيل القطري كانت اللعيبه فايقه جدا ادت بشكل كويس قوي معظم اللعيبه شخصيه النادي الاهلي كمان بانت مع بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه ده فريق ضعيف يعني لا ما هو بص النغمه ديت كل ما تكسب حد احنا كده هنجيب بقى فرق من كوكب تاني هنجيب بقى من المريخ ولا من المشترى بقى ولا الحاجات دي ما هو ما فيش غير كده يعني انت بتكلم بطل امريكا الجنوبيه بطل البرازيل اولا والبرازيل حدث ولا حرج طبعا حدث ولا حرج وبعدين كمان بطل القاره كلها يعني هو كسبان صحيح سانتوس برازيلي برضو في لعبه في النهائي الليبرتادوريس انديه امريكا الجنوبيه لكن القاره كلها يعني انديه ارجنتين وفنزويلا وكولومبيا وكل الكره اللاتينيه يعني فانجاز طبعا كبير فكل اللعيبه ادت بشكل عالي جدا ولكن في زي ما انت قلت ناس كانوا يعني التميز اكتر شويه وفي ناس لعبت الثلاث ماتشات فانا بشكرهم كمان على الجهد الغير عادي اللي بذلوه من خميس لاثنين لخميس يعني 8 4 و8 و11 يعني ضغط عالي جدا في ثلاث ماتشات مستويات عاليه طبعا. انت حتى في التدريب يا اسلام بتيجي تقول في حمل متوسط وحمل عالي وحمل اقصى يعني ده احنا يعني فدي الماتشات دي تعتبر مش اقصى بقى كمان فوق الاقصى كمان انت بتلعب بايرن ميونخ بتلعب بطل البرازيل بالميراس ولاعب قبلها الدحيل القطري في وقت ضيق فكون اللعيبه لغايه اخر دقيقه في اخر ماتش بتادي بالقوه البدنيه ديت وبالتنظيم دوت فده انجاز يحسب له بالنسبه بقى للعيبه المميزه قوي طبعا اول واحد محمد الشناوي ايوه يعني ما فيش شك ان هو عامل مؤثر جدا 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 ومش في البطوله دي بس في معظم ماتشات النادي الاهلي سواء افريقيا او في الدوري العام او مع المنتخب المصري مستواه ثابت على طول وكان مؤثر جدا في البطوله تاني حاجه في ثلاثه مميزين جدا في خط الظهر يعني ادوا بشكل كويس قوي ايمن اشرف ادى مستوى هايل في البطوله دي يعني بروح قتاليه غير طبيعيه تغطيات هايله توقيتات في سواء كان بيلعب مساك او زي ما لعب في الباك ليفت في الماتش الاخير حتى كنت تشفق عليه احيانا ممكن في كور بيخش فيها تقول ده هيتصاب يعني رجله لا قدر الله يحصل حاجه بدر بنون اللي هو يعتبر اضافه قويه جدا لخط ظهر النادي الاهلي وادى ثقه غير عاديه للخط كله هدوء ثقه بناء هجمه تغطيه كويسه توقيتات ممتازه يعني في كوره امبارح عملها اللي طبعا لان دي ممكن يا اما هتعمل ضرب الجزاء او يعني هتخبط فيه او هيعديك هو علا وحط رجله غير طبعا بناء الهجمات والثقه اللي مديها للخط كله محمد هاني تفوق على نفسه جدا 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 مزبوط. محمد هاني ابتدى المباراه الاولى كان راجع من اصابه وادى بشكل كويس وبعدين ماتش بايرن ميونخ عالي جدا وماتش امبارح ممتاز فيعني طبعا امبارح برده ياسر ابراهيم قدم مباراه هايله بس انا بتكلم على اللي لعبوا الثلاث ماتشات فدولت كانوا مميزين جدا جدا كان لهم دور كبير جدا في قوي في البطوله كلها في البطوله مزبوط. كلها طبعا بعد كده في حمدي فتحي كان ممتاز كل بقى اللعيبه الباقيين ادوا والسوليه طبعا دور كبير وموالي امبارح هايل السوليه اكرم توفيق امبارح هايل حتى اللي لعب وقت قليل زي اجايب بقى له فتره نزل ادى لكن احنا لكن يعني كل الناس طاهر محمد طاهر مش عايز انساه يعني كل الناس انا مش عايز انسى حد لكن انا بتكلم على ان دول كان يعني كان علينا الضغط كبير شويه فدفاعيا كان لازم يبان والشناوي طبعا لا ما انا بقول لك كانوا مميزين جدا في ادائهم سواء الدفاعي
او حتى لما كانوا بيطلعوا لا حتى لما كانوا بيطلعوا للامام للمسانده يعني هاني كانوا كويسين طبعا فهم دول اكتر ناس من وجهه نظري مع طبعا بقيه التيم كله يعني. ايوه كابتن عمرو بالرغم من غياب ثلاثي هام جدا علي معلول حسين الشحات كهربا في مباراه امس ولكن زي ما كابتن اسامه بيقول ان احنا عملنا مباراه رائعه كيف استطاع النادي الاهلي ان هو يعمل هذه التوليفه يعني في ظل غياب ثلاث عناصر مهمه جدا مليون في المية اسلام بيبقى كل مدير فني عنده سيناريوهات بتدور في دماغه ايوه لازم بيحصل اي موقف انت امبارح وانت في المباراه والتر بوريا اتصاب 90% عندك ما هو بديل ايوه احنا اول ما اتصاب علي معلول في دقيقه 28 كل الناس توقعت ايمن ياسر وياسر عمل بالمناسبه عايز اعرف رايك في ياسر برضه هي دي بقى دي اصعب حاجه يمكن كنت بتناقش انا والكابتن اسامه السرد باك في المكان ده وبقاله فتره ما بيلعبش وبياخد وبيأدي دي صعبه قوي حاجه رائعه بصراحه صعبه وايمن انت بقالي فتره طويله بلعب سرد باك وبعدين طرفتني في مكان انت مطلوب منك ان الشغل كله بتاع النادي الاهلي كان من جهه الباك ليفت من جهه علي معلول صح الاداء بقى بالشكل ده في ناس سيناريوهات تانية قالت لك محمد هاني هيخش وهيطرف حسين الشحات قصه كده وفيلم بالظبط كده من هنا ومن لا هنا. خلاص انت طلع من عندك ثلاثة كان عنده الثلاث اماكن سد الثغرات على طول كل الناس قالت ديانج هو حط اكرم توفيق 75 دقيقه بيأدي اداء قتالي هايل بدر ثقته بتناقش مع الكابتن اسامه حته ثباته واسلوبه وتحضيره وعدم الرهبه دي بتنطبع على خط الضهر اللي بجوار يعني لما بيكون اللي جنبي وانت صدر عارفين لما بتيجي تبقى عندك الثقه انك بتنقل بتوصلها لي هنا كمان صح بدر ياسر ما بيطلعش اشرف هاني صح لدرجه ان الاخطاء لو انت شفتها البسيطه بقت للمباراه اللي بعدها شيء مكتمل غير موجوده بقى في لغه الحوار ما بينهم طول عمر الماتشات اللي زي دي والبطولات اللي زي دي بيبقى خط الظهر والحارس هم اكتر ناس والديفندرات طبعا اكتر ناس عليهم العبء الكبير خلي الشناوي في حته تانية مش هنختلف عليه كل الناس هتأيد الكلام دوت خلي الناس اللي جوه اللي هاني زي ما كابتن اسامه قال وبدر وايمن وياسر وحمدي والسوليه الموضوع صعب 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 ايوه انت محمد هاني طالع من مباراه بايرن ميونخ من باك ليفت مش طبيعي باك ليفت عصري بس ده باك ليفت وجناح وجناح اتغير تاني وبسم الله ما شاء الله قادر وكان في المباراه اللي بعدها بيزيد وبيعمل كيمياء ما بينه وما بين طاهر اعتقد ان المجموعه بتاعت خط الظهر وحارس المرمى كانوا هم اكثر تميز من الباقي مش كتقليلا من قيمتهم لا هنديها درجات طيب كابتن اسامه خليني برضو اسالك عايز اعرف تقييمك لخط الوسط الناس كلها بتتكلم على خط الدفاع تقييم حضرتك بقى الخط الوسط ايه الخط الوسط ادى بشكل كويس قوي ولكن كان في تباين في الاداء احيانا يعني مثلا المباراه الاولى الشوط الاولاني كنا بنأديه بشكل كويس وغالبا خط الوسط هو اللي بيسيطر على وسط الملعب بيسيطر على بيدي ايقاع للاداء الفرقه كله لان هو رابط بين الخط الظهر والخط الامامي فحمدي عمرو السوليه أفشة طبعا كان عطار في حسين الشحات وطاهر وكان في الامام الماتش الاولاني كان بواليا والماتش الثاني كان كهربا فخط الوسط ادى بشكل كويس يمكن الشوط الثاني في مباراه الدحيل الشوط الاولاني عملوا استحواذ هايل وتقريبا كانت الاستحواذ يعدي 70% في مباراه الدحيل الشوط الاول 70-30 وكانت السيطره كويسه قوي التمرير هايل المسانده الهجوميه هايله ولكن يمكن الشوط الثاني شويه يمكن خوف على الهدف كان في غير التراجع كان في عدم ضغط شويه على المنافسين يعني كنا بنتكتل بس كان في شويه من غير ضغط ايوه نفس الشيء ده حصل في بشكل اكبر هو طبعا في المباراه الاولى احنا نستحقها تماما رغم انه الاداء كان في تباين بين الشوط الاولاني عالي قوي الشوط الثاني اقل نسبيا لكن هنيجي في ماتش بايرن ميونخ يمكن الشكل اللي مستر موسيماني لعب بيه
كلنا قلنا انه هيلعب كده، انه هيرجع لوسط الملعب وهيقفل مساحات، لانه لعيبه عندها سرعه في الانطلاقات العاديه، كومان وجنابري ومولر وطبعا المهاجم الخطير ليفاندوفسكي، كل دولت حركه كبيره جدا وانطلاقات هائله، وبعدين عندهم كمان سرعه في الاداء، سرعه في الاداء، يعني اي مساحه تتفتح عندهم التمرير سريع جدا، حتى الفاولات والكورنرز حاجات ما بيستنوش. أيوه. يعني مواقف كتيره بيحطوا يلعب على طول، ما سرعه على طول في ادائهم. فكان هيحصل انه لازم تقفل ورا، بس هي المشكله ان احنا تراجعنا زياده شويه قوي، فنص الملعب رجع كمان على المدافعين زياده عن اللزوم، وابتدينا نخش لجوه ال 18 يعني مواقف كتيره في الشوط الاولاني. عشان كده الناس بتقول انه 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 يعني النادي الاهلي في ماتش بايرن يمكن ما ظهرش بالشكل الكبير قوي، رغم ان انا مقتنع لو النادي الاهلي كان لاعب بايرن ميونخ قبل كده او واجهه في اي ماتشات وديه مثلا كان الاداء هيختلف عن كده. انا بتكلم بس عشان حته نص الملعب انه ضم قوي على المدافعين وما كانش فيه ضغط برضه. والحاجه الثانيه القدره على الانطلاق بقى من الدفاع للهجوم كانت ضعيفه شويه، كان التمرير فيه اخطاء كتيره. فده يمكن اقل ماتش اتلعب في الثلاثه لكن نيجي بقى في ماتش الاخير، لا تفوق كبير جدا ليهم من حمدي، من أكرم، من السلية. ابتدت سيطره على وسط الملعب، ضغط شديد جدا. يمكن اكتر ماتش حصل فيه ضغط على المنافس في وسط الملعب، في وسط الملعب ده عمرو السلية كان ممكن يجي له لا قدر الله اصابه، كان بيخش في حمدي فتحي مرتين، اكرم توفيق كانوا بيلعبوا بضغط شديد قوي، ده ما كانش حاصل شويه في نص الملعب. برضه كابتن اسامه كان ليها دور مهم. طبعا. لكن امبارح حتى في المسانده للخط الامامي كانت افضل، استحواذ كان هايل. فانا شايف ان مجمل امبارح من وجهه نظري افضل ماتش اتلعب لوسط الملعب للنادي الاهلي في الثلاث ماتشات. تمام كابتن عمرو، ابرز بقى الايجابيات اللي خدها النادي الاهلي من اشتراكه في هذه البطوله الكبيره. روح النادي الاهلي اللي كانت ما شفناهاش غير في 48 دقيقه بتوع الشوط الاولاني ماتش الدحيل بس. يعني الناس كلها كانت مستغربه ان ماتش الباير كان رقم كبير ليه 42-58، مش كتير قوي. انت اتضغط عليك 17 دقيقه متواصلين عشان تفقد اللي هم الاولانيين، انت في الوقت اللي انت هيحصل مجريات للعب. شوف بدايه الشوط الثاني 32 دقيقه النادي الاهلي ماسك كوره، 55 النادي الاهلي، 45 بايرن ميونخ لغايه الدقيقه 30 اللي هو النقل زي ما كابتن اسامه قال، الحته بقى الاخيره هي دي اللي بتخلي الشكل العام ناقص. هنقول صح ان الفتره دي كان والتر بوليا لسه الكيمياء بالنسبه لي انا هدف. انت فاكر انت قعد سنة. لا انت ايوه لسه اقول اهو فلافيو قعد سنه وبعد كده ابتدى فلافيو جاب جون بظهره ماتش المحله، ماتش المحله خلاص مفيش تاني. الوقت مكاسب دخول طاهر ابتدى يكتسب خبرات حاجات كتير، هاني برضو هاني المكاسب الكبيره، محمد هاني عشان لغط الاقاويل اللي بتتقال في الشارع المصري، مجرد ان احمد مشي هنجيب، احنا كنا مرشحين كذا اسم يتواجد في النادي الاهلي. هو الراجل خلاص، الراجل عارف هو بيعمل ايه، الراجل عارف هو شغال ازاي. اشتغل على نفسه، وصل لاعلى درجه في المكان ده. مظبوط. ايمن اشرف بقى المكان بالنسبه لك ما فيهوش اي مشكله، حته الباك ليفت حته جوه عندنا. الموجود بدر، الثقه اللي خدها بدر حتى لو كانت في مصر باسلوب، بطاقه التعارف بتاعته او تقديم اوراقه كانت واضحه جدا في بطوله العالم للانديه. انا بس كان ليا وجهه نظر يا كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا. الناس كلها كانت مستغربه ان لازم الثلاثه اللي في نص الملعب يبقوا السولية وديانج وحمدي. نعم. طب ولو انت صح، كان في صح ناس كتيره بتسال، ولو انت غيرت وفقدت اتنين من دول هيبقى عندك مين الغيار بره؟ ما عندكش حد. يعني هو حتى كان مفاجاه بالنسبه لنا كلنا اكرم، وادى دوره بشكل 75 رائع. دقيقه انا كنت بتكلم كابتن اسامه، كل اللعيبه واقفه بتعمل له الاسترتش بتاع الكرامب بنفسه، صح، مش عايزينه يخرج، مش عايز يطلع، مش وهو مش عايز يخرج. واول لما خلاص مش قادر
ده رجلي الاثنين خلاص. يبقى الراجل كان عنده خطوه متاخره شويه مختلفه عن اذهان الناس، ان انا عندي بسم الله ما شاء الله دبابه بشريه تقدر تحل لي اللغز ده. الناس امبارح يا كابتن اسامه او الجمهور النادي الاهلي هو قاعد في المدرجات بيتفرج على مباراه البايرن وتجريز اونال المكسيكي، لما شافوا لعيبه الاهلي قالوا لهم مبروك وكل حاجه، وبعدين قعدوا يهتفوا العشرة يا اهلي امبارح. ما هي دي يا اسلام فلسفه او بطل. سياسه النادي الاهلي طول من ساعه ما نادي انشئ، انت بتلعب مباراه كسبتها وعديت منها او بطوله وخدتها قبل ما تخرج من الملعب الناس بتنادي بالبطوله الجديده. أيوه. ده يعني احنا في ساعات ده بس ما لحقناش يعني لما انت مش مريت بالحاجات دي وعمر مر بيها وانا مريت بيها طبعا. انت ساعات كان بتبقى مثلا واخد دوري عام مش عارف تحتفل بيه وعندك بعديها بثلاث ايام مثلا نهائي كاس لانه ساعات كان بيبقى نهائي كاس ورا نهايه الدوري. كابتن اسامه انت كنت لسه بنتكلم انا وحضرتك ما اتقسمت نصين، جزء في تونس وجزء في مصر. فرقتين بيلعبوا في وقت واحد في مره صح سنه 5 جزء في تونس بطوله عربيه وبطوله افريقيا هنا في مصر صح صح. فدي سياسه النادي الاهلي، جماهيره على طول متعطشه للي بعده للي بعده. يعني ما شاء الله الله اكبر الـ 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 الكتاب بتاع النادي الاهلي القلم ما بيخلص يعني ما شاء الله ما بيخلص على طول انجازات وبيسطر، والناس عندها شغف زياده وطموح زياده على طول للي بعده. فده قدر كل من يعمل في النادي الاهلي سواء مجلس اداره سواء جهاز فني او اداري او طبي او ايا كان اللي موجودين. طبعا اللعيبه عليهم عيب اكبر لانه ممكن احيانا ما بيلحقش يفرح وما بيلحقش يروح يسعد مثلا مع اهله، عايز يخرج يتفسح يسافر، ضغط على طول لانك انت مطالب في النادي الاهلي بتلعب ماتش ودي عايزين يكسبوه، بتلعب ماتش رسمي عايزين يكسبوه، بتخلص بطوله كسبتها بيبقوا عايزين اللي بعدها. فده اللي احنا عشناه طول عمرنا قدرك القدر. فهيبقى موجود على طول ان الناس ما بتشبعش في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا. جماهير النادي الاهلي ما بتشبعش، ولا اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي عارف كده، ما بيشبعش من انه يكسب بطوله واللي بعديها ويكسب بطوله واللي بعديها. ما بنعدش على ذكريات كتيره طبعا. يعني احنا بنقلب الصفحه واللي بعديها واللي بعديها. فده قدر، وان شاء الله يعني اللعيبه تشرفنا ان شاء الله في ماتش المريخ بعد 3 ايام رغم الضغط الكبير جدا البدني والذهني والعصبي اللي خدوه في البطوله ديت في 8 ايام لعبوا 3 ماتشات تقال جدا، وانت عندك ماتش يوم الثلاث على طول. فيعني ربنا يسهلهم بالتوفيق وده قدرهم. يعني كابتن عمرو هاخد من كلام الكابتن اسامه، الاجهاد، هل من الممكن او كيف يواجه النادي الاهلي شبح الاجهاد لمباراه يوم الثلاث القادم بعد اللي الكابتن اسامه قاله 3 مباريات مستوى عالي جدا في 8 ايام في الفتره ديت؟ اعتقد ان الجهاز اللي متواجد مع مستر موسيماني عنده درايه للحته دي كويس قوي. برضو كنت بتناقش انا وكابتن اسامه، كنا بنلعب يا كابتن اسلام كل يومين اليوم الثالث ماتش، كنا بنلعب كل يومين الثلاث ماتش بطوله عربيه. أيوه. يعني انت بتتحط في المواقف دي كتير. ايوه الطبيعي اللي احنا بنسمعه المغطس والتدليك والاستشفاء السريعه والحاجات دي. خلاص التكنولوجيا زادت بقى والتطور بقى، في حاجات كتير قوي تقدر تعوض اللعيب يقدر يرجع للاستشفاء بتاعته والعافيه اللي يقدر يؤدي بيها. ايوه اهم واحده فيها وهي النفسيه. الميداليه دي لوحدها استشفاء لوحدها طبعا، دي مجرد ما تبقى موجوده كده ظهرت للناس كلها. ظهرت للناس كلها. عارف تحقيق الهدف بيشيل كتير قوي من اعباء نفسيه موجوده جواك. ايوه انت عندك ضغوط وانت نازل من المطار كان الاستقبال شكله ازاي؟ صح. وانت موجود لو اليوم الواحد اللي فيه الراحه الاجازه اللي ده مستر موسيماني بتحتفل مع الاجواء اللي حواليك ازاي؟ ايوه كل دوت بيوصلك لراحه نفسيه ان انا حققت جزء من المطلوب. اللي انا كنت بفكر فيه. أيوه. قبل ما اسافر بطوله العالم للانديه ده بيساعد على الاستشفاء السريع اكتر. بص انت حضرت مستر مانويل وانت اكتر وكابتن اسامه، العامل النفسي بيهيئ اكتر من 70% للاعب قبل ما يقدم على بطوله. لما بيقول يخلص على حد بيخبط في 3 ايام يخلص مفيش مشكله خالص. طيب كابتن اسامه، مؤازره جمهور النادي الاهلي في ارض المونديال اعتقد لها دور بارز جدا. مفيش شك، خلي بالك جمهور النادي الاهلي مش بيعتبر رقم 12 زي ما احنا بنقول، يمكن رقم 1. ايوه
يعني طول عمرنا كنا بننزل في بطولات، يمكن الجيل الحالي بعضهم ظروف من ساعه ما شافوش الكورونا وكده ما شافوش، ومن احداث الثوره من 2011 وبعدين ثم دلوقتي السنتين الاخرين الكورونا وكده، احنا ما فيش ماتش كان للنادي الاهلي بنلعبه لغير ما تلاقي الاستاد متقفل، الاستاد القاهره او بنلعب في اي حته حتى خارج ملعبنا، لانه جمهور النادي الاهلي في كل مصر يعني الاستاد، يعني اول حاجه كنا بننزل ندور عليها واحنا رايحين نازلين ارض او غرف الملابس، بنروح جري على الملعب عشان نشوف المنظر بتاع الجماهير، سواء ماتشات في الدوري افريقيا اي بطولات كنا بنلعب فيها. فمتعه انك تلعب قدام الجماهير لانها سند ليك بكل قوه. يعني تعرف انت فاكر فيلم بتاع وائس لما الراجل اتقطع له ايده كان، وبعدين الراجل يقدم في بتاع يروح مزاحف بالعلم، الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي كده. يعني انا شايف انه الماتش الاخير ده جمهور اللي موجود في الملعب ادى دافع غير طبيعي غير طبيعي، ان اللعيب بيضغط على نفسه من جواه عشان يعني انا في كم سبرنتات اتقطعت من هاني وايمن اشرف على الاطراف وهم عاملين مثلا واجب دفاعي، انا كنت بقول ايه لا قدر ممكن يحصل شد او أي اصابه. ما دي دوافع كلها جايه من الجماهير اللي موجوده في الملعب. انت بتنظم فرقه الدحيل بتنظم البطوله على ملعبها وجماهير النادي الاهلي اكتر. ولو كان لولا ظروف كورونا وتلت المدرجات بس هي اللي مسموح بيها الناس تحضر كان الملعب كله اتقفل اهلي. دوافع غير طبيعيه لجمهور النادي الاهلي كان في اللعيبه خدتها من جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في المدرجات في قطر، والاستقبال اللي شافوه في المطار. لا بايرن ميونخ شاف كده، ولا الدحيل شاف كده، ولا فرقه المكسيك شافت كده، هو جمهور النادي الاهلي هو اللي كان الاكثر والدافع الكبير. الاتحاد قال لك جماهير انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، قال لك رئيس الاتحاد الدولي قال لك الجماهير اللي كانت موجوده ادت شكل البطوله، حلت البطوله بالشكل اللي يليق بيها. دي حقيقه. وحتى ماتش النهائي لو جمهور الاهلي ما حضرش كنت هتلاقي مثلا 10 تنفار في المدرج، لكن جمهور الاهلي كملوا في ماتش اللي هو الاخير بتاع البايرن البايرن الاخير اللي حضر ماتش النهائي، عامل مهم جدا ومحرك زي اللي بيقف على المسرح يا اسلام وحاسس انه بيلعب والدنيا فاضيه يبقى، لكن لو لقى المسرح قدامه كل ما بتلاقيه بيتقل. فالجمهور طبعا عامل مهم جدا، وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا اللي على راسهم اللي كانوا في الدوحه كانوا دافع قوي جدا للعيبه. يا كابتن اسامه الناس اللي هناك بيبقى ليهم فرحه مختلفه عن المغتربين برضو اللي قاعدين بره مصر. المغترب هناك ده حساس شويه عايز يشوف اللعيبه، بيعتبر يا كابتن اسلام لغايه اما تبدا بطوله تانية الفتره دي كلها عيد بالنسبه له. عارف اما كنا بنبقى في السعوديه ويقول لك ده مجرد انكم بتخسروا احنا بنتذل في اشغالنا في الدوام اللي احنا فيه. الدوام بالنسبه لهم هو الشغل، هم دول كانوا اكتر بيعبروا فرحتهم طبعا يعني مش مبسوطين. اعتقد الماتش الاولاني حلوها قوي، ولو كان في مراسم شكل افتتاح كان هيبقى هتلاقيهم هم المنورين اكتر من اي حد تاني. مظبوط. الشكل العام بتاع البطوله كلها عشان يبقى شكله حلو قوي كان يبقى باير الاهلي بالترتيب، ما تحطش حاجه تانية، بس هي القرعه اللي حطت الباير مع النادي الاهلي. ما كانش ينفع بقى لان الاهلي هو اللي هيلاعب بايرن يعني. ايوه خلاص، ما هو انت لو بشكل تاني جنب تاني انت عمرك ما كنت هتتخيل ان ده بطل كوريا. احنا طول عمرنا بنشوف الفرق اللي زي دي مواتير طياره شغاله بتجري، احنا شفنا فرق متواضعه في الاداء. ايوه. وفي فرق تانية كان عندها لعيبه محترفه بميزانيه دوله. ايوه. ميزانيه دوله بمعنى الكلمه. صح، تسدد ديون. تسدد ديون مصر. طيب كابتن اسامه، يعني الاهلي كل يوم بيدينا دروس، اسم النادي الاهلي وما يحدث الحقيقه ومن اللي احنا شايفينه والفرحه والكلام ده كله، اعتقد ان ده مخليك انت كاسامه عربي فخور ان انت جيت في يوم من الايام هذا النادي وعشت وتنتمي في هذا الجيان العظيم. طبعا اسلام، اي حد لعب في النادي الاهلي ان شاء الله عدى على النادي الاهلي يوم لعب مباراه في النادي الاهلي بتظل في تاريخه والناس كلها بتتذكره. فالحمد لله يعني الواحد لعب 17 موسم متتالي، فدي طبعا ذكريات كتيره. ومع ذلك احنا الحمد لله كل الاجيال اللي مرت في تاريخ النادي
في 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 قلوب وذهن جماهير النادي الاهلي. ايوه. ولما النادي الاهلي بياخد بطولات زي دي احنا نفسنا بنكبر، يعني انا يمكن بظروفي بشتغل في القناه، لكن هفترض انه في حد بعيد عن الاعلام مثلا او بعيد عن التدريب او ومنتمي للنادي الاهلي، هتلاقيه في شغله الناس بتبارك له ومبسوط. آه آه آه. هتلاقيه في مكان الناس بتتذكره يا كابتن، ده طبيعي. فمكسب النادي الاهلي بيكبر كل من ينتمي للنادي الاهلي، سواء هو موجود في المجال او هو مش موجود في المجال، او فطبعا سعداء جدا بيها واحنا بنحسها. يعني اللعيبه هي اللي لعبت وتعبت وكسبت، انت بتمشي في الشارع ناس وانت ماشي بالعربيه مبروك يا كابتن مش عارف ايه، بيقابلوك في حته ممكن في يوم تاني مش الادوار بتتغير طبعا. يعني انت كنت قبل كده انت اللي بتلعب والناس بيتقال لها مبروك، دلوقتي حضرتك ما بتلعبش اللي بيلعبوا بيتقال لهم مبروك. فاللي انا اقصده انك انت مهما حتى بعت، قلت لك كمان احنا لسه في المجال، يعني الناس لسه متذكرانا بالشكل لكن في ناس كمان بعدوا عن المجال ومع ذلك مجرد ان هو منتمي للنادي الاهلي كل الناس في كل مكان بتبقى فرحانه بيه وبتكبره. فطبعا شرف طبعا لاي حد لعب في النادي الاهلي حتى لو يوم واحد. يعني كابتن عمرو على الجانب الاخر بقى من الناحيه النفسيه، يعني مش عايزين نتكلم في فنيات كتير لانه الناس لما شفنا كابتن خطيب هناك في كرئيس للبعثه متواجد مع الفريق الناس كلها كانت مبسوطه، الناس كلها كانت فرحانه بصفته طبعا كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي وبصفته الاخرى كاسطوره من اساطير كره القدم. انت شفت الموضوع ده ازاي في ظل ان هو كل اللاعبين طالعين يقولوا هو له دور كبير في هذا الامر او في البرونزيه؟ يعني بص يا كابتن اسلام، في كده ناس بتشوفها بتديك شكل وانطباع، كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن خطيب. اللي انا حضرتهم، يعني اللي انا شفتهم كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن خطيب، في حته كده بالذات بقى ما يكون موجود قريب قوي منك، بيحضر معاك وقت في التمرين، بيتواجد معاك. انا يمكن هقول لك على موقف اسلام بره الموضوع خالص، فضل. مش هنساه ابدا في حياتي. أيوة. ماتش الاسماعيلي كابتن اسامه 4-3، كنا قبلها مسافرين بيومين، احنا كنا بنلعب في المصري في بورسعيد والاسماعيلي كسبان الاتحاد في اسكندريه 5، هو المباراه النهائيه ساعه مستر ماركوس هتبقى في اسكندريه. كابتن خطيب جه قبل الماتش بيومين، احنا ما كناش عارفين نقعد انا وجمال وابو الدهب، دخل وخبط وقعد معانا وشرح حاجة معينة تخص مفاتيح لعب الإسماعيلي ليا والمشير والجمال، كان جمال ساعتها كابتن أسامة عنده تسمم، وكان الكلام كله مع مستر هارس إن هادي اللي هيلعب. عارف يا كابتن لما يكون هو اللي بيشرح لك أنت مش بتسمع اللي بيتقال، أنت سرحان فيه، أنت سرحان في الشخص اللي بيتكلم، أنت النجم الكبير ده أنت متيم اسما وشكلا وموضوعا، وهو بقى كمان بقى قريب منك، الشيء الكيان الكبير ده اللي كان بعيد وانت بتشوفه بقى قريب معاك وبيشرح لك حاجه معينه. كابتن خطيب في ليه كاريزما مختلفه عن كل طبعا الناس. طبعا عن كل الناس، حتى كابتن صالح، كابتن حسن، طبعا اسماء كبيره جدا، كل واحد له كاريزماته طبعا. كابتن محمود ليه كاريزما، عارف انت شفته هو بيلعب وشفته هو بيدير وشفته هو بيعمل صفقات وشفته هو بيجيب مدربين وشفته هو بيتم النقد عليه وعنده ثبات انه ما يردش، الناس بترد بالنيابه عنه، ما كانش بيخلي الناس حتى ترد، هو كان منعزل تماما، فاصل نفسه عن الحياه، ما بيفكرش غير في النادي، النادي الاهلي وبس. مظبوط. طبعا قيمه كبيره زي كابتن محمود لما تبقى في بطوله زي دي تضاف رقم واحد، جماهير الاهلي رقم اثنين، الحصول للبطوله رقم ثلاثه. تمام. بس انا بقول ان جماهير الاهلي هي رقم واحد في اي حد مع اي حد. طبعا وجهه نظري، يعني انا بشوف ان دايما جماهير الاهلي دي بيبقى ليها شكل مختلف ووضع مختلف، وهي اللي بتعمل الاسماء دي كلها، اللي بتعمل طبعا اسامه عرابي وعمرو الحديدي واسلام وحتى كابتن خطيب نفسه، هو طبعاً دايما يقول لك حط الجمهور قدامك. لا طبعا اكيد، يعني
يمكن عمرو يمكن بيتكلم على الكابتن خطيب انه شافه او كده. انا برضو لعبت طبعا معاه فتره طويله وكده. كابتن اسامه بسم الله ما شاء الله. انا لعبت مع الكابتن خطيب يعني بسم الله ما شاء الله لغايه اخر واحد ماتش تقريبا ابراهيم سعيد وسال عبد الحفيظ لعبت معاه شويه. اسامه غالي هو ده. لا اسامه غالي لا اسامه غالي ما انا لعبت ضدك بس يا كابتن اسامه كان موجود معانا ساعه ما بيتمرن كان اصغر اول واحد صعد قبل ابراهيم هو وشرف. لا اسلام لعب ضدك ومرنته بعد كده. مرني طبعا ده شرف ليا. فطبعا الكابتن خطيب طبعا اكيد شرف لفرقه النادي الاهلي وواحد من اللي اثروا الكره المصريه والاداره طبعا دلوقتي اكيد له دور كبير زي كل اعضاء مجلس الاداره وكل المنظومات اللي مرت على مدار تاريخ النادي الاهلي من 1907 حتى الان. يعني كله بيسلم بعضه كله بيعمل انجازات. فالكابتن الخطيب طبعا من الاساطير في كره القدم المصريه. ايوه و يعني ربنا يوفقه دائما يعني ان شاء الله يا رب. اخيرا يا كابتن اسامه ويا كابتن عمرو الفقره اللي جايه هيكون معايا بدر بنون. لو حضرتك حابب توجه رساله لبدر بنون هتقول له ايه؟ اقول له انت اضافه قويه لفرقه النادي الاهلي. اولا مرحبا بيه في مصر. يعني هو خلاص ما بقاش يعني مصري مغربي او مغربي مصري. يعني خلاص بقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. ادى ثبات لخط ظهر النادي الاهلي وللفرقه ككل. يعني بقت في ثقه في الخط الخلفي في النادي الاهلي بهدوءه واتزانه و يعني ثبات الانفعالي الكبير اللي عنده. كل موقف حتى داخل ال 18 في مواقف بتبقى صعبه هو بيعرف يتصرف بهدوء وثقه. ده بيدي انطباع لكل اللي حواليه. لما بيجي يشوط ضربات الجزاء قبل كده في مباراه الكاس ثم امبارح في اول ضربه جزاء عنده ثقه في نفسه وتحمل مسؤوليه. فبقول له تاني مرحبا بيه في النادي الاهلي وهو اضافه قويه وان شاء الله نتمنى له الافضل وربنا يعني يوفقه دائما يعني يا رب ان شاء الله. كابتن عمرو بقى انت ده مكانك. كنا بنتكلم يعني انا وهو فوق. بص كابتن اسلام بدر عنده زي ما كابتن اسامه بيقول عنده ثبات انفعالي في التحضير وصلت للشناوي قبل ما توصل لايمن اشرف ولياسر ابراهيم. حتى لما بيجي يحصل تراجع للكره ما بينه وما بين الشناوي الشناوي بيدور عليه هو الاول. هادي ثقه. على فكره الحته دي يا اسلام مهمه جدا ما حدش اتكلم فيها كتير. دي الحته بتاعت عماد الحته بتاعت كمونه. يعني ممكن اقول ابو الدهب كانوا القوه بالظبط اقطر اما الهدوء وال عماد النحاس هو اقرب. ما انا بقول عماد الحته بتاعت اللي انا بنقل وبتحرك والتمركز بتاعه في كل كوره اذا كانت مواجهه او جانبيه فوق الهيله. واما يكون بالقيمه ديت كراجل محترف ويقول لك انا في الكوره في ماتش الهدف بتاع ماتش الباير انا اخطات ما هنساله بقى النهارده في الموضوع ده هو ليه اخطا رغم ان انا شايفها صعبه عليه بس صعب عليه حتى لو انا كنت بتكلم على اسامه فيها حاجه كابتن اسامه شرحها لي. تمام احنا في الحته دي اما بنيجي نمسك تملي اما كنا بنتمرن يقول لك خد القريبه وبتسيب البعيده للحارس. تمام التمركز في الوقت ده لعب هو منطقه ما لعبش مان. الترحيل اللي جه او اللي يجي من محمد هاني كان هو اللي يكون اقرب. وحصلت في مباراه بالمرس في الكره العرضيه اللي كابتن اسامه كان بيشتكي فيها جون جوميز دي كان خلاص طالع بيحطها فاول والمساك كلنا قلنا قلب الدفاع اللي هو 15 جوميز ده طالع انا قلت جون خلاص يا كابتن ده مواجه يا كابتن طالع مواجه مش هياخد اي حاجه ثانيه. هي دي في ماتش البايرن هاني اتاخر شويه لكن هو بدر قطع القريبه زي ما عمرو بيقول وده منطقي انه يقطع الاولانيه عشان هي ممكن تبقى سياره بس صعبه قوي تيجي كده ثانيه هو بيلعبها وهو اشول يعني ممكن تيجي على القريبه وكان المفروض تغطيه من وراه لكن هو طبعا اضافه قويه للنادي الاهلي يعني. تمام يعني انا بشكركم جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا. شكرا جزيلا على وجودك معانا والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا اسلام وان شاء الله مزيد من الانجازات. وبقول للعيبه ركزوا بقى في ماتش البري برضو. الف مبروك يا كابتن عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا
ويعني ان شاء الله نتقابل في مناسبات ودايما فرحه النادي الاهلي يعني ان شاء الله والمزيد قادم باذن الله وهنتقابل كتير عشان النادي الاهلي هو تملي مصدر فرحه المصريين وجمهور النادي الاهلي بالاخص ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته. ازيك يا بدر؟ اخبارك ايه؟ الف مبروك. ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره السلطان بدر بن محمد. ازيك يا سلطان؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه الدخله الحلوه وايه الجمال ده والميداليه الحلوه والطقم الحلو كل حاجه حلوه؟ الحمد لله. شكرا يا حبيبي. انت عيونك كده حلوه يا كابتن. ربنا يخليك. لا ده كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه الفقره وخصوصا مع بدر بنون. بدر بنون قريب جدا من قلوب كل جمهور النادي الاهلي. اسال اول سؤال وده بره كل حاجه. ازاي عملت كده؟ يعني ازاي الناس كلها دلوقتي شايفه ان بدر بنون بقاله 10 سنين في النادي الاهلي وانت ما بقالكش 3 شهور تقريبا او ايوه شهرين ونص ايوه. ازاي ده حصل يا بدر؟ هو الحمد لله ده توفيق من عند ربنا وده الشغل اللي بشتغله شغلانة جامدة الحمد لله. وكنت مركز وكنت عارف أنني أول ما أنزل على نادي الأهلي ويبقى نادي كبير لازم يتطلب مني أعمل بجدية علشان أكسب حب الجمهور. الحمد لله ربنا برضو زي ما قلت لك توفيق من ربنا وحب الناس حاجة حلوة في حياة الإنسان. طبعا هتكلم معاك كتير وفي أمور كثيرة جدا في كأس العالم وحتى في دوري أبطال أفريقيا مع أنك ملعبتش معانا بس أكيد ليك دور هنتكلم فيه ودور مهم جدا. ولكن خلينا نطلع الأول نشوف تقرير عن بدر بنون سلطان النادي الأهلي هذه الأيام ونشوف بقى نرجع بعد هذا التقرير عن بدر وبعد كده نتكلم فيه كل شيء. وما تنسوش اسأل بدر بنون مع الشاطر هاشتاج أي أسئلة حضراتكم عايزين تبعتوها لبدر وهو قال لي أنا النهاردة أي حاجة هرد عليها وأي حاجة هتكلم فيها. فخلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بدر بنون ونرجع نكمل مع حضراتكم. بدر بنون في ظهوره الأول منذ أن أصبح لاعبا في النادي الأهلي على شاشة قناة الأهلي. وزي ما أنا شايف الحقيقة يعني أسئلة كثيرة جدا حضراتكم تبعتوها. إن شاء الله أنا هاخد كل الأسئلة اللي حضراتكم بعتينها على هاشتاج اسأل بدر بنون مع الشاطر. بدر هبدأ معاك باللي أنت جاي منه النهاردة، يعني كأس العالم للأندية. أعتقد أن ده مثل او حاجه جميله جدا ان انت تلعب في كاس العالم للانديه. ايوه ده بيبقى حلم تبع اي لاعب يكون موجود في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم للانديه. الحمد لله لي الشرف انني اليوم واحد من بين لاعبي الاهلي اللي توجوا بالمرتبه الثالثه. والحمد لله ده شيء ايجابي بالنسبه لي في تاريخي ولا في سيرتي اللي راح تبقى بعد ما بطل الكوره. الحمد لله انا جد فخور بالميداليه دي وجد فخور بزملائي الكل ولا الطاقم الفني ولا كل اللي كان وراء تتويجنا بالميداليه دي. حلوه الميداليه دي، يعني طبعا حاجه جميله جدا ان انت تكون معاك ميداليه على الرغم من ان البعض بيحاول يقلل من قيمه كاس العالم للانديه. لا لا لا، هو شوف هي بطولة بتضم كل الأبطال من جميع القارات. أيوة احنا لعبنا الفايز بالدوري القطري وبعدين لعبنا الفايز بدوري الأبطال الأوروبي وبعدين لعبنا الفايز بكأس ليبرتادوريس. كل مدرسة وبتلاقيها مختلفة عن المدرسة الثانية. الحمد لله احنا أخذنا الإيجابيات من البطولة دي وأخذنا برضو السلبيات على انفسنا. وعلى مثلا في ماتش البايرن اخذنا كثير ايجابيات من فريق البايرن علشان نطبقها برضو احنا في فريقنا النادي الاهلي وراح نشتغل على ان شاء الله اللي تخلينا ان شاء الله نرفع من المستوى تاعنا ان شاء الله. المباراه الاولى بالنسبه لكم مباراه الدحيل ووجود النادي الاهلي قبلها باسبوع تقريبا، هل ده فرق معاك؟
ايوه طبعا، هي بتبين لك القيمه الكبيره تبع البطوله دي بالنسبه للمسؤولين تبع النادي الاهلي. هما انت رحت قبل كل الفرق هناك اسبوع وانت تحضر المقابله امام فريق اللي مش راح نقول غريب، بس هي فريق مش راح تواجهه الا في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه. الحمد لله درسنا كويس مع الطاقم التقني، وبرضو الحاجه الايجابيه في الماتشات الاخيره اننا اصبحنا نتفرج على الماتشات تبع الخصوم تبعنا، وكل لاعب يركز في اللاعب اللي راح يكون جنبه، والحاجات دي فرقت معنا في الماتشات الحمد لله. في مباراه الدحيل الشوط الاولاني كان مختلف خالص عن الشوط الثاني. الشوط الاولاني كنا متسيدين اللقاء ونقدر نكسب بهدف واثنين واكثر كمان. الشوط الثاني الموضوع بقى اصعب شويه علينا، ليه؟ ايوه طبعا، الشوط الاول كنا مركزين جامد صراحه. هو بتعرف انت في الشوط الثاني فريق الدحيل عمل تغييرين، عمل دخل اللاعب المعز علي، ايوه، والمونتاري ولاعب دودو خش على نص الملعب، وفضل ادميلسون ولا مش عارف ادميلسون ناحيه الشمال، ايوه، وغيروا المهاجم برضه. طبعا هم عاوزين يجيبوا جول علشان يتعادلوا، فاهم؟ احنا الحاجه اللي اظن انها ما كانتش ايجابيه بالنسبه للفريق تبعنا اننا احترمناهم في الشوط الثاني او رجعنا للخلف شويه، وما كان في اوقات لازم اننا نحافظ على الكوره وناخذ برضو ثقه في بدايه الشوط الثاني، ولكن اهم حاجه اننا استطعنا اننا نبقى محافظين على الهدف والتأهل الحمد لله. تأهلنا، كسبنا الدحيل وتأهلنا الى بايرن ميونخ. هذه المباراه الصعبه، يعني بايرن ميونخ احنا ما بنشوفهمش، اللعيبه دي ما بتشوفهاش غير على البلاي ستيشن. وانت بتلعب تعرف تلعب بلاي ستيشن؟ ايوه شويه. لعبت طاهر ولا ما لعبتش؟ لا طاهر جامد. طاهر وحمدي. طاهر محمد، طاهر وحمدي فتحي الاثنين بيلعبوا. أيوه. بيلعبوا بمين تعرف؟ طاهر بيلعب بالبايرن على ما يا راجل. بالبايرن؟ طاهر ممكن بالبايرن، طاهر بيلعب بكل حاجه، هو برضه هو فشل وبيكسب. بيكسب الكل طبعا. ما حاولتش تروح تلعبهم ولا هو حمدي؟ انا النيفو تاعي بلعب انا وياسر ابراهيم على قدك كده. ولا والتر بواليا ولا كده، ولا علي معلول كده. بنلعب مستوانا كده. بس طاهر وبرده صلاح محسن برده كويس في البلاي ستيشن، كويسين في البلاي ستيشن. فاحنا الفرقه دي بايرن ميونخ ما كناش بنشوفها غير على البلاي ستيشن، حافظين ارقام اللاعبين اللي فيها من البلاي ستيشن. ففجاه تلاقي نفسك بتلعب قدام هذا العملاق الكبير البافاري الكبير اللي واخد 5 بطولات من 6 بطولات وخد الستة امبارح. فكرت في الماتش ازاي؟ هو الحمد لله احنا اول ما تأهلنا على فريق الدحيل الحمد لله الضغط الكبير اللي كان علينا ممكن نقدر نقول انه قل ولا زاد، لاننا كنا عارفين اننا راح نواجه البايرن. كانت عندنا رغبه اننا نفوز في ماتش الدحيل علشان نواجه البايرن نشوف المستوى العالي احنا واصلين فيه فين فيه. الحمد لله خسينا مركزين، قلنا احنا راح نموت نفسينا في الماتش ده والنتيجه بتبقى بتبع ربنا. ممكن هما حاجات صغيره فرقت معنا في الماتش، انت شفت الجولين حاجات صغيره، لحظه فقدان تركيز جابوا منه مجوان. على ما اظن اننا كنا مأدين دفاعيا في ماتش البايرن، كنا دفاعيا كويسين، بس زي ما قلت لك اخذنا منهم حاجات ايجابيه كبيره. هما الطريقه اللي بيلعبوا بها دائما بتصير الان بيتحركوا، دائما بيخلق مساحه لصديقه لزميله كده. انت لو شفت ليفاندوفسكي كان يحاول ياخذني على نص الملعب علشان يفتح المولر عشان يفتح المولر ولا جنابري ولا لاعب ثاني. الحاجات دي اللي ممكن ندخلها في لاعبنا، في طريقه لاعبنا في نادي الاهلي، وان شاء الله راح تفرق معنا. احنا مستعدين اننا ناخذ الايجابيات زي ما قلت لك من البطوله دي علشان نضيفها على المستوى اللي احنا الحمد لله ماشيين في تحسن فيه، وان شاء الله راح نشوفوا اهلي مغاير بعد كاس العالم ان شاء الله. ليفاندوفسكي ده واحد من او افضل لاعب في العالم، افضل مهاجم في العالم. طبعا انت قبل الماتش نمت كويس الاول قبل الماتش؟ لا الحمد لله، والله انا ما بخاف من ولا كويس لاعب جدا. لا الحمد لله عادي، تفرقش معاك افضل لاعب اقل لاعب ما فيش ولا لاعب. انا اركز على شغلي، اعمل ايه الكره لو طلعت هنا اركز على شغلانتي انا، لو كنت انا كويس الحمد لله. ده الشيء اللي ثقة كبيرة جدا. لا مش ثقة، بس أنا عامل زي كده والله من صغري، أنا عامل زي كده ما خافش ولا من ماتش ولا من لاعب
اخاف بس من لعيبه زمايلي، لو الفريق كله ما كناش بنأدي كويس دي الحاجه اللي بتخوفني، اما خصم ولا فريق ثاني ما بخافش منه الحمد لله. يبقى انت دخلت المباراه دي وانت كلك ثقه ان انت تقدر توقف ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، اي حد بقى بيلعب. الحمد لله. انا زي ما قلت لك احنا اتفرجنا عليهم وكان لينا، كانوا هما لعبوا مقابله بعد قبل يومين من الماتش تبعنا، كانوا لعبوا هيرتا برلين وتفرجنا مجموعين في الفندق كده. وشفنا طريقه لعبه مميزه عامله ازاي، وما دائما زي ما قلت لكم يحب يعمل مساحه لصديقه اكثر ما هو يستغلها، فاهم؟ الحمد لله انا كنت مركز كده وركزت كثير على ليفاندوفسكي ومولر، والحاجات اللي ركزت عليها ان ليفاندوفسكي دائما ياخذك على نص الملعب ولا مولر ياخذك على نص الملعب والثاني واخد العمق. مين افضل فيهم يا هو مولر؟ مولر جامد. انت شفت مولر جامد. مولر انت شفت مباراه النهائي مولر ما كانش موجود، الباير ما دارش بوجه وجه كويس. ايوه بس مولر بالنسبه لك افضل لاعب في الباير؟ لا مش افضل لاعب، بس دوره مهم في الباير. دوره مهم، هو وكيميتش لاعبين اساسيين في الباير. لو الاثنين دول مش موجودين يبقى عندهم مشكله. ما احنا شفنا غاب مولر في النهائي الباير كان كويس، فاهم؟ وبرده ليفاندوفسكي هما زي ما قلت لك هما لاعب بيكمل لاعب كده وكده، وبرده الباك ليفت تبعهم ديفيس ده ما بيبطلش جري. ده هاني تعب. بس هاني عمل مقابله كبيره، ولا بطوله كبيره، هاني عمل بطوله كلها كبيره الحمد لله. بتتكلموا مع بعض ازاي بقى في مثل هذه المباريات؟ يعني احنا هاني كانت عليه الحقيقه خلال الفتره ما قبل المباراه او قبل البطوله كان عليه كلام كتير، ان طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي كانوا دايما بيحاولوا يعملوا عليه حملات عشان رايحين نلعب في كاس العالم. بتتكلموا مع بعض ازاي بقى بدري وانتم موجودين وانتم قاعدين في الفندق، خصوصا كان عندكم وقت طويل؟ بص طبعا انت، انا مثلا انا وهاني بنتكلم كتير على سنة، انا دايما اغطي على هاني وهاني دايما يغطي علي لو كانت الكره ناحيه ايمن. انا وهاني كنا بنتكلم كثير، وفي الماتش اللي اتذكر اننا تكلمنا فيه انا وهاني كثير وكنا مركزين فيه كثير، هو ماتش تبع بالميرس. ايوه علشان تفرجنا عليهم انا وياه وكنا شايفين ان رقم 10 ينزل برضه نص الملعب، بس رقم 11 دايما يعمل يقطع للجول. دايما هو يقطع بيني وبين هاني. هو في اي ماتشات اللي لعبهم بالميرس في كاس العالم ماتشين دول رقم 11 على طول كان بيعت. وقبل الماتش كلمت هاني قلت له بص لما تكون كوره الناحيه تبع ياسر ابراهيم وايمن خلي بالك من داري، وانا لما تكون كوره جيتك انا خلي بالي من دارك. ماشي، احنا نتكلم زي كده في حاجات صغيره كده بس تفرق على دور المجموعه، فاهم؟ الحمد لله ادينا كويس كل اللعيبه والكل كان لو شاف حاجه كده بيتكلم مع صديقه وصديقه بيتقبل الموضوع، والحمد لله ده اللي رفع من مستوانا في البطوله. بدر هدفين جم فينا في مباراه البايرن. الهدف الاولاني هدف صعب يعني الكره اتلعبت بالعرض وكانت بعيد، يعني كان ممكن يخش اهداف غير ده يعني. انت فاهم وانت قاعد بتتفرج كان ممكن الكره اللي قبله مثلا تخش، لكن الجون ده كره قلشه ورايحه بالعرض وبعدين رجعت لما دخل فيكم الهدف فكرتوا ازاي؟ يعني هل قلقت اكتر؟ هل خفت؟ فكرتوا ازاي كفريق بقى؟ هو الجول خس فينا بعد 17 ولا 18 دقيقه تقريبا، تبقى حاجه صعبه بالنسبه للفريق، وكنا كنا عاوزين اننا نرجع في اسرع وقت. نرجع ازاي؟ لازم نمسك كوره ولازم ناخذ برضو الثقه من ثاني علشان نستمر في الماتش مركزين كويس. الحمد لله فضلنا حتى الدقيقه 86 ولا كده قافينا الجول الثاني. فرق كبيره زي البايرن ولا برشلونه ولا كده غلطه صغيره بتدفع الثمن غالي طبعا. لكن الهدف الثاني انا سمعت ان انت قلت انه انت يعني غلطت في الهدف الثاني. ايوه طبعا. اشرح لنا كده ازاي اللي حصل، عشان انا برضو عندي وجهه نظر ثانيه في الموضوع ده. لا مش انا اتحمل جزء من الجول الثاني، بس انا احكي لك على تفكيري في الكوره دي. هي الكوره كانت مع ساني. مظبوط. ساني كانت قريبه من الخط. صح. وبرضو ياسر ابراهيم كان قريب منه، فاهم؟ لو في لاعب ثاني من غير ساني
راح يعمل كروس على القريبه. مظبوط. لما تبقى الكره على الخط صعب واحد يديها على البعيده وفي حارس وفي مدافع. تعدي من الشناوي كمان. ويعدي وبيعمل كروس بالطريقه دي. انا لما شفت صانيه الكره ابتعدت منه وبرضه ياسر قريب منه فكرت ان ليفاندوفسكي راح يقطع على القريب علشان مش راح يلحق ثانيه يعمل الكره على البعيد كده. كل ده في الثانيه. كل ده في ثانيه ايوه. ليفاندوفسكي كان معي. اول ما شاف كده راح على البعيده فضلت انا والشناوي رحنا الاثنين على القريبه وهو خد الكره لوحده. بس هو مش الصح ان انت كاستوبر ان انت تروح على العارضه الاولانيه ده صح. يعني الصح ان انت عملته مش الغلط. أيوه. انا بشوف ان العكس. ما اعرفش يعني في طريقه اللعب المعتاده اربعه لا انت ياسر مع سنة فلازم تبقى انت ورا ياسر على طول فعلى العارضه الثانيه وهاني يجي يبقى على العارضه انت على العارضه الاولانيه وهاني على العارضه الثانيه. ما هي كانت كوره كده بسرعه اتلعبت مش فاكر بالضبط كان واحد لعبها براسه ولا كده لعبها براسه واتجاه ثاني وكنا لسه مش واقفين كويس فاهم علشان كده ما لحقتوش ما لحقناش كده وهم سرعة جدا واحنا حاولنا في الثانيه دي حاولنا اننا نظبط نفسينا بس راح حصلنا بس كونك تعترف بان انت مخطئ اعتقد ان ده انا مخطئ في انني ما فضلتش مع ليفاندوفسكي بس انا تفكيري مع الكوره والقاعده تبع كره القدم شايفه انني عملت الصح بس لو فضلت مع ليفاندوفسكي وما جابش جون ولا صاني عمل بالقاعده تبع كره القدم لعب على القريبه كنت نكون احسن كنت نكون انا عملت شغلانه حلوه هو كتاب الكوره بيقول ان انت لازم تروح على العرض هي كوره على الخط صعب تعدي على صعب تعدي فاهم هي كوره على الخط وبرده متضايق من ياسر ابراهيم وصاني كان لافي بدار بعيد يا دوبك حطها حلو قوي يعني ما تجيش كده ابدا هو برده ليفاندوفسكي لما جاب الجول راح لصاني عمل حركه كده يعني صعب تعمل كروس زي كده بس زي ما قلت لك فرق كبيره دي ممكن تدفع ثمن في لحظه من الثانيه من تركيزك تدفع ثمن اتكلمتوا مع اي حد من اللاعبين خلي بالك ده الجول الثاني تبع الباير هو اللي زعلنا على خسرنا في الماتش ده يعني ايه؟ زعلنا من الجول الثاني اكثر ما اننا خسرنا الماتش ما كناش عاوزين يجي فينا جول ثاني كنا عاوزين نفضل 1-0 مع البايرن تبقى نتيجه حلوه بس لما جا فينا الجول الثاني في الدقيقه 86 ولا كده زعلنا على الجول الثاني اكثر ما زعلنا على اننا خسرنا قدام البايرن فاهم؟ ان انت دخل فيك الهدف الثاني الهدف الثاني ده خلاك تبقى متضايق ايوه انا والشناوي اتضايقنا من الجول الثاني ساره انا كنت كلمت الشناوي بعد الماتش وهذا قلت له انا مش متضايق اننا خسرنا من البايرن ده بتبقى حاجه طبيعيه للناس اللي تفهم في الكوره بايرن مع الاهلي رغم ان الاهلي نادي كبير لا طبعا لكن هناك فروق فرديه واضحه يعني ايوه بس قلت له انا اكثر حاجه ضايقتني هو الجول الثاني وبرده الشناوي قال لي انا زي كده الجول الثاني ما كانش لازم يخش فينا بس الحمد لله ربنا عودنا في ماتش بالميراس الحمد لله جزم. لكن برضو ما اتكلمتش مع لعيبه البايرن مثلا ما يعني انت بتتكلم فرنساوي اكيد كويس ايوه ف عندهم لاعبين فرنسيين كتير ما اتكلمتش معاهم بقى ما لا هو كان بعيد احنا كنا مركزين فاهم احنا كنا عاوزين نعمل حاجه كان عندنا احساس اننا ممكن نعمل حاجه مع البايرن فاهم انت بتبص على لاعب هو مثلا ليفاندوفسكي احسن لاعب في العالم بس انت برضه لك شخصيتك انت برضه بتمثل الاهلي فاهم برافو عليك مش ينفع انك تروح تتكلم بس بعد الماتش رحنا اليوم واخذنا غيرنا مع الامسان كده طبيعي لاعبين كبار زي دول عادي طبيعي بس في الماتش انت برضه بتمثل فريق كبير وعنده جمهور وكيان كبير طبعا لازم تخلي شخصيتك كبير ما طيب خلينا واحنا بنتكلم كده نستعرض ارقام بدر بنون ارقامك الحقيقه في كاس العالم للانديه بدر لعب 3 مباريات الاكثر تمريرات صحيحه ب 145 تمريره الاكثر قطع للتمريرات 21 تمريره الاكثر استخلاصا للكره 25 مره دي ارقام بدر بنون في كاس العالم للانديه زي ما حضراتكم شايفين 3 مباريات اكثر 145 تمريره صحيحه 21 قطع للتمريرات ايضا الاكثر استخلاصا للكره 25 استخلاص اعتقد ارقام رائعه يا بدر
الحمد لله ارقام رائعه كارقام البدر بانون، ولكن كنظن بان الارقام دول لو ما كانوا الزمايلي معي في الفريق وكانوا برضو بيشتغلوا جامد وبيغطي حدا على الثاني ما كنت صراحه اكون معي الارقام، بس دول حاجه بفتخر بها شخصيه طبعا. بس الان بالنسبه لي هو الفريق، انا لو فاز نادي الاهلي بالمرتبه الثالثه ده اهم لي من الارقام دول، دي افتخر بها حاجه شخصيه بالنسبه لي، بس الان بالنسبه لي هو فوز الاهلي الحمد لله. كان نفسكم تبقوا اول او ثاني ولا ده كان طموحنا بس ان احنا نصل للمركز؟ كان نفسينا ما تجيناش القرعه مع البايرن. بس الحمد لله ربنا كتب. كانت الوضع هيبقى مختلف تاني. لو كنا لعبنا بالميراس قبل ماتش البايرن كنا 60 ولا 70% ممكن نصعد على النهائي. بس هي القرعه ما كانت منصفه الحمد لله. لا هي قرعه حسب الظروف. طيب احنا برضو خلينا نروح لبالميراس. بالميراس مباراه صعبه جدا. بطل امريكا الجنوبيه، على الرغم من ان برضو البعض بيحاول يقلل من هذا الفريق ولكنه فريق رائع جدا. طبعا طبعا، ما هو فريق اللي فايز على بوكا جونيورز وفرق كبيره وفاز بكاس اللي بيكون موجود فيها فرق كبيره. وطبعا وبرده عنده لعيبه كويسه ولعيبه لعبوا في المنتخب زي فيليب ميلو والحارس وكل ده. طبعا احنا كنا منتظرين لحقتوا تدرسوا الفريق؟ ايوه في الثلاث ايام دول؟ طبعا أوكي. طبعا احنا بص اول ما نخلص الماتش مثلا خلصنا ماتش البايرن بنروح على الفندق بنلاقي موسي ويوشا اوجه لهم تحيه، الناس شغاله مع الاطار الفني، بنلاقيهم محضرين لنا الماتش تبع البايرن وبتلاقيهم محضرين لك ماتش تبع بالميراس. انت الحاجه اللي عاوزينها منك انك تديهم الايباد وما ينزلوا لك كل حاجه نص ساعه ولا كده، وانت تتفرج براحتك، تروح على اوتشك وتاخذ الماتش وتدرس المهاجم اللي راح يلعب جنبك ولا المدافع ولا كده. وبعدين اول ما نكون رايحين على التدريب لازم بتكون محاضره مع المدرب. محاضره لازم. بتفرق الحاجات دي قوي. قبل ما نكمل كلامنا لان ده كلام مهم جدا، قول انت الو قول لي مين هو. احد كباتن النادي الاهلي له دور كبير جدا وهو مدافع في النادي الاهلي طبعا. هو شغال معانا دلوقتي؟ نعم شغال معانا في النادي طبعا. معاك، انا بقول لك كابتن النادي الاهلي. ماشي، مين هو؟ قول الو. الو ايه لباب حبيبي. لسه ما عرفش الصوت ولا ايه؟ لسه ما سامعش كويس. طب استنى كده. هاي لباب حبيبي. يا سعد ده سعد صح؟ سعد حبيبي ازيك يا مدد؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ الحمد لله، منور قناه الاهلي ومنور الدنيا كلها حبيبي. يا كابتن سعد يا منور الحقيقه. يعني اولا وحشني جدا جدا جدا، ولكن انا دايما في مثل هذه الامور يا بدر دايما اللاعبين الكبار اللي هم كباتن الفريق اللاعبين الكبار مقاما يعني بيبقى لهم دور كبير جدا جدا. انا بوجهه نظري ان من غير ما اشوف، انا ما كنتش معاكم، ولكن اكيد سعد سمير له دور كبير جدا جدا، ممكن ما يكونش لعب في المباريات ولكن دوره واضح جدا خارج الملعب، ودموعه كانت غاليه علينا قوي يعني ان احنا نشوف دموع سعد سمير بعد المباراه الاخيره، اعتقد ده كان حاجه مهمه جدا. بيمثل لك ايه بقى وجود واحد زي سعد مش كابتن الفريق في النادي؟ هو بص مش سعد، الحمد لله النادي الاهلي متواجدين فيه كباتن ممكن أربعة ولا ستة، ولا ممكن سناوي، أيمن، وليد سليمان، سعد سمير، في سولية، في علي معلول. أنت لما بتبص على لعيبة كبار زي دول والطريقة اللي بيتكلموا معاك قبل كل ماتش ولا من خلال الماتش ولا الطريقة اللي يحفزوك بها، دي حاجة اللي بتفرح، وحاجة الحمد لله أنا لقيتها من أول يوم نزلت على النادي الأهلي. هو كان من بين الناس اللي رحبوا بي كبير، هو سعد سمير ولا الكابتن السناوي، والحمد لله ده الحاجة اللي بخلينا من لحد الآن أننا بنحقق نتائج كبيرة الحمد لله. يا نجم الحمد لله على السلامة وألف ألف مبروك. الله يسلمك كابتن اسلام، الله يبارك فيك، واشكرك طبعا على التغطيه للبطوله كلها وللفرقه. ربنا يخليك. كنت متالق طبعا كعادتك و متالق بيكوا يا حبيبي وباللي انتوا عملتوه وبدوركوا الحقيقه الكبير جدا جدا. مهم جدا يا سعد ابراز دور زي دورك. انا وجهه نظري ان الدور بتاعكم كان له
انت والكباتن الكبار اللي موجودين في الفرقه له دور كبير جدا جدا في حصد برونزيه كاس العالم للانديه. والله كابتن اسلام يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام مظبوط جدا، بس انت عارف يعني احنا في مصر لما انت ما بتلعبش او بتبقى بعيد بيبقى مش قصه تهميش، بس الناس ما بتبقاش حاسه قوي او مش مهتمه طبعا التركيز كله على المجموعه اللي بتلعب، لكن احنا في النادي الاهلي ما تربناش على كده، تربينا ان ده نادينا وفرقتنا والكوره دايما دلوقتي بقت احتراف سواء بتلعب او ما بتلعبش او جوه الملعب المدرب اختارك، انت بتعمل دورك على اكمل وجه، مره كويس قد اللي عليك. في الاول وفي الاخر دي وجهه نظر فنيه، انا ليا ظروف خاصه شويه ان انا لسه راجع من اصابه طويله بقالي حوالي سنه، فاصابه طويله وبعدين انت الموسم ده مختلف لان انت والشناوي كباتن فريق وايمن اشرف ووليد، فاللي علينا دور مهم. كان عندنا تحدي كبير السنه دي ان اوضه اللبس يعني في لعيبه كتير كبيره كانت مش موجوده السنه دي، فكان عندنا تحدي كبير نحافظ على اوضه اللبس ونحافظ على الفرقه ونحافظ على زمايلنا، وخصوصا ان احنا الموسم ابتدى بتحديات كبيره لما الدوري وقف ورجع رجعنا في افريقيا ورجعنا بدوري وكاس مصر، فكان عندنا بطولات كبيره فيها تحديات، لكن الحمد لله يعني الميزه اللي ساعدتنا اللعيبه كلها بصراحه علاقتهم ببعض كويسه، في حب كبير في اخلاص كبير، دي اهم حاجه كانت بتتعمل كلاعب كوره وعارف طول ما اللعيبه بينهم بعض في اخلاص وفي قرارات هو ده اللي بيجيب البطولات، هو ده اللي حصل الفتره اللي فاتت، احنا مش مركزين مين كله نفسه يلعب، انا نفسي العب طبعا وياسر نفسه يلعب ورامي نفسه يلعب، فكلنا نفسنا نلعب وفي منافسه ودايما يعني بدر لما امبارح كان بيتسال فبيقول لك اقرب ناس ليا سعد والشناوي، عاملين احنا مثلا مدافعين في نفس المكان، بس انا في الاول وفي الاخر هدفي كواحد كابتن فرقه وكواحد بقالي 12 سنه في الفريق الاول ان النادي الاهلي يكسب، اهم حاجه ان الفرقه تكسب اهم حاجه ان الفرقه تحصل بطولات، طول ما الفرقه بتكسب والفرقه ماشيه كويس لما تيجي تلعب هتلعب في ظروف كويسه وهتلعب في مناخ كويس هتبقى كويس يعني دايما كده، طول ما الفرقه ماشيه كويس لما انا بقول للعيبه كده لما تلعبش طول ما الفرقه بتكسب وماشيه كويس غصب عنك لما تيجي تلعب هتبقى كويس، لكن لو الظروف مش كويسه والنتائج مش كويسه مش هتلاقي حد يساعدك في الملعب. مظبوط. فعشان كده لازم تتمنى المكسب لزمايلك، تتمنى ان الفرقه تكسب، تتمنى ان النادي دايما يبقى رقم واحد، ودي اهم حاجه اللي احنا اتربينا عليها منكم من الاجيال اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا وبنكمل عليه. دوركم واضح جدا يا سعد، مفيش حاجه اسمها تهميش، يعني اسمع كلامي لانه في كلام كتير جدا بيتقال ودايما قبل ما بنجيب سيره اي حد بنجيب نقول احنا عندنا اربعه كبار او خمسه كبار كبار كباتن يعني الفريق لهم دور كبير جدا جدا ومهم جدا جدا وهم اللي بيعملوا يعني انت استقبلت بدر بنون ازاي مثلا يعني؟ انا عارف بس قول لي استقبلت بدر بنون ازاي؟ والله يا كابتن يعني بدر اول ما جه احنا طبعا لما بيجي لعيب جديد بنبتدي برضو بنسال عنه وبنسال عن حتى احنا بنتسال عليه اللي لعب معاه اللي لعب ضده اخلاقه ايه شخصيته ايه مناسب للنادي او مش مناسب، ده نظام النادي على طول طبعا. فبدر لعيب معروف بالنسبه لنا، لعيب نادي كبير زي نادي الرجاء المغربي ولعيب منتخب المغرب وجاي لك وهو بيلعب قبل نهائي افريقيا، اتفرجنا عليه كتير وعرفنا شخصيته، لكن ازارو كلمني على بدر ووليد ازارو ووصاني عليه وقال لي خلي بالك من بدر شخصيه هاديه شخصيه كويسه جدا بيحب الكوره وبيحب الشغل ان هو جاي يشتغل. ايوه. لكن هو ازارو قال لي ان هو هادي، بس لما جه لقيته هادي بزياده يعني هادي قوي. هو ما بيتكلمش خالص. يعني انا بقعد انكشه كده كل فتره، بس هو يعني بدر من اللعيبه الهاديه بزياده في التمرين في البتاع حتى في المعسكر من الناس الملتزمه في الصلاه جدا، من اول الناس في البيت الناس اللي بتصلي مركز في الكوره بس، يعني هو ما عندوش حاجه ركز الا الكوره بس. طبعا انا اول ما استقبلت قلت له بدر يعني ما تتعبناش بقى يا عم بدر. فقلت له اهم حاجه لازم تفهم ان الناس كلها هنا طبعا هتساعدك، الناس كلها هنا هتقف جنبك، وهو طبعا من اول يوم واضح ان هو مركز ان هو لعيب كبير وعنده شخصيه والحمد لله مادي اداء كويس جدا مع النادي الاهلي وفارق معانا واضاف لخط دفاع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. وان شاء الله الفتره الجايه يفضل على كده مع ايمن وياسر ورامي وسعد ان شاء الله الفتره الجايه، والحمد لله يعني
يعني بدر بيأدي ماتشات هايله، وان شاء الله بتمنى له التوفيق، وبتمنى له ان شاء الله يكون موجود في منتخب المغرب ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. دايما من النادي الاهلي اكيد انا اعتقد ان هو ان شاء الله هيروح لمنتخب المغرب. ولكن يا سعد، المواقف اللي بتحصل بقى بينك وبين كل اللاعبين يعني خلال الفتره السابقه، خلي بالك سعد ده انا دايما بقول له بعد مني يا سعد. تقول له ايه؟ خليك بعيد عني. خليك بعيد عني؟ ليه؟ خليك بعيد. ما هو دايما سعد، بص هو سعد بتلاقيه ممكن تكون انت صاحي الفطار ولا كده، ممكن انت ما نامش كويس ولا كده، بس بتلاقي سعد على طول بيضحك. في الفطار بالليل في التمرين انت زعلان ولا كده، بس سعد انا بالنسبه لي لازم بيكون لاعب زي سعد في المجموعه، علشان هو من غير انه كابتن الفريق ولا كده، بس بيخلق جو في الفريق، فاهم؟ دايما بتلاقي لاعب زعلان من انه ما بيلعبش مثلا، ما بيلعبش ولا كده، اول لاعب اللي راح يتكلم معاه بتلاقيه هو سعد سمير. سعد سمير يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا، هو ممكن بعد مرات يكون سامح في حقه هو علشان يرضي واحد ثاني. لا والله، والله طبعا انا مش اتكلم دلوقتي علشان هو معي، ولا انا اقول لك صراحه وانا انسان صريح، لو في حاجه اقول يقول على طول. سعد ممكن يجي على نفسه عشان خاطر الفرقه. ايوه طبعا. ويخلي دايما اللعيبه الكل سعيده، والحمد لله. انا علشان كده قلت لك لازم لاعب زي سعد سمير يكون في مجموعه تبع اي فريق. وانا لي الشرف انني كنت صغير وكنت اتفرج على سعد سمير، والحمد لله دلوقتي انا اتمرن معاه والعب معاه، ده شرف كبير لي. طب يعني بقول لك يا سعد، انت كبرت قوي ولا ايه اللي حصل؟ كلام كبير. هو بدري بس محترم، بدري محترم بزياده، فانا بشكره طبعا على الكلام ده. بس هو بدري قال لي ان كاس العالم الانديه 2012 هو كان صغير شويه، وانا كنت بلعب كاس العالم الانديه 2012 و13 مع النادي الاهلي. طبعا بدر برده مش كبير، بدر لسه 26 او 27 سنه. فيعني كاس العالم من لو قلنا من 8 سنين كان عنده لسه 19 سنه، فبدر لسه قدامه عمر طويل ان شاء الله في الملاعب يعني. ايوه عجزت برده يا كابتن اسلام. انا لما عجزت ايه يا عم، انت هتمثل ولا عجزت ولا عملت؟ ما تقعدش. كان كريم نيدفيد لما لعبت كاس العالم الانديه اول كاس عالم، كان كريم نيدفيد وطاهر واكرم لسه عندهم 16 و15 سنه. كانوا لسه بيجروا ورا العربيه. كانوا لسه بيقفوا قدام اللي بتاعه ويشجعوك يا سعد يا سعد يا سعد. لا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني روح جميله جدا يا بدر وسعد. اتعلمت بقى وعلمته ايه يا سعد طيب قبل ما يحصل اي حاجه؟ هل في اغاني والشعبي والحاجات دي ولا انت بطلت؟ لا لا هو بدر هادي، بدر ملوش في الاغاني قوي بس خالص، بيتفرج على مسلسلات عربي وابتدى بيتفرج على ايه؟ على المسلسلات العربي والافلام العربي وابتدى بقى بس كده يعني يتابع الحاجات بتاعتنا. وبعدين هو بيتكلم عربي كويس برضه يعني. هذا الحمد لله، ده انا قلت النهارده هتبقى صعب. لا لا بيتكلم عربي كويس، هو من شخصيته كمان هادي يا كابتن، بيحب البيت، بيحب اسرته وابنه، بيقضي معظم الوقت في البيت، فانا يبقى ما بجيش عليه كتير يعني. عزمته ولا لسه سعد؟ عزمته بس ما جاش. عزمني بس انا قلت لك يا سعد خليها بينا. لا لا قول له. قال لك ايه؟ لا قول له. لا لا والله ازاي سعد سابيني يعزمك وما تروحش؟ لا ازاي؟ عنده ظرف وكده، كنا متفقين وعنده ظرف في البيت وكده، فاعتذر والله في اخر لحظه. والله حاجه عائليه، انا كان حاجه عائليه. هي في الصوره اللي كان منزل سعد مع ديانج واجاييه في اليوم ده كان عازمني معاهم سعد. لا اصل سعد كمان لما يعزم يعني ده تبقى حاجه كبيره جدا يعني، كابتن النادي الاهلي واسم كبير جدا، فحاجه جميله جدا يعني. وخلي بالك من اللعيبه الكرمة. والله بجد انا اصلا من اللعيبه الكرمة اللي هو سعد إيه؟ الحاجات دي باينه على وشه. أنا وكريم والله لا، أول ما تشوف سعد بتلاقي أنا وشه بيبين لك أن سعد كريم. سعد ممكن تاخد بدر البلد طيب وتلبسه جلابية وبتاع؟ بعد الكلام ده بكرة عصير، أول ما أشوف التمرين لازم عصير لبدر أول. لا نعدي، بص هقول لك حاجة، نعدي التلات إن شاء الله، وبعد كده برضو تاخده الأربع مثلا أو الخميس، تاخده تطلع بيه على البلد بالجلابية والبط بقى والحمام والفطير. ده الحاج هطير يا ريت. ها؟ بس انا ناس كتير طالبه مني بقى كتير، محمد هاني ومروان والسولية، فهجيب لهم بقى بعد الماتش ان شاء الله باذن الله. اتدبست يعني خلاص؟ اتدبست تدبيسه محترمه، بس بقى فرحنا يا كابتن وكسبونا وفرحونا، هم عايزين
ما هو ده المهم، هتلوم اللي هم عايزينه، دي اهم حاجه. لا لا اللي هم عايزينه ان شاء الله. وبعدين بدر اصله خاسس شويه اليومين دول، عايزين يتخانوا. لا ده بدر هو كده 100 100 كابتن يعني، هو بدر ستايله كده وطريقه لعبه كده، وبعدين بدر من الناس اللعيبه الخفيفه في الملعب عايزينه كده على طول. يعني بيفكرني بعماد النحاس شويه سعد. الناس كلها بتشبهه بكابتن عماد النحاس و وطريقه لعبه، وهما الاثنين فعلا فيهم يعني فيهم شبه كتير من بعض طريقه اللعب. متوقع لايه لبدر الفتره اللي جايه؟ والله كابتن انا اتمنى له يعني، انا اتمنى له ان هو يفضل في ادائه وفي تالقه مع الفرقه، ويفضل في تركيزه وفي فورمته العاليه، وهو من اللعيبه اللي بصراحه من الصفقات المهمه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني، فهو يعني من اللعيبه اللي انت مش محتاج تكلمها كتير، هو عارف شغله وعارف هو بيعمل ايه ومركز بشكل كويس وحاطط اهداف لنفسه ومركز كويس جدا، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يفضل على تالقه ويفضل على الاداء اللي هو بيقدمه للنادي الاهلي مع ايمن بصراحه هو برضه بيقدم اداء الفتره اللي فاتت رجولي يعني، ايمن اشرف ما شاء الله بيقدم اداء كابتن اسلام برضه للامانه من ارجل الناس اللي بتادي في النادي الاهلي على مستوى الدفاع وعلى المستوى الهجومي، وفي اي تحطه في اي مكان بيادي، امبارح كان تعبان وبيموت في الماتش وبيكمل لاخر دقيقه، ياسر لما لعب نفس الكلام برضه بصراحه، معظم المدافعين اللي عندنا بصراحه يعني رجاله ومن الناس اللي قلبها على الفرقه وبيأدوا اداء كويس، وان شاء الله الفتره اللي جايه كلنا نبقى في فورمه كويسه، ورامي يرجع وسعد يبقى موجود وياسر، بحيث ان كلنا نبقى على فورمه، لان البطوله طويله وهنحتاج كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله. اخيرا انا سعد قبل ما اسيبك، ولكن علي معلول واصابه علي معلول من امبارح بقى للنهارده، انت عارف بعد في بعض الناس بتحب او بتحاول مش بتحب، بتحاول ان هي تعكنن على جمهور النادي الاهلي باي طريقه، انت فاهم؟ فمن امبارح للنهارده اصل علي معلول هرب من ماتش البايرن، وبعد كده هرب من ماتش بالميراس، بما انك واحد من كباتن النادي الاهلي تقول ايه في هذا الموضوع؟ والله كابتن اسلام يعني علي كان زعلان جدا الكلام اللي اتقال للامانه، وكلنا كنا زعلانين جدا ومتضايقين، لان النهارده الاشعه قالت علي قدامه اسبوعين وعلي عنده مزق بسيط، فيعني بصراحه كلام يعني ما ينفعش يتقال وعيب، وخصوصا احنا بنقول دايما اللي اتربى في النادي واولاد النادي دايما بتقف جنب النادي وبتدعم لعيبتك، وبعدين لعيبتك واخده ثالث عالم ولعيبتك بتنافس على ميداليه وناديك بينافس وبيشرفك، فيعني الكلام المفروض يبقى كلام ايجابي وكلام عقلاني وكلام يعبر عن حبك للنادي الاهلي. علي معلول بيمثل النادي الاهلي مش بيمثل علي معلول بس. فلو هتكلم عن علي معلول بشكل شخصي، علي معلول لعيب كبير، لعيب مهم، من اهم اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي في المكان ده. ومن اهم الفيفا لسه عامل احصائيه من اهم اللعيبه اللي احرزت اهداف في العقد الاخير من الفتره اللي فاتت وصنعت اهداف. فطبعا احنا ما بنلتفتش لاي حاجه بتتقال من الحاجات دي. لكن انت بتزعل بس لو حد منك او حد تبعك قال كلام ضد لعيبتك، انا ممكن ما ازعلش من الغريب، لكن لما الكابتن اسلام يجي يهاجمني او ينتقدني يعني بصوره مش كويسه ده هزعل، لان الكابتن اسلام ده المفروض مثلا طبعا هيوجهني انا بشكل شخصي، هيكلمني بشكل شخصي صح، عشان خاطر في يعني في بينا حاجات تسمح بده طبعا، لكن في الاول وفي الاخر يا كابتن اسلام انت لو عايز تنتقد لاعب احنا كلنا بنتقبل النقد، لان زي ما انا بتقبل الناس تشيب فيا وترفعني سبع سما، لما الناس تيجي تقول لي انت وحش او انت ادائك مش كويس لازم اتقبل، وخصوصا ان انا بلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي يعني لازم اتقبل الكلام ده، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تيجي على لعيب كبير، لعيب بيموت نفسه فعلا، لعيب لعب ماتشات قبل كده والفرقه خسرت فيها، علي معلول كان موجود في ماتش اللي خسرنا فيه قبل كده 5 من صن داونز يعني، انا قلت لو عايز يهرب كان يهرب من ماتش زي ده. ده ناس غريبه جدا يعني. وبعدين ماتش زي البايرن يا كابتن اسلام اللعيبه كلها هتموت تلعبه. مظبوط. اللعيبه كلها نفسها تلعب، اللعيبه كلها نفسها تنافس اللعيبه دي. فطبعا انا بقول له علي هو كان زعلان من امبارح، وحتى حضرتك لاحظت في الاحتفالات وكده ما كانش مبسوط. بالظبط. فبقول له علي من قال حضرتك انت لعيب كبير ولعيب مهم بالنسبه لنا، وكلنا بنحبك وكلنا عارفين قد ايه اللي انت بتقدمه للفرقه، وان شاء الله ترجع في اسرع وقت وتبقى مع زمالك في البطولات اللي النادي بيحققها وتكسر الدنيا، وما تلتفتش لاي حاجه، كفايه حب جمهور النادي الاهلي ليك وحب اللعيبه ليك، وان شاء الله ترجع وتتالق من تاني معانا باذن الله. انا بشكرك جدا يا كابتن سعد على وجودك معانا، وبشكرك على هذه الروح، وبشكرك على هذه الكلمات، وبشكرك على التوازن والعقل في الكلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سعد سمير. اعتقد يا بدر واحد من الناس المؤثره وبشكل كبير جدا سعد سمير في فريق النادي الاهلي،
وانا قصدت ان انا اساله في موضوع علي لان انا عارف ان علي، يعني انا لما شفت حتى الفيديوهات اللي جايه لنا شايف ان علي برضو متضايق شويه. علي زعلان طبعا، هو اي لاعب يزعل من حاجه زي دي. هو ممكن علي ان الناس بصت عليه، هو عمل تسخينات معنا في ماتش بالميراس والناس كانت مش عارف طلعوا عليه كلام، بس علي حب النادي الاهلي هو اللي خلاه يسخن معنا في الماتش ده، وكان كانت عنده رغبه انه يساعدنا في ماتش بالميراس. اي بس انا راح اقول حاجه على علي. تفضل. علي لو نزل صوره تبع رجليه معاه في موبايله، في ناس كثير راح تغير قرارها من علي. في ناس كثير راح تسامح علي وراح تطلب السماحه من علي. علشان علي معاه صوره تبع رجليه، لو ممكن علي ينزل الصوره دي تبع رجليه خلاص الناس اللي كانت بتتكلم وحش على علي ونسيوا تاريخه مع النادي الاهلي. الحمد لله جمهور الاهلي خلي بالك مش جمهور الاهلي خالص، لا مش جمهور الاهلي طبعا. علي لو برجل واحده مع جمهور الاهلي ما عندهمش مشكله، ما هو ما فيش حد بيخش بين جمهور الاهلي. انا اتمنى اكون زي علي معلول مع جمهور الاهلي. الحاجات اللي عملها علي معلول اتمنى انني في يوم من الايام ابقى جمهور الاهلي يحبني زي ما يحب علي معلول. كلام مهم جدا، بس حاجات زي دي مش ينفع مره ثانيه تتعمل كده، وخصوصا مع لاعب اعطى الفريق زي علي معلول. احنا موجودين عشان نتصدى لمثل هذه الامور، وده دورنا الاعلامي الحقيقه قناه النادي الاهلي اللي احنا نتصدى لمثل هذه الامور. وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي يا بدر اعتقد ان هو هيعاملك معامله زي علي معلول خلال الفتره الجايه. قبل بس ما اطلع قبل كل فاصل هاخد شويه اسئله، لان مش عايز اقول لك اسئله قد ايه جايه لك، فخلينا ناخد بعض الاسئله على هاشتاج اسال بدر بنون مع الشاطر. زي ما قلت لحضراتكم يوسف عمارة بيقول تحياتي للسلطان والصخره الجديده في دفاع النادي الاهلي، اولا مبروك يا ابطال البرونزيه، ثانيا كنت حابب اعرف ايه والفريق اللي تشجعه في اوروبا، ايه الفريق اللي بتشجعه في اوروبا؟ انا بحب برشلونه. تمام. بس السنه دي مش كويسه السنه دي. طيب محمد عبد العاطي بيقول نتمنى من بدر تفضل معانا وتعتزل داخل جدران النادي الاهلي لتكون اسطوره من اساطير الاهلي، وانت اسطوره فعلا انت وعلي معلول لسه كنا بنتكلم. اتمنى ان شاء الله انني السنوات اللي راح اقضيها ان شاء الله مع النادي الاهلي اكون عند حسن ظن الجمهور، وادي الشغلانه اللي مطلوبه مني هنا. بس فكره اعتزالي الحمد لله انا منذ صغاري كنت عندي فكره، ولسه دلوقتي ما غيرتهاش، انني حابب اعتزل فريقي فريق الرجاء البيضاء. يعني برضو ده خلي بالك ده بيزيد حب النادي جمهور النادي الاهلي ليك. ما انا عارف هما راح يفهموا الموضوع، علشان في لعيبه ابناء النادي الاهلي يتمنوا انهم يقولوا كلام زي كده. انا ابن نادي الرجاء وترعرعت في نادي الرجاء، واتمنى في يوم من الايام ان شاء الله انني اعتزل في نادي الرجاء. كلام محترم جدا جدا جدا. يس. اهلاويه وافتخر بجد انت نورت مصر، واحنا كجمهور مبسوطين بوجودك بصفقه هي الاهم من فتره كبيره، ربنا يزيدك حب الناس. سؤالي اخذت راي مين قبل ما تيجي الاهلي؟ بص انا كنت رايح على حته ثانيه. كنت طالع في مصر ولا برا مصر؟ لا برا مصر. أوكي. فريق اسيا وكده. وقال اتصال من وكيل مغربي اللي انت عاوز تروح للاهلي. قلت له طبعا اي لاعب يتمنى في يوم من الايام انه يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. الحمد لله الامور مشت كويسه، في ظرف يومين ولا ثلاث ايام الحمد لله كل امور تسوت. والحمد لله انا فخور بتواجدي هنا في النادي طبعا كبير. جمعة بيقول السلطان بنون اللي منور قناة الأهلي نشكرك. أمنية محمد يا سعد وماله هاتوا البلد عندنا هتلاقي بنها كلها عندكم في ما تقلقش هاتوا، يعني الناس عايزاك البلد عند سعد عايزينك تروح. طبعا الناس تابعانا أول بأول، فلو سمحت يا أبو الكباتن ممكن تسأل السلطان التفاوض كان معاه إزاي. هنسأله أسئلة لسه احنا قدامنا الوقت شوية. ده محمود سرور من رنا، من اول مباراه لعبها اطلقت عليه الجماهير السلطان. فده احمد الجزار احساسه ايه دلوقتي بعد قرار الانتقال للنادي الاهلي؟ يعني
ان جمهور النادي الاهلي يطلق عليك السلطان، اعتقد ده شيء جيد جدا. الحمد لله، ده حاجه حلوه. ايوه، وخصوصا زي ما قلت في اول مقابله، والحمد لله الجمهور ادالك لقب اللي هو لقب حلو. الحمد لله، دي حاجه تخليك فرحان وسعيد. طيب، هل لديك حساب على تويتر؟ لان هناك كذا حساب باسم بدر بنون غير موثق، وحساب انستغرام موثق، ده مهدي اهلاوي. هل علاقتك ايه بالسوشيال ميديا اساسا؟ انا ده سؤال كويس بالنسبه لي، علشان في ناس بتستغل اسم بدر بنون. انا معي حساب بس على الانستغرام، بس ما فيش ولا تويتر ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا تويتر ولا فيسبوك. في واحد شغال باسمي في الفيسبوك، عنده ناس كثير معجبين كثير. انا عندي حساب واحد اللي بس شغال به، هو اللي على انستغرام، في علامه فيريفاي. تمام. سو كمال بيقول لاعب جميل ودخل قلبنا، وربنا يوفقك وربنا ويبارك لك، الف مليون مبروك. اشرف الخولي بيقول بقيت اهلاوي ولا لسه؟ طبعا. سماح فتحي بتقول منور الكون كله، مطمنين على دفعنا بوجودك يا بدر باشا يا بنون، انت وسعد وكل اللي موجودين. محمد فوزي، انت متاكد يا بدر انك مغربي؟ حاسس بحب من حب الناس ليك انك جنسيتك اهلاوي منذ الصغر، ربنا يزيدك قبول ومحبه. ده فوزي. امين يا رب. احمد محمد بيقول عائل في الملعب وبره كمان، السلطان بدر بنون. ابو جنه بيقول الف مليون مبروك يا كابتن، اشكرك جدا، اشكرك جدا كابتن بدر، الصخره الجديده ان شاء الله، وتركز بقى كفايه احتفال. حاضر. ما هو ده اللي انا لسه كنت هساله لبدر بنون، ابعتوا لي اكتر على اسال بدر بنون مع الشاطر. كالعاده دايما حضراتكم بتحطوا اي حد ترند او نمره واحد في مصر كالعاده يعني، فبدر بنون معانا ولسه قدامنا وقت طويل، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع بقى اسال بدر بنون اسئله هامه جدا بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هنكمل حوارنا الشيق مع السلطان بدر بنون. بدر، يعني برضو خليني ابدا معاك من المغرب. بدات ازاي كره القدم وحياتك كانت ماشيه ازاي؟ انا ابتديت زي اي لاعب بنلعب في الشوارع كده، وفي يوم في راجل في حينا او في حتتنا زي ما تقولوا هنا، شافني العب كوره مع اصدقائي وراح في الشارع. في الشارع جنب بيتنا كده، العب على طول العب. شافني عمال بلعب وراح كلم والدي، قال له ده لازم تدخله على مدرسه ولا كده، مدرسه شبه كوره. بحكم ان حبي كان لفريق الرجاء، قلت لأبوي عاوز أخش على مدرسة فريق الرجاء. الحمد لله ابتديت في سن صغيرة في مدرسة فريق الرجاء. أيوة. سنة 2001 كده، كان معي 7 سنوات ولا 8 سنوات كده. 2001 كانت 2001. البداية. رحت بقى الرجاء وتدرجت في كل الفرق، في كل الفرق لغاية لما صعدت للفريق الأول. كنت صعدت الفريق الأول، كنت عمال أخذ معه تدريب بس أنزل الفريق الأمل ألعب معه ماتشات. وفي سنه كان فريق الرجاء عمل انتدابات كثيره، وكان المفروض السنه دي اللي لازم العب فيها في الفريق الاول، وقررت انني اطلع اعاره علشان اخذ ماتشات مباريات كثيره وبعدين ارجع لفريق الرجاء ان شاء الله. ايوه، وطلعت اعاره لفريق نهضه بركان على سن كان انا ذاك 22 سنه كده، ولا طلعت سنة إعارة لفريق نادي بركان، وبعدين رجعت على فريق الرجاء. رجعت بقى على فريق الرجاء وأصبحت كابتن نادي الرجاء. أيوه. بالنسبة لك برضو إن أنت تبقى كابتن فريق نادي الرجاء حاجة كبيرة جدا في المغرب. لا، ده كان حلم. حلم. كان حلم أولا أنني ألعب فريق الأول تبع فريق الرجاء. كان حلم بالنسبة لي، وفي يوم من الأيام تلاقي نفسك أنك عميد تبع فريق اللي بتحبه من قلبك، بتلاقي نفسك أنك أنت العميد. دي حاجة. وبرضو الوقت اللي كنت فيه أنا عميد فريق الرجاء كانت أزمة كبيرة في النادي. ليه؟ كانت أزمة مادية كده كبيرة، وكانوا مشاكل كبيرة حاصلين في فريق الرجاء، وكان ده أثر علي سلبيا. لا من خلال مردودي كنت أخذ بطاقات حمراء، وكنت أعمل حاجات مش هي الشخصيه الطبيعيه تبع بدر بنون. بس انا كنت بحس بضغط، وكنت بحس بان الجمهور بيكلمني انا خصيصا، علشان انا واحد من ابناء النادي وواحد من جمهور الرجاء، فاهم؟ وكنت بحس بان الكلام بيجي لي على طول. انا لازم اشيل الفريق، والحمد لله.
فضلنا متمسكين انا وعدد كبير من اللاعبين حتى رجعنا الرجاء المكانه الحقيقيه تبعها، فوزنا بكاس الاتحاد وبعدين بما اننا بنتكلم عن رجاء، معايا واحد من اساطير نادي الرجاء ونجم كبير جدا في عالم الكره القدم المغربيه الحقيقه، يعني هو كان جيلي، كان بيلعب ايام ما انا كنت بلعب، وهو مساعد نادي، مساعد مدرب في نادي الرجاء دلوقتي، نجم كبير كابتن هشام بوشروان. هشام بوشروان واحد من النجوم الكبيره جدا في عالم كره القدم المغربيه والعربيه الحقيقه، وموهبه كانت فذه جدا يعني بسم الله ما شاء الله. أنا كان في المغرب كانوا غير طبيعيه. احنا في المغرب كانوا ملقبينه بالحصان الابيض. الحصان الابيض. طب معانا الحصان الابيض كابتن هشام. ازيك كابتن هشام؟ السلام عليكم، تحيه للاسلام وبدر بنون للمتابعين قناه الاهلي. هشام حبيبي اهلا بك يا كابتن هشام، يعني اولا سعداء جدا بوجودك معانا، ويعني واحد من اللاعبين الطراز الفريد يا بدر كابتن هشام. ايوه طبعا، هو كلاعب كبير، وبرضه لما اشتغلت معه انه كمدرب لا انسان اخلاقه عاليه، وانسان اللي دائما بيديك نصايح، وانسان اللي متواضع كثير رغم انه مع مشوار كبير ولعب فرق كبيره، بس بتلاقي دائما متواضع معك، ولي الشرف انني في يوم من الايام اشتغلت مع هشام ابو سروان. يعني كابتن هشام كلام جميل جدا من بدر، ولكن هذه الحقيقه، العلاقه الطيبه تظل دائما موجوده. اكيد الحمد لله، يعني علاقتي مع اللاعبين كلهم في نادي الرجاء، اولا يعني مبروك للنادي الاهلي ومبروك لبدر بنون المرتبه الثالثه في كاس العالم الانديه. مستوى كبير ادوا نادي الاهلي، ما شاء الله عليهم، يعني لعبوا مباراه كبيره مع البايرن، الفريق الاحسن اوروبيا السنه هذه، ومرتبه ثالثه يعني ضد فريق بالميراس بطل كوبا سودا ماريتانا، فكل تأكيد قرضه كبير، مشكورين على ذلك. بدر بانون يعني قدم الواجب اللي عليه وكان ممتاز يعني في التدخلات، وكذلك يعني في قيادة الدفاع نادي الأهلي. بالنسبة لي يعني صفقة رابحة بالنسبة للنادي الأهلي، أكيد بيعطي إضافة أكثر مع مرور المباريات، تأقلم بسرعة مع اللاعبين، وهذا معروف عليه بهدوء وبقياده الدفاع، بكل تاكيد اضافه كبيره للنادي الاهلي والكره المصريه. يعني كابتن هشام لو تقول لنا برضو اهم مميزات بدر بنون. اهم مميزات الهدوء في الملعب، قياده الفريق، دائما هادئ يعني في كل المباريات، ما يختارش يعني مباراه عاديه ومباراه يعني صعبه، كل مباريات عنده يعني زي بعض، فبكل تاكيد كان اضافه كبيره لنادي الرجاء، وبالنسبه لي نعتبره يعني احسن مدافع يعني في السنوات الاخيره في المغرب. ما اخذش حظه يعني مع المنتخب الاول، لكن الاعوام اللي جايه ان شاء الله بيكون ممكن نشوفه قريب مع منتخب المغرب يا كابتن هشام. اكيد المباريات الجايه بيكون ان شاء الله مع المغرب، لانه يستحق ذلك. ويلعب في نادي كبير مثل الاهلي، فبكل تاكيد الانديه الكبيره دائما يعطونا لاعبين في المنتخب، فبكل تاكيد بدر نشوفه ان شاء الله في الايام المقبله مع المنتخب، ويستحق ذلك لانه بصراحه يعني يقدم في مردود جيد مع نادي الاهلي، كذلك مع الرجاء السنه الماضيه يعني اشتغلنا مع بعض، يعني كان احترام متبادل، كان بالنسبه لي يعني اخ صغير بالنسبه لي، لعبنا مع بعض يعني في بعض المباريات. هذا فبكل تاكيد كانت علاقه جيده وتبقى دائما جيده، لانه اهم شيء في كره القدم هي العلاقات، لانه لو تكون عندك علاقات مع اللعيبه ومع الناس اللي اشتغلت معاهم من قبل او اللي تشتغل معاهم حاليا، فبكل تاكيد هذه اضافه كمدرب، وكذلك بالنسبه كلاعب لما تكون لاعب تلقى ناس تساعدك واللي تعطيك نصائح فتستفد منها، لانهم عندهم خبره قبل منك، فكل تاكيد بتكون مردودك جيد في الملعب. يعني كلام مهم برضه يا بدر اللي بيقوله كابتن هشام. هشام
هشام شكرا عندي مع المغربيه اتكلم معها مع اتكلم مع مغربي بس عشان الناس تفهم انا احاول اترجم على قد ما اقدر اترجم بدر بنوني اتاقلم بسرعه مع المصريه خلاص ايوه خلاص بقى مصري يعني هشام اخويا شكرا شكرا لك بزاف اخويا على هذه الهضره الزوينه وانا كما قلت لك اخويا لا 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 كده صعب صعب قوي لا 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 طبعا تفضل براحتك شكرا اخويا هشام بزاف على هذا الكلام الزوين ديالك اخويا ويحسن لي الشرف كي قلت لك انني عرفتك قبل ما نلعب ولا ملي لعبت ولا ملي اشتغلت معك اخويا هشام ولا كاع الدراري اللي كنا معك حنايا كنا كل شيء تذكر غير بالخير مبروك عليك بعد الماتش ديال الاسماعيلي كنت باركت لك انه كان مدرب في ماتش الرجاء والاسماعيلي طبعاً. كان مدرب طبعا مبروك عليك اخويا هشام الله يسهل عليك في اللي جاي ان شاء الله في شي مدرب كبير ان شاء الله اخويا طب ننزل بالترجمه ولا نعمل ايه بقى عشان الناس سهل سهل لو ركز شويه سهل احنا عادي ما في شيء يعني كده ما فيش حاجه يا كابتن هشام الدنيا ماشيه كده شكل كويس يعني تمام طيب يعني اخيرا يا كابتن هشام يعني النادي الاهلي الحمد لله وصل للمركز الثالث اعتقد كعربي وكافريقي اعتقد ان ده بالنسبه لنا جميعا يشكل شيء جيد جدا. كنت اكيد مرتبة الثالث يعني مع فرق كبيره هذا شيء جيد لكن ممكن الفرق العربيه ممكن تنافس اكثر طبعا يعني لانه ممكن نحصل على نتائج اكبر من هذه صح؟ اي وخير دليل على ذلك الرجاء لما تنظم كأس العالم في المغرب الرجاء لعب مباراة نهائية لعب مباراة نهائية ممكن ايوه ممكن لانه لا شيء مستحيل في كرة القدم لكن بالعمل الجاد وبالإخلاص والتفاني فبكل تأكيد انا ممكن فريق ما عربي يفوز بكأس العالم الأندية لانه مش مستحيل لان شفنا المباراة النهائي الأمس يعني كانت مباراة عادية وكان ممكن فريق مكسيكي حصل على مفاجأة لكن كما قلت لك هذه كرة القدم لازم الفرق العربية تثق بنفسها وتشتغل بجد ممكن يعني في يوم من الأيام نشوف فريق عربي يفوز بكأس العالم كابتن هشام شرفتنا ونورتنا أنا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن هشام بوشروان واحد من الأجيال الجميلة جدا والكبيرة جدا في المغرب والمدرب المساعد لنادي الرجاء اعتقد مكالمه مهمه جدا مع من نجم كبير يا بدر ايوه طبعا ده اسطوره من بين اساطير لاعبي الرجاء والحمد لله شكرا اولا على انا زي ما تكلمت معاه بالمغربي كنت اقول له شكرا على الكلام اللي قلتيه في حقي والحمد لله لما انت بتكون صغير وبتتفرج على لاعب زي ابو شروان وبعدين مع مرور الوقت بتلاقي نفسك انك جالس بجنبه وتشتغل معاه دي حاجه كثير حلوه ولي الشرف زي ما قلت من قبل انني تعرفت برضو على هشام ابو شروان عن قرب واشتغلنا مع بعض ولي كل الشرف صراحه طيب كنا بنتكلم عن بدايتك وتفتكر اول ماتش لعبته مع الرجاء في الفريق الاول ايوه مع ده ما نمتش الليل كله ما نمتش فعلا ايوه طبعا مع كوكب مراكشي صح؟ في كاس العرش كاس المغرب اول ماتش لعبته كان كوكب وكان كنت لسه راجع من نهضة بركان وكان مدرب هولندي معنا وكانوا صاروا لي مش عارف هو ما كانش عاوزني كان بيقول لي انت بتتمرن بشويه كده بتتمرن براحتك وكده ولو فضلت كده مش راح تلعب معايا في الرجاء فاهم انا مش عاوز قلت له بص انا اول ما فك اول ما تذكرت نفسي وانا بلعب كوره منذ صغري وانا بلعب بالطريقه دي براحه بهدوء كده لو انت مش عاوزني معاك في الرجاء خليني ارجع على نهضه بركان العب خلاص هو عمل حتى في ما يستدعينيش الماتشات وكذا ما ياخذنيش معاهم على الماتشات وكذا في يوم اتصل بيا شخص جمهور الرجاء بيحبه والله يرحمه اسمه رشيد البوصيري كان من بين جنود خفاء تاع فريق الرجاء البيضاوي ممكن كان هو الكل فريق الرجاء البيضاوي كنت جالس في البيت وكانوا مدافعي الرجاء ما يأدوش كويس في الفترة دي أيوه اتصل بي قال لي بص انت راك موجود اساسي في الماتش ده خلاص قال لي كده
وطلعنا على مراكش. ايوه طلعنا على مراكش بلاقي نفسي في التشكيله الرسميه كده. والمدرب ما كلمني ولا قال لي وانا لسه صغير فاهم، ما قال لي تعمل كده ولا كده. والحمد لله اول ماتش فضلت بلعب في الرجاء حتى طلعش من الرجاء. طيب قبل بس ما اروح للنادي الاهلي، هنا الجمهور بيلقبك بالسلطان في المغرب، بيلقبوك بايه؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. حاجه مع الغريم كده. حاجه مع ايه؟ مع الغريم. ولا في صحفيين بيراقبوني بمدافع الرومانسي. بس جمهور الرجاء ليه لقب ثاني ما ينفعش اقوله هنا. ما ينفعش تقوله؟ لا هو عادي فاهم، هو رقم. رقم؟ هو رقم بس. رقم رقم ستة؟ لا مش ستة. مش ستة، بس احنا عندنا هنا رقم ستة، ما اعرفش عندك ايه. في المغرب موجود 88. 88؟ اه. اشمعنى 88؟ انا كنت جبت في الديربي المغربي، جبت جون في مباراة الذهاب الدقيقة 88 على الوداد. مع كل احترامي لجمهور الوداد. طبعا طبعا. علشان في صحفيين راح ياخذوا الموضوع ده اللي انا اتكلم فيه وراح يأولوا الكلام كده. لا في المغرب انا عارفهم كويس. كنت جبت جول في مباراة الذهاب دقيقة 88، وفي مباراة الإياب برضه جبت جول في نفس الدقيقة 88. وانت عارف الحساسية اللي موجودة بين الرجاء والوداد. طبعا. خلاص جمهور الرجاء افضلوا يسموني 88 كده. 88. طب كده عرفنا 88. طيب يا 88 قول لي بقى. النادي الاهلي جالك عرض زي ما قلت ان وكيل مغربي كلمك و يعني حسيت بايه ساعتها؟ والله انا كان جالي عرض من النادي الاهلي، بس مش كان عرض رسمي. في سنه 2018 لما كنا لعبنا الشان في المغرب. ايوه. مع المنتخب. بس ما كانش حاجه رسميه كده، وكنت عاوز اطلع على الاهلي. بس لما كلمني الوكيل ده وقال لي في عرض، قال لي كده بص في عرض من النادي الاهلي، انت عاوز تلعب في النادي الاهلي ولا لا؟ قلت له طبعا عاوز العب. قال لي خلاص كده اعتبر ان الموضوع منتهي. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده قال لي خلاص انا اكلم المسؤول، وهو كان بيتكلم مع امير توفيق مدير تعاقدات في النادي الاهلي، كان بيتكلم معه. قال لي بكره راح يكلمك امير توفيق. تمام. خلاص بكره كلمني، قال لي انا اظبط معاه موضوع الفلوس والحاجات دي وبعدين راح يكلمك امير توفيق. قلت له ماشي. هو ظبط معاهم الامور، بعدين كلمني امير توفيق وقال لي احنا متابعينك بقالنا 3 سنين ولا كده، واحنا دائما كنا حاطينك في فكرنا وكده. قال لي والوقت ده جاء علشان تلعب في الاهلي. قلت له ماشي ان شاء الله لو ربنا مكتب خلاص انا جاي على الاهلي. خلاص الامور مشت كده. يومين كده مسؤولين تبع الاهلي كلموا مسؤولين تبع نادي الرجاء، والحمد لله الامور مشت في وخلاص طريق صار. وخلاص يومين ولا 3 ايام الامور كانت خلاص. كان اول تفكير ليك ايه بقى؟ يعني انت قلت لي انت ما نمتش يوم اول مباراه ليك امام مع الرجاء في الفريق الاول. بالنسبه لك بقى كان وجودك في النادي الاهلي عامل ازاي؟ والله كنت كتير سعيد فاهم، وما كنتش متخيل. كنت انا كانوا عندي عروض، بس كانوا عروض خليجيه فاهم. كانوا كتير عروض خليجيه، وكنت خلاص راح اطلع على فرق تبع الخليج. بس كنت مستني وكنت متريت. علشان كنت عارف انني كنت ماشي الحمد لله كويس في مصاري مع فريق الرجاء، وكنت حاسس بان حاجه راح تيجي حلوه. والحمد لله احسن حاجه حلوه جات هو انه جاء عرض من فريق كبير زي نادي الاهلي، الكل بيعرف قيمته. وانا بقالي هنا كم شهرين ونص الحمد لله معي كاس مصر، معي برونزيه هي دي. وكنت حاضر في المباراه النهائيه مع الاهلي الحمد لله، وباقي قدامنا كاسين، كاس سوبر الافريقي وكاس سوبر. دي حاجه ما بتحصلش في اي فريق الا في فريق زي نادي الاهلي هنا. طيب الصوره اللي قدامنا وهي دايما انت بتعمل الاحتفال ده بعد اي هدف تحرزه يعني. برضو لماذا هذا الاحتفال؟ يا صراحه انا في المغرب كنت مريت من ظروف صعبه، خصوصا من بعض الناس ربنا يسامحهم كانوا مستغلين اسم بانون علشان يسوقوا مثلا جرايدهم ولا صفحاتهم على الفيسبوك.
أول ما يعمل حاجة بانون بتلاقي الكل بيتكلم عليه وحش وينسوا على طول الحاجة. وهي الناس عمالة بتتكلم، ولا أنا في حياتي عامل زي كده، الناس بتقول بيشوفوني هادي ولا كده، بس في حياتي لو الناس فضلت تتكلم طول حياتي على بانون، بانون مش راح يسمع ولا حاجة. أنا باخد الحاجات الإيجابية، ممكن حد ينتقدني في لعبي ويصحح لي كده وكده، ممكن اخذ الحاجه دي، بس انت بتتكلم على حاجه فاضيه وحاجه لما لياش داعي في حياتي ولو في مشواري الكروي، طب ليه انا بسمع ليك ولا اخذ حاجه دي. في المغرب كان فتره مرت علي صعبه، وخصوصا بعد العوده تاعي من كاس العالم، ما لقيت حد واقف جنبي بخصوص من الصحفيين. في حين انني لو كنت عملت حاجه وحشه كانوا اول من يهاجموني هم الصحفيين في المغرب. خلاص انا بقيت كنت متضايق شويه، بس جلست مع نفسي في البيت والحمد لله الناس اللي قريبين مني، وعملت هدفي انني اركز في كورتي. اللي عاوز يتكلم على بانون وحش يتكلم، اللي عاوز يتكلم على بانون حلو يتكلم، بس انا هدفي انني استمر في الكوره، والحمد لله أنني ناجح في مساري لحد دلوقتي، وأنا موجود هنا مع نادي كبير نادي الأهلي وشايل ميدالية كبيرة دي طبعاً مرتبة ثالثة الحمد لله. من 2018 كأس العالم 2021 حققت حاجات كبيرة في مساري، إذا أنا ماشي في الطريق الصحيح. الحركة دي كنت بعملها الناس كتير اللي كانوا غالطين في حق بدر بانون، بس سامحهم والله، انا مسامح كل الناس بعد البطوله، والله انا مسامح بعد البرونزيه، يعني انا مسامح كل واحد بس عاوزهم هما برضو هما مسامحين نفسهم ولا لا. دي الحاجه دي. طيب اصعب ماتش مر عليك في مصر هنا في الشهرين ونص اللي فاتوا دول في مصر كان الماتش الاول طلع الجيش النهائي. أصعب ماتش كان ده أصعب ماتش علشان في حاجات، هو أول ماتش مع نادي الأهلي، كل الناس مستنية بدر بانون الصفقة تبع النادي الأهلي، ويبقى نهائي راح تأدي إزاي وانت مش عارف برضو الكرة المصرية عاملة إزاي، ولا اللعيبة تبع طلع الجيش برضو اللعيبة زمايلك انت مش عارف أفشى بيحب الكرة هنا ولا هنا، أيمن أشرف مش عارف طريقة لعبه كده، حاجات اللي بتفرق مع لاعب، بس الحمد لله ربنا وفقنا فيها، والحمد لله قد ضربة الجزاء سددتها بطريقة حلوة وادتني شيء كبير الحمد لله. وهي بتتعرض معانا كده برضو، ضربات الجزاء بيبقى ليها ستايل معين وشكل معين، ولازم يبقى عندك أعصاب من حديد، من الواضح إن الأعصاب موجودة، يعني ما كنتش مقلق أو خايف وانت داخل في أي ماتش في هذه المباراة؟ مباراة الجيش، طلع الجيش. الجيش؟ لا خالص. خالص ها؟ خالص والله خالص. عشان أنا الحمد لله أنا في ضربة جزاء أنا أركز كويس علشان أجيب جون. بس لو ضيعت ده ربنا مكتوب ربنا. ممكن الحارس يكون ممتاز في الكورة دي. ممكن يشيلها، ممكن تضرب كرة تطلع فوق المرمى، ممكن تضرب في القائم كده، حاجات ممكن تحصل. بس لي طريقة الحمد لله بشتغل بها في تنفيذ ضربات الجزاء، الحمد لله ماشية معك. طيب في ضربات الجزاء الأخيرة أمام بالميرس دخلنا أحرزنا هدف، أنت جبت أول، أنت الثاني هدف، أنت تيار أول هدف كان بدر بانون، بعد كده دخل أعتقد عمرو سلية ضايع ضربه الجزاء. حسيت بايه؟ ولا حاجه والله خالص والله. كان عندي احساس كبير في السنام، كان عندي ثقه كبيره في السنام، وكل اللعيبه كانوا ثقين في السنام، والحمد لله ما خيب ثقته فينا، ما خيب ثقته، والحمد لله ربنا يداله على قدر شغله وكل حاجه. هو السناوي بيشتغل بجد، ربنا كافئه في مباراة كبيرة. طيب مباراة حياتك الشخصية بقى، حياتك الشخصية، هل أنت متزوج؟ هل أنت عندك أولاد؟ هل احكي لنا برضو. طبعا أنا متزوج من سنة 2016 ومع ابن واحد اسمه إياد فعمره 3 سنين ونص دلوقتي. 3 سنين ونص بسم الله ما شاء الله.
موجودين معاك هنا ولا في المغرب؟ ايوه طبعا. لا هنا موجودين معاك. مبسوطين من القعده في مصر ولا لا؟ ما هو اياد مع 3 سنين ونص بقول له نطلع على المغرب بيقول لي لا خلاص نفضل هنا. يعني اياد عايزك تقعد هنا. هو لا هنا كتير العاب ومولات وكده خلاص. هو دي الشغلانه اللي عندي. واياد عايزك تقعد بقى ولا تمشي ولا؟ هي برضو هي برضو حبت مصر. والله هي برضو حبت وانا برضو حبيت. هي بص ما فيش فرق كبير بين مصر والمغرب. بالظبط لسه كنت هقول لك. والله ما فيش فرق. التقاليد تبع المغاربه زي مسؤول تقاليد تبع الناس شعبيين وكده، وممكن تخش على البيت تاكل، ممكن تطلع من هنا تاكل وعادي. اعتقد وجودها فرق معاك. طبعا. هو في الاول جيت انا وكيل اعمالي هنا، فضلت قاعد في الفندق، فخلاص وكيل اعمالي زبط لي امور تبع البنك والحاجات دي. خلاص طلع المغرب، فضلت لوحدي في 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 الفندق، وكنت عاوز اجيب معي اماراتي من الاول. بس اول ما جيت على مصر قالت لي كورونا مع عائلتي. اوكي الف سلام. خلاص طب راح تفضل في المغرب 20 لغايه لما تبقى كويس. فضلت هنا لوحدي في الفندق. لما الحمد لله تحسنت وكده، وبعدين جت على طول على مصر. طب قول الو بقى. الصوت ده مش هتعرف تغلط فيه. مش هتعرف تغلط فيه. ليش؟ قول الو. الو. طبعا يعني مش هينفع تغلط، خلي بالك. مش هتروح. لا قول اسم تاني احسن. الو. الو. يا بيبي. حبيبي. كيف دايره؟ الحمد لله. كل شيء مزيان. منور تبارك الله عليك. هضرب بمصرية بس يفهموا. ما شاء الله تبارك الله عليك منور. بقول لها تكلمي مصري علشان بيفهموا. اهلا بك يا مدام غزلان. ام اياد يعني مبسوطين جدا ان حضرتك معانا، وفي نفس الوقت يعني احنا مبسوطين ان بدر معانا. شايفاه ازاي بقى في التلفزيون انت قاعده كده؟ اولا شكرا كابتن اسلام، يعني شكرك يا فندم، شرف ليا اني اطلع مع حضرتك. ربنا يخليكي، شرف لي. يعني اول حاجه حابه اقولها كان بغي نبارك لجميع الاهلاويين على التتويج بالمرتبه الثالثه عالميا. من خلالهم الحقيقه كان ظهور مشرف للكره العربيه والافريقيه بصفه عامه. وبالاخص كان بغي نهنئ الزوج ديالي، كان نجم من نجوم البطوله، شهادة الجميع ما شاء الله كان في المستوى. ومن مميزاته اللي دائما كنقولها له الحمد لله، دائما يكبر مع المقابلات الكبرى. الحمد لله. الحمد لله. يعني هل هو هادي في البيت كده برضو يعني يا ام اياد، ولا برضو بقى يعني اصل احنا كل ما اكلم حد يقول لي اصله هادي جدا، هو في البيت عامل ازاي؟ هو الصراحة شخصيته هي كده من عند ربنا هادي. بس يعني شوية شوية في البيت بيكون يعني شخصية مرحة وبيهزر وبيضحك وبيلعب مع ابنه وكده. الحمد لله يعني كل سنة. يعني اياد ده اخباره ايه؟ اياد كويس؟ الحمد لله. مبسوطين في القعدة في مصر؟ دوزي دوزي ليه غزلان دوزي؟ ايتو كلم بابا. اياد بابا. نعم بابا. توحشيني؟ انا نجي دابا، انا قريب نجي عندك. مش هنأخره، هنجيبه لكم. علشان هو لسه شايفني ساعة ولا ساعتين بعدين طلعت عليك. ها؟ بابا كان بغيك بزاف. انا كان بغيك بابا، يلا انا شوية نجي. مش هيتأخر عليك يا حبيبي، هيجي لك على طول. انا قعدت معاه ساعة ولا كده. بعدين طلعت هنا على طول. جمهور النادي الاهلي كله 70 80 مليون اهلاوي مستنيينك. يعني طبعا المدام واياد ليهم حب طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه جمهور النادي الاهلي مستنيك، وكان مستنيك النهارده، وقد ايه السعاده والانبساط اللي هم الحمد لله. يعني هقرا لك كمان شويه، انا مش يعني كميه مسجز جايه لك غير طبيعيه. ام اياد برضو عايزين نعرف يعني مبسوطه في مصر ولا لسه ما خدتيش على الجو؟ لا لا بالعكس، نحاول الحمد لله. يعني اول ما جينا على مصر تعلمنا بسرعه، خصوصا يعني مصر بلد جميل، ويعني من زمان هو والمملكه المغربيه يعني اشقاء. طبعا نتعودنا من يوم ما كنا صغيرين بنتابع جميع يعني افلام مصريه والحاجات. يعني احنا ومصر يعني قريبين من بعض. بيتكم الثاني يعني؟ بلد ثانيه
يعني قريبين من بعض، وخصوصا الناس طيبين جدا، سعد محبوب الكل راح حبينا لغايه ساعه، يوصلنا رسائل ترحيب صراحه، كل الحب والتقدير للشعب المصري صراحه. طيب بتاكلي اكل مغربي ولا مصري؟ ضروري. ضروري ايه؟ عايزه اقول لك الحاجه الوحيده اللي انا لقيت فيها صعوبه هنا في مصر هي الاكل. فعلا؟ بصراحه كده. لسه ما تعودتيش تعملي الاكل المصري؟ في اختلاف شويه ما بين الاكل المغربي والاكل المصري. عشان كده يعني لازم اطبخ مغربي في البيت. يعني هي بتطبخ لك مغربي بس يا بدر؟ طبعا. لغايه دلوقتي بدر لغايه دلوقتي ما انا جاي اليوم قلت لها اعملي لي حاجه مغربيه، علشان احنا 15 يوم كده في خطر فندق طبعا. اكل تبع فندق كده كده، بس عبد الرحمن راح يزعل دي. لا الاكل كله واحد. مسؤول. لا مسؤول تغذية في النادي. انا شأت الاكل المغربي في ال 15 يوم دول، اكل اليوم وبكره، ممكن بكره شويه بس وخلص. بعد بكره خلاص الماتش. بس هو شكله ما بياكلش يا مدام. لا هو كده، هو كده يعني، هو وباباه واخوه يعني عيلتهم كلهم يعني قوامهم كده. بس بياكلوا كويس اهم حاجه. بياكلوا كويس الحمد لله. طيب يعني لو حبيتي تقولي كلمه لبدر على الهوا كده تقولي له ايه؟ صراحة شهادتي في بدر مزروحة، وهو عارف كثير يعني. بعد إذنك أقول له الأول مرة على الهواء وأمام الكل أني كان بغيك بزاف، والله يخليك لي يا رب. آمين يا يعني حاجة جميلة جدا طبعا، يعني بتقولك يعني ربنا يخليك لي. بص على فكرة هي أول مرة بتطلع على قناة ولا على حاجة، أول مرة بتتكلم كده. الحمد لله انا ربنا اداني بنت ناس الحمد لله، واول ما اتجوزنا الحمد لله واحنا ماشيين في الخير وربنا بيدينا الخير. انا دايما الكلام ده بقوله لها، اقول لها اول ما خشيتي على بيتي الحمد لله وربنا مدينا حاجه حلوه وكويسه الحمد لله. واحسن حاجه بالنسبه لنا هو اللي بتسمع فيه ده هو اياد. انا مراتي كنت بعرفها قبل ما اتجوزها باربع سنين كده. أيوه. علاقه حب الحمد لله لسه دلوقتي. وبرضو اقول لها انا الحاجه اللي زعلان منها دلوقتي هي موضوع الكورونا دي، ما تخليناش نديلهم حقهم. فاهم؟ طبعا دايما انت لما تخش على الفندق يوم بعد يوم تيجي لعندهم، اليوم الثاني لازم تخش على الفندق مثلا 15 يوم في قطر، بقالك يومين كده وبعدين راح تروح تاني على الفندق. هي الكورونا لخبطت الموضوع شويه، انا حاسس نفسي انني ما مديهمش حقهم، مقصر معاهم. فاهم؟ بس هي فاهمه الموضوع ده، هي ممكن تفهم، بس عيل صغير زي اياد كده ما بيفهمش الموضوع. هو بيقول لي لا خلاص ما تروحش على الفندق، ما تروحش تلعب مات. بس ان شاء الله لما نخلص ونبطل كوره هفضل معاه على طول. هتفضل معاه على طول تسال ده. كلام كده. هيقول لك امتى هتمشي. روح. يعني اولا سعداء جدا بوجودك معانا، بس يعني هل هتعملي له ملوخيه قريب؟ ملوخيه بالارانب، ملوخيه مصري، ولا هيبقى صعب برضه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. هتتعلمي يعني؟ هتعلم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هو على فكره هو يعني على طول اخذ على الاكل المصري مع زملائه في الفريق. أيوه. دايما أيوه. بياكلوا اكل مصري وبيجي عندي وبيقول لي انا اكلت كده وكده. اقول له بالهنا والشفا. بالهنا والشفا من قلبك. ها من قلبك بتقولي له بالهنا والشفا من قلبك. طبعا. ولا عشان بياكل بره لوحده؟ لا بالعكس والله عادي. عادي يعني. طيب هتجيب لها هديه ايه بقى عشان البرونزيه؟ برونزيه بدبسك على الهواء. ايوه. هي تبع البرونزيه ولا تبع عيد الحب؟ الاثنين. الاثنين؟ ده زودت حاجة ودي حاجة. خليها واحدة غزلان. لا تسال تسال، هي اللي عاوزاها انا الحمد لله. لا مدافع رومانسي صحيح. يعني الحمد لله هي انسانة بتسال والله. تستاهل طبعا. تسال كل خير، انا دايما اقول لها أي حاجة عاوزاها خذيها من غير ما تقولي لي ولا حاجة. خذي راحتك، والحمد لله احنا ماشيين في حياتنا كويسين، ربنا يدوم محبتنا. ربنا يخليكم لبعض، انا بشكرك جدا. اخر حاجه عايزه تقوليها، لو عايزه تقولي حاجه لجمهور الاهلي، لبدر، للفتره اللي جايه، الفتره السابقه، اي حاجه عايزه تقوليها.
يعني ما فيش حاجة من غير أني أشكرهم، يعني جزيل الشكر. يعني دايما دايما بتوصلني رسائل من عند جمهور الأهلي، يعني حبهم الكبير البدر بيخليني يعني أنا أحبهم أكثر، وبقول لهم استنوا بدر لسه ما شفتوش، يعني لسه ما شفتوش بدر يعني قدراته كلها لسه ما شفتوهاش، يعني ان شاء الله هيتوفق اكثر واكثر مع النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ام اياد على وجودك معنا. البيت له دور كبير يا بدر دايما طبعا، خصوصا الحياه الزوجيه دي تفرق مع لاعب، خصوصا اللاعب تبع كرة القدم. ممكن ما قال تاني ممكن تمشي من غير ما تتجوز ولا كده، بس في كرة القدم لو عاوز تركز في كورتك وفي مشوارك من الأفضل أو من الأحسن بالنسبة لي أن الإنسان يتجوز. أنا تجوزت صغير علشان أركز في مشواري في الكرة. طيب خلينا هنطلع فصل، ولكن قبل الفصل أخذ بعض التعليقات حضراتكم على هاشتاج اسال بدر بنون مع الشاطر. تحيه ليك يا كابتن، اشكرك جدا. سلامي البدر، بجد انا سعيد ان في لاعب بالعقليه دي في النادي الاهلي، قمه في الاحترام وعنده قوه ايمان وقريب جدا من ربنا. الشيهي بيقول انا عايز لطيف قوي، قال لك انا عايز اتجوز ومراتي تكلمني وانا طالع مع اسلام الشاطر وتقول لي ايوه يا بيبي. مساء الخير، ده عبد الله بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، انت والسلطان يا ريت نعرف منه ليفاندوفسكي قال له لما السلطان ضايقه في الملعب، قال لك حاجه ليفا لما انت ضايقته في الملعب؟ لا هو كان بس بيتكلم مع الحكم في الضربات الركنيه ولا الفاولات كده، علشان انا كنت بمسكه كده، هو بيتكلم مع الحكم عادي، لا ما تكلمش انا وياه. طيب احمد بيقول اتمنى رسالتي توصل لكابتن اسلام، انا بشكر لعيبه الاهلي لانهم سبب دايم في فرحتنا وفي سعادتنا، واقول للسلطان بدر بنون انك من اول يوم دخلت قلوبنا زي كل لعيبه الاهلي، واقول لعلولو انت اغلى حاجه على قلبي. ده لمعلول والبدر بنون. تحياتي، ده عطيه بيقول تحياتي للكابتن، اشكرك جدا ونحن نعشق كل من يرتدي قميص الاهلي، واتمنى ان تزداد تالق على بدر طبعا وزملائك كلهم. عطيه هبه دمياط عاشق النادي الاهلي. اسامه بيقول تحياتي لكم يا كابتن اسلام، قول للسلطان بدر انه دخل قلوب كل الاهلاويه لاخلاقه ولموهبته، لاعب كبير بنكهه الاهلي العريق. ساره بتقول بدر بنون مش بس بيقدم عظمه في الملعب، بيقدم عظمه مع كابتن اسلام، بدر بنون شخصيته لايقه على النادي الاهلي، وهنفضل ندعي للي اختار بنون للاهلي، صفقه كامله بمعنى الكلمه، وكمان عاجبني قوي اخلاصه وحبه وانتمائه للرجاء، وده اللي انا كنت بقولك عليه. جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور عارف كويس جدا اللي قدامه بيتكلم من قلبه ولا لا. صح. احمد ياسر بيقول تحيه ليك، اشكرك جدا وتحيه للسلطان، واساله هو جرب اكل مصري ايه؟ لسه سالينه، هو انت لسه جربت اكل مصري؟ ايه بقى؟ اكلت عكاوي كده. عكاوي؟ كده اول ما تخش في العكاوي، طعميه، اكلت طعميه وكل حاجه. كل حاجه يعني؟ عجبك اكتر حاجه ايه؟ كشري برضو، اكلت كشري. كل حاجه الحمد لله، كل عجبني. انا عجبني بس مراتي ما عجبهاش الكشري؟ لا. هي بتقول لك ما فيش معكرونه مع عدس، علشان احنا في المغرب ما نحطش معكرونه مع عدس مع بصل مع كده، وهي عندها برضو هي بيوجع القولون. القولون على طول الكشري يوجع القولون على طول يخلص. خلاص قالت لي لو اكلت راح اروح. لا يا مؤياد ما تاكليش الكشري. احمد بحر بيقول مساء الخير، ظهور مهم للسلطان بدر بنون في القناه ومستنيين كتير منه في التصدي. مين اللاعب اللي تحب تقعد معاه في المعسكر؟ بتقعد مع مين في المعسكر؟ لا الكورونا كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. اوكي. بدر مع اسلام الشاطر دماغ وردود وشخصيه كبيره والله، وجاله سؤال بيقول له ان شاء الله تعتزل معانا، قال له لا انا اتمنى قضاء سنوات كتير جوه النادي الاهلي، بس انا حلمي اعتزل في نادي الرجاء، ودي حاجه محترمه جدا. محمد الخطيب بيقول كابتن اسلام انت اشكرك جدا. سؤالي للسلطان بدر بنون من وجهه نظره، الاهلي محتاج ايه علشان يكون نادي عالمي، وبالاخص في مباراه بعد مباراه البايرن؟ الاهلي هو الحمد لله النادي الاهلي نادي عالمي، ولكن الفارق كان واضح الحقيقه. النادي الاهلي محتاج ايه الفتره اللي جايه علشان يبقى يصل لمثل هذه الفرق العالميه يعني؟
الاهلي انا في نظريتي على أن لازم نقيم الاهلي في افريقيا بالضبط فاهم، مش لازم نقارنه مع البايرن ولا السيتي ولا كذا. صح، لو قارنت الاهلي افريقيا ممكن تلاقيه زي مثلا البايرن في اوروبا ولا كذا. الاهلي في افريقيا فريق كبير، ممكن احنا دلوقتي خاشين على دوري الابطال، ممكن في الماتش تبع المريخ نقيم انفسنا ونشوف مستوانا والحاجات اللي استفدناها من البطوله الكبيره دي، بطوله كاس العالم، وبعدين ممكن نشوف الاهلي ناقصوا ايه والحاجات اللي ناقصانا. ان شاء الله احنا نوعد جمهورنا اننا راح نشتغل عليها ان شاء الله علشان يشوفوا الاهلي زي البايرن ان شاء الله. ان شاء الله. سر رقم 13، سر رقم 13 مش هسأله البدر دلوقتي، هطلع فاصل وبعد الفاصل هنعرف ايه هو سر رقم 13. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بدر، سر رقم 13، اخترت رقم 13 ليه؟ مع انه رقم صعب يعني. بص، هو اول مره اتكلم على الرقم ده. نعم. واول مره في حد يسالني على الرقم ده. بس اللي ما يعرفوش الناس ان الرقم 13 كان الدولي اسطوره من اساطير فريق الرجاء البيضاوي. ممكن انت تكون واجهته الكابتن اسلام، هو عمر نزاري. عمر النقاري ده طبعا ده اسطوره من بين اساطير نادي الرجاء البيضاوي. وكان مساعد مدرب في فريق الامل معنا في الرجاء. وفي يوم انا كنت اجي على الماتش، اي قميص بلاقي منزل خلي اللعيبه ياخذوا 10 9 6 واي قميص يفضل اخير اشيله والعب به الماتش. في ماتشين اخذت رقم 13 وجبت بهم جون ولا مع جونين كذا. وكان هو يقول لي عمر النقاري ده الرقم ده خلاص مش راح تشيله من دارك حتى تبطل الكوره. انا مديه له والحمد لله، فضلت محتفظ به برضه ولعبت به في فريق نادي شبركان. ولما رجعت الرقا اخذت 13، واول شروطي مش شروطي كانوا في النادي الاهلي انني احتفظ برقم 13 كرمالا واعترافا بنجم فريق الرجاء البيضاوي عمر نزار. يعني ده حاجه جميله جدا، ولكن برضو عايز اعرف علاقتك ايه بموسيماني. سامحني كابتن اسلام، وعاوز اشكر برضو علي لطفي. علي لطفي هنا في الاهلي علشان هو اللي كان مع الرقم ده، واول ما جيت على النادي كلموه وقالوا له بدر عاوز رقم 13، وقال لي مرحبا ده اخويا بدر وكده، واداني رقم 13. برضو عاوز اشكر علي لطفي على الجسد ده. تمام، علاقتك ايه بقى بموسيماني؟ علاقتك ايه بايمن اشرف اللعيب اللي بيلعب جنبك؟ ياسر، المجموعه بالكامل يعني. والله كل اللعيبه حبايبي والله، مش كلام قدام كاميرا ولا كده، بس احس كل اللعيبه زي اخواتي وبنتعامل مع بعضينا زي اخوات، علشان احنا بنفضل مع بعضينا بوقت اكثر من نفضل مع عائلاتنا. والحمد لله، انت لو حاسس بحاجه تطلع تتكلم مع ايمن على طول، ولا تكلم افشا ولا الشناوي. والحمد لله دي الحاجه اللي كويسه في الفريق تبعنا، واللي تخلينا نحقق نتائج ايجابيه، اننا بنشتغل زي اخوه في مع بعض. في موسيماني بقى، موسيماني ده مدرب برضو بيحقق نتائج كبيره مع الاهلي، ولكن بتحسه اولا انه بيشتغل بشغف بشغف وبحب، وعاوز يدي حاجه للنادي الاهلي. هو دائما بيتكلم على النادي الاهلي، لو شفت وركز في تصريحاته دائما بيخلي النادي الاهلي في مرتبه كبيره، وعاوز يدي حاجه وبيشتغل بقلبه مع النادي الاهلي. ورغم النتائج الايجابيه اللي حققها دائما بيجي لك بحاجه جديده، دائما بيطور نفسه، دائما بيشتغل على الخصوم، دائما بتلاقيه محضر لك ماتشات ولا محاضرات، دايما بتلاقي محضر لك بيسهل عليك الماتش ب 50 ولا 60%، بيفضل بس انت تركيزك ومردودك اللي يفرق معك في الماتش. الحاجة الثانية بتلاقيه هو والجهاز ساعة ومشتغلين عليها. والحمد لله، نتمنى اننا نفضل على النتائج الايجابية ان شاء الله. لو الاهلي بيلعب الرجاء هتبقى المباراة بالنسبة لك عاملة ازاي؟ مش عاوز اتخيلها. مش عاوز تتخيلها. والله صعب صعب. صعب، بس هي انا شربت شاي على السؤال ده.
هي بس كلاعب محترف خلاص انا دلوقتي مع النادي الاهلي راح ادافع على خميس نادي الاهلي بالضبط بالضبط اسيب حب تبع فريق الام كده والرجاء بس شغلانتي بتلزم علي انني ادافع على خميس نادي الاهلي راح اشتغل مع النادي الاهلي لو كنت في الرجاء بعدين رحت على الرجاء ولاعبين الاهلي برضه راح اشتغل مع الرجاء بس الفرق ان الاثنين دول بيبقوا في قلبي ان شاء الله ان شاء الله ويظلوا دائما في قلبك عندك مباراه مهمه جدا يوم الثلاث هل من الممكن ان انت يعني انت جاي من كاس العالم واخد برونزيه وبرنامج النهارده وكذا 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 هل ده ممكن يؤثر على تركيزك يوم الثلاث في اي شيء لا لا بص احنا اول ما خلصنا بطوله كاس العالم كان عندنا اجتماع مع الكابتن الخطيب وبعدين تكلمنا احنا اللعيبه فيما بعدين احنا أي. معنا جمعه والسبت بكره عندنا اجازه جمعه والسبت ده وقت تبع العائله اوكي تبع الفرح بكاس العالم بس يوم الاحد اول ما نيجي على ملعب تيتش خلاص موضوع انت انتهينا من بطوله كاس العالم لان عندنا مات صعب امام خصم اللي هو صعب وبرضه لما تكون جاي من بطوله كبيره وانت ممكن الكابتن اسلام يكون حصر معك الموضوع ده اول ما تكون جاي من بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم اول ماتش بتلعبه صعب جدا بتأدي وحش احنا الحاجه دي اللي خايفين منها والحمد لله تكلمنا عليها قبل من الماتش وان شاء الله راح نكون مستعدين قدامنا الاحد والاثنين علشان نحضر كويس للماتش والحمد لله احنا مستعدين للماتش ان شاء الله راح نخش نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله طيب اخيرا يا بدر يعني انا مش هطول معاك اكتر من كده لان انا عارف ان انت بتنام بدري والعائله تنتظر بدر بنون واياد ينتظر بدر بنون ربنا يخليه لك ومش عايزك مش عايز اطول معاك اكتر من كده مع ان جاي لك مسجز كتيره جدا 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 بس ممكن تورينا الشهاده والميداليه وال يعني نستعرضهم كده على الشاشه عشان يبقوا دي الميداليه تبع المرتبه الثالثه ودي بقى شهاده بيدوها لك الفيفا دي شهاده من الفيفا ان انت لعبت في كاس العالم وخدت ثالث العالم ايوه طب باسم النادي الاهلي وكده باسمك ولا باسم النادي الاهلي؟ لا في اسم نادي الاهلي اسم الاهلي اوكي مشاركه في كاس العالم بالامضاء تبع رئيس الفيفا وكده ودي حاجه تبقى رمزيه من الفيفا دي حاجه رمزيه من الفيفا كل اللاعب اللي شاركت في البطوله دي بيدوهم الحاجه دي كاتش كار في البيت ولا ما خدتهاش انا خدت الاثنين دول بس ما خدتش دي ما اداوكمش دي لا مش لسه مصنعين في 2001 يبقى انتوا خدتوها خلاص يبقى انا خدتها دي حاجة بتبقى ذكرى ليك وبرضو النادي الاهلي ادانا حاجة صغيرة كده هزار ادانا كورة لكل لاعب علشان تبقى معاك دي جميلة جدا طيب عشان اختم معاك في النهاية ختامها مسك يعني حواليك صورة لطيفة جدا يعني الصورة دي برضو من الحاجات اللي قد ايه الأسرة مؤثرة في حياة بدر بنون وإياد بقى تحديدا إياد تحديدا له دور مهم جدا طبعا مؤياد ليها الدور الاكبر ولكن عايزين نروح عايزين عشان نعرف نروح ونعرف نخش البيت فالصوره دي برضو بالنسبه لك جميله جدا يعني ربنا يخليه لك اياد ده بالنسبه لي اياد بتشيرت الاهلي كل حاجه هو برضو خلي بالك هو رجاوي طبعا وبيحب الرجاء جامد بس اول ما جاء الاهلي ما كنتش فاكره راح يغير الرجاء بس دلوقتي الاشعار اللي بينزل في القناه دي تبع ناصر في العالي ولا كده هو حافظه ما شاء الله كله بسم الله ما شاء الله اول ما يجي الاشعار ده بيصعد فوق الكنبي ويعمل يرقص ويعمل يردد معهم الحاجه دي مش كان عاوز يلبس لي قميص ثاني من غير قميص فريق الرجاء بس قميص الاهلي اول ما جبته له فرح به كثير والحمد لله هو طالع زي ابوه بيحب الناس اللي بتحبه الحمد لله ده ربنا يحفظه لي ويخليه لي يا رب ربنا طبعا الاشاره دي بتفكرنا باللاعب الكبير مؤمن زكريا طبعا ربنا يديله الصحه وطبعا بنبارك له على برونزيه المونديال لانه طبعاً. احد اهم عوامل نجاح النادي الاهلي في هذا الموضوع مش في البطوله الافريقيه بس في الدوري والبطوله الافريقيه وفي كاس مصر وفي برونزيه كاس العالم الانديه مؤمن زكريا
اولا زي ما قلت كابتن اسلام نتمنى ان شاء الله ان ربنا يسافي ان شاء الله ونرجع نشوفه في الملاعب ان شاء الله ممكن في الاهلي ولا فريق ثاني. المهم الاهم انه يرجع يلعب الكوره الحاجه اللي بيحبها. مؤمن ما كانش لي الشرف انني قابلته من قبل بس شفته في ماتش النهائي بين الاهلي والزمالك كان حاضر وكنا نتمنى انه لو كان حاضر معنا في البطولة دي حتى كضيف صرف علينا بس احنا برضو كلاعيبة باسمي وباسم جميع اللاعيبة بناديك يا مؤمن الميدالية دي ونتمنى لك ان شاء الله حبيبي الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اخيرا يا بدر لو عايز تقول اي حاجة لجمهور النادي الاهلي. طبعا انا عندي اسئلة كتيرة جدا وعندي حاجات كتيرة جدا ولكن انا مقدر سيبا. الحقيقة انا مقدر وجودك معانا النهاردة وعارف ان بدر انا اسف اياد وام اياد مستنينك ولك الحق كاملا ولكن احنا بنشكرك طبعا على وجودك معانا لمده ساعتين عليك. لو عايز توجه اي رساله كاميرا قدامك اي رساله لجمهور النادي الاهلي اتفضل. اولا انا عاوز اشكركم على حبكم لي والحب الكبير اللي بتدوه لي ورسائل تبعكم وان شاء الله انا اعدكم ان شاء الله انني برضو اشتغل على نفسي علشان ابقى احسن من كده ودي الاضافه لنادي كبير زي نادي الاهلي اللي وراه جمهور كبير اللي شفناهم في قطر. الصراحه كان لقاء بقاله فتره كبيره بين اللاعب والجمهور والحمد لله اول لقاء لنا كان في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم والحمد لله كنتوا واقفين جنبنا الحمد لله برضو اللعيبة كانوا رجالة ودوكم ميدالية اللي يفتخروا بها احنا برضو كلاعيبة ولا انتو كجمهور ولا نادي كبير كنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله اننا دايما نكون موفقين في دخول السعادة لبيوتكم ان شاء الله. انا بشكرك يا بدر على وجودك معانا ساعتين. انا عارف ان هم كانوا صعب ان انت تكون متواجد معانا ولكن حبك لجمهور النادي الاهلي ولان جمهور النادي الاهلي مشتاق ان هو يشوفك في اول ظهور خاص على شاشه قناه النادي الاهلي منذ ان تواجدت في مصر اعتقد كان يستحق تواجدك ويعني قد ايه الناس فرحانه ومبسوطه بيك وبطريقه كلامك وباسلوبك. اتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه وبشكرك على تواجدك معانا. حبيبي يا اسلام شكرا لك انت برضو على استضافتك والحمد لله لولا حب الجمهور لما كان بدر بانو الحمد طبعا. لله اتمنى ان شاء الله انني اكون دائما في عيونهم كويس وجميل وخفيف عليهم وان شاء الله اكون برضو في شغلي ادي الشغلانه اللي مطلوبه مني لانها واجب علي. شكرا لك برضو ثاني مره ثانيه كابتن اسلام حبيبي. شكرا جزيلا لي. نجم بدر بانون السلطان بدر بانون كان في حديث خاص جدا لقناه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي. في اسئله كتيره جدا كنت ممكن اسالها لبدر ولكن الحقيقه الراجل بقاله 15 يوم بره بيته لازم نسيبه برده يقعد معاه وعنده تمرين بكره او بعد بكره ان شاء الله فنتمنى له يا رب كل التوفيق والراجل مركز تماما في يوم الثلاث اللي جاي. بنشكركم شكرا جزيلا وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم على كل ده كل الحاجات اللي حضراتكم بعتوها ولكن لو عايز تعرف الاهلي اسال عن الاهلي وقد ايه بطولاته. It's hot.